بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وتغطية خاصة بشأن سفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى المغرب استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد. بالتأكيد مباراة مهمة جدا، حدث استثنائي، وبالتأكيد النادي الأهلي معودنا دايما كل سنة بيكون موجود في الأحداث الرياضية الكبيرة، بيكون موجود مع الموعد، موعد المباراة النهائية تحديدا. خلال الست سنوات الأخيرة تعودنا نشوف الأهلي موجود في المراحل النهائية من أكبر المسابقات الإفريقية، مسابقة دوري أبطال إفريقيا، البطولة بالتأكيد المحببة لدى جماهير النادي الأهلي، واللي بالتأكيد النادي الأهلي بيحمل فيها الرقم القياسي 10 ألقاب قارية، من ضمنهم 5 ألقاب جاءت من خارج مصر. وبالتالي الأهلي يسعى لإنجاز جديد وكتابة سطر جديد في تاريخ الألقاب والبطولات الإفريقية، لأن البطولة المرة دي مش هتكون بطولة عادية، البطولة المرة دي هتكون بطولة استثنائية، لأن أنت بتفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي بإذن الله، وده رقم قياسي لم ينجح أي نادي من قبل أن حققه. وفي نفس الوقت أنت فزت قبل كده بمرتين متتاليتين دوري أبطال إفريقيا، فالمرة دي أنت عايز تعمل إنجاز جديد وتكسر الإنجازات أو تكسر الأرقام القياسية اللي أنت حققتها في الفترات السابقة وتفوز بثلاث ألقاب متتالية. الرقم القياسي الثاني انك تفوز ب 11 لقب افريقي، يعني انت قدر الامكان بتحاول تزود رصيدك من البطولات، وبدل ما يكونوا 10 يبقوا 11. في ناس ممكن تفكر تقول لك عايز افوز بالبطوله الثانيه بالبطوله الثالثه، لكن انت بتتكلم في رقم قياسي 10 القاب قاريه وبتسعى للقب رقم 11. وكلنا شفنا السوشيال ميديا خلال الايام الاخيره وخلال الساعات الاخيره، كل كان غير صوره بروفايله وحط الصوره الاساسيه كلمه الاهلي وعليها رقم 11. إذن الكل بالتأكيد بيستعد، الاستعداد ليس فقط في الملعب ولكن الاستعداد على جميع المستويات، بتستعد داخل الملعب، بتستعد خارج الملعب، بتعمل دعم نفسي ومعنوي كبير جدا للفرقة، وهي خلاص النهاردة بتبدأ الاستعدادات لمباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. كلنا عارفين الأحداث الأخيرة واللي شهدتها الساحة الرياضية سواء الإفريقية أو العربية أو حتى المحلية هنا في مصر، لما تم اختيار مركب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في البيان المعلن من الاتحاد الإفريقي يوم 9 مايو. وكان هذا البيان هو بداية لفتح تحقيق حول هذه القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي في الفترة الأخيرة، لأنه قرار مهما تكلمنا عليه ومهما وصفناه الكل عارف والعالم كله تكلم عليه أنه قرار كارثي لا يمت للرياضة بأي صلة، ولا يعني ليه علاقه بمبدا تكافؤ الفرص او مبدا الفير بلاي، المبدا اللي دايما الاتحاد الدولي بيحطه كعنوان اساسي ورئيسي في مباريات كره القدم في الفتره الاخيره. الفكره مش استضافه مركب محمد الخامس، على فكره اقامه المباريات في المغرب بتسعد جدا الاهلاويه وجمهور الاهلي وفريق النادي الاهلي، لان الاهلي سبق ليه في فترات عديده الفوز بالبطوله العربيه في المغرب، الفوز بالنخبه العربيه في المغرب، الفوز على الرجاء، الفوز على الوداد. انا حضرت مناسبات عديده الاهلي رجع فيها بمكاسب سواء على الوداد او الرجاء في ملعب مولاي عبد الله في الرباط او حتى في مركب محمد الخامس في كازابلانكا، واخيرا كلنا عارفين من حوالي شهر التاهل على حساب الرجاء المغربي في مركب محمد الخامس امام 60,000 متفرج. اذا مش هي دي المشكله، كلنا عارفين ان المشكله ان القرار اللي تم اتخاذه كان في توقيت غير مناسب، والطريقه التي اعلن بها القرار لكل وسائل الاعلام طريقه ليس فيها أي شيء من الصحة أو الواقع، وده تابعناه في الفترة الأخيرة لما خرج رئيس الاتحاد المغربي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وفي الكاف وقال إن إسناد الملف للمغرب كان عن طريق التصويت أو الطريق الديمقراطي، ولكن البيان الرسمي للكاف أعلن إنه جاء إسناد التنظيم للمغرب بعد انسحاب السنغال. وبالتالي التضارب الموجود سواء في التصريحات الرسمية أو في البيانات الرسمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القرار في حد ذاته قرار معيب وقرار فيه تفاصيل غير حقيقية، وقرار في نفس الوقت يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتأكيد بيدي أفضلية لفريق الوداد المغربي. قبل ما أدخل في التفاصيل الفنية واللي النهاردة هينورني فيها اتنين من نجوم الكرة المصرية ونجوم النادي الأهلي، الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، وهنتكلم معهم باستفاضة بالتأكيد في التغطية الخاصة عن أمور عديدة، هنتكلم عن الجوانب الفنية للأهلي والجوانب الفنية للوداد، هنتكلم عن الأطقم التحكيمية، هنتكلم عن موضوع التذاكر، هنتكلم عن التنظيم وإسناد التنظيم للمغرب يوم 9/5 بعد تحديد أطراف المربع الذهبي وإقامة أيضا كمان عدد من أو مباريات الذهاب في الدور قبل النهائي ومعرفة أطراف النهائي بنسبة 90%، كل ده هنتكلم عليه.
لكن عايز اتكلم على نقطه تانية. رغم المشكله اللي تسبب فيها الاتحاد الافريقي، ولكن العلاقات ما بين مصر والمغرب علاقات جيده، وده مش كلام ممكن هنقوله عشان احنا هنا في قناه الاهلي وحريصين على العلاقات ما بيننا وما بين الاشقاء في المغرب، لا ده امر واقع وملموس. والناس تقول لي طب على اي اساس ممكن تقول الكلام ده في الفتره الاخيره في ظل مثلا حاله الشحن الاعلامي ما بين الطرفين؟ حاله الشحن الاعلامي ده موجوده في جميع وسائل الاعلام العالميه، المهم ان هي ما تخرجش عن النص. لكن الثوابت الاساسيه اللي عايز اكد عليها، لا بتربط العلاقات المصريه المغربيه روابط صداقه وروابط قويه جدا ما بين الشعبين وعلى المستوى المسؤولين. ليه باكد على ده؟ لان السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب امبارح اعلن عدد من الامور والتفاصيل المهمه جدا المتعلقه بسفر جمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري الى كازابلانكا لحضور المباراه النهائيه وتشجيع الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. المدلولات اللي اتقالت في التصريحات الخاصه بمعالي السفير سفير مصر بالمغرب كانت ايه؟ ابرزها ان التاشيره هيتم منحها للجمهور فور الوصول لمطار كازابلانكا، وبالتالي الاجراءات اللي احنا متعودين عليها في التاشيرات خلال الفترات الاخيره اختلفت تماما عن المرحله القادمه، وده يرجع للعلاقات القويه ما بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه المغربيه الشقيقه، وده حدث دون تدخل اطلاقا من الاتحاد الافريقي اللي هو سبب الازمه، اللي هو كان المفروض يحل الازمه، لكن العلاقات القويه ما بين مصر والمغرب هي اللي ساهمت في حل مساله التاشيرات ووجود مسانده للجمهور اللي هياتي الى المغرب لتشجيع الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وده شيء ايجابي كان لازم اتكلم فيه وابرزه في هذه اللحظات قبل تحرك الفريق الى المغرب. طيب في نفس الاطار فريق النادي الاهلي خلاص النهارده بدا العد التنازلي والاستعداد لنهائي دوري ابطال افريقيا، والنهارده كان في تدريب يعني بدا منذ حوالي ساعه ساعه ونص، وبعد لحظات قليله الفريق هيتحرك الى مطار القاهره الدولي عشان يستقل الرحله الخاصه والطائره الخاصه الى كازابلانكا للاستعداد بدءا من الغد في المغرب لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. كل التفاصيل الخاصه بالرحله وكل التفاصيل الخاصه بمران اليوم نسمعها بالتاكيد ونشوفها من زميلنا كريم احمد اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره وفي المقر الرئيسي بالجزيره، ونعرف منه كل التفاصيل والاجواء عن فريق النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. عايز اطمن منك بقى على استعدادات الاهلي للمباراه النهارده. بالتاكيد تمرين كان صباحي استعدادا للسفر الى المغرب، الفريق بالتاكيد هيوصل النهارده حوالي الساعه 10 بالليل، مش هيكون في مران، فبكره هيكون بدايه التدريبات في المغرب. لكن النهارده المران كان اخباره ايه؟ ابرز اللاعبين اللي موجودين في القائمه اللي ممكن يعلنها موسيماني خلال لحظات اعتقد قبل السفر، والاجواء عندك من ملعب التتش بالجزيره؟ يعني في البدايه طبعا محمد نقدر نقول خطوه مهمه جدا واخيره ان شاء الله في رحله الدفاع على لقب للموسم الثالث على التوالي، في انجاز ان شاء الله يكون غير مسبوق كعاده لاعبي النادي الاهلي، ينسب للجميع الحقيقه ان شاء الله هذا الانجاز اللي بنتمنى ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. تحضيرات على اعلى مستوى كالعاده من البدايه ومن الايام الاخيره الكل محمد طبعا هدفه هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، مجهود كبير بيبذل من مجلس الاداره من اللاعبين من الجهاز الفني من الطاقم الاداري، الكل بيحاول يوفر مناخ اكثر من رائع لكل اللاعبين. ان شاء الله باذن الله يكون تركيزنا فقط لغير في 90 دقيقة يا رب ان شاء الله باذن الله ناملها تكون من نصيب النادي الاهلي. مباراة ال 90 دقيقة بتكون مختلفة بشكل كبير جدا. كابتن اكرم توفيق طبعا يمكن كان معانا حقيقي طبعا، اقول له اكرم يا رب ان شاء الله يعود من جديد. النهارده عايز اطمنك يا محمد بقى على المران ونطمن كل جمهورنا حالة اللاعبين مدى التركيز بيتسو موسيماني ومدى تحضيره لهذه المباراة الهامة والمنتظرة لكل جمهور النادي الاهلي. بداية النهارده كان التدريب 12 ونص ظهرا طبعا على ملعب مختار التتش اللي بدأ بمحاضرة كان محاضرة حماسية جدا الحقيقة من الجهاز الفني بالكامل، كابتن سامي قمصان كابتن سيد بيتسو موسيماني الكل اكد على اهميه هذه المباراه، رايحين بشخصيتنا رايحين بمجهودنا رايحين بكبرياء وشخصيه النادي الاهلي، وده الاهم مهما كانت الضغوطات ومهما كانت اي امور هتكون خارجه عن ال 90 دقيقه وعن المستطيل الاخضر، لابد يكون تركيزنا فقط لا غير في هذه المباراه، نفصل تماما، وده الوعي الكبير اللي بنأكد عليه في كل مره محمد. لعيبه النادي الاهلي لديها من الخبرات الكبيره بالجهاز الفني بمجلس الاداره ان تفصل لعبتها بشكل كبير جدا ويكون تركيزها فقط لا غير في تنفيذ التدريبات وتنفيذ المعلومات، وايضا كمان للاعبي النادي الاهلي. التدريب كان كله حماس كله جديه،
دعينا يا كابتن اكرم. كابتن اكرم الحقيقه يعني بيقول يا رب دعواتكم النهارده يا رب ان شاء الله باذن الله تكون الدعوات خالصه وواصله ان شاء الله لكل اللعيبه مع جمهورنا العزيز جمهور النادي الاهلي اللي يا رب يكون ليه دور كبير كعادته النهارده ان شاء الله باذن الله في تواجده في مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه النهائي امام الاهلي والوداد المغربي. الحقيقه كمان يا محمد عايز اطمنك بشكل عام على الحاله المعنويه ومدى تركيز اللاعبين النهارده. كان الجديه واضحه جدا، الكل بياكد على المباراه، الكل بيقول يا رب افريقيا يا رب افريقيا، الكل شايف ان البطوله مهمه جدا في هذا التوقيت والمجهود لابد يكون اكثر من كده كمان والتضحيات تكون اكبر من كده. تدريب النهارده كان فيه جرعه تدريبيه بدنيه 15 دقيقه، لكن الجانب كان كله جانب خططي وجانب تكتيكي. النهارده شفت بيتسو موسيماني يعني بيقوم بدور في الفقره الفنيه وهو الفينش على المرمى. الراجل خصص 20 دقيقه على الفينش على المرمى، اي لعيب لازم يفنش ولازم يحرز هدف، ويمكن الامر ده مهم جدا لان انت هتروح هناك هتكمل مشوار طبعا التدريب بشكل ثاني وباسلوب اخر، لان انت عارف يا محمد هيكون في وسائل اعلام متواجده، الكل عايز يشوف النادي الاهلي، الكل عايز يشوف القائمه اللعيبه اللي هتشارك. لكن واضح الحاله اللي موجوده، يا رب ان شاء الله باذن الله تستمر هذه الحاله والجديه الكبيره جدا اللي شايفينها مع لعيبه النادي الاهلي مرورا بالايام ان شاء الله حتى مع موعد المباراه. طيب كريم، هل القائمه الرسميه اللي هيصطحبها الجهاز الفني لمباراه الوداد وهتكون مع الفريق النهارده في رحله الطيران الى المغرب، هل تم اعلانها بشكل رسمي ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل ممكن بيتسو موسيماني يصطحب كل اللاعبين سواء اللي ممكن ما يشاركوش حتى في المباراه ولسه مصابين في الفتره اللي جايه، ولا استراتيجيه الجهاز الفني ايه في قائمه الفريق اللي هتكون موجوده في هذه المباراه؟ يعني حتى هذه اللحظه محمد ما نقدرش نقول ان القائمه خرجت بشكل رسمي من الجهاز الفني. النقطه الاخرى من الوارد ومن الطبيعي الحقيقه يعني مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني في المباريات النهائيه بيجمع كل اللعيبه والكل بيكون متواجد في هذه المباراه، لكن مش قادرين نحسم هذا الامر حتى ان احنا نشوف الامور على ارض الواقع. احنا نقدر نقول قدامنا نص ساعه او اكثر ان شاء الله على ان يتوجه لعيبه النادي الاهلي الى الحافله الخاصه بيه ومنها ان شاء الله الى مطار القاهره. عايز اكد لك كمان على نقطه مهمه جدا، وهو انت عارف طبعا محمد رئيس البعثه هيكون الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي برفقه بقى عمرو فاروق طبعا نائب مجلس الاداره، الاستاذ المهندس مرتجي طبعا، وايضا كمان كابتن حسام غالي، الاستاذ طارق انديل، والدكتور محمد شوقي مجلس الاداره كعادته بروح الفانيله الحمراء. يا رب ان شاء الله باذن الله يتوج النادي الاهلي بهذه البطوله وكل الاوجاع دي يا محمد تكون في مصلحتنا ولكل حدث حديث ان شاء الله مع وصولنا للمغرب باذن الله. طيب لغايه ما يتم الاعلان عن القائمه بشكل رسمي النهارده من خلال متابعتك للمران، عايز اطمن على عدد من اللعيبه. انت عارف الناس كلها بتسال وعايزه تطمن عليهم، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، سلية، ديانج، حمدي فتحي، اتمرنوا النهارده مران جماعي ولا لسه في حد مش جاهز بالنسبه للفتره اللي جايه؟ الكل النهارده محمد شارك في الجرعه التدريبيه كامله اللي كانت فيها التحامات وكان فيها شوتنج، كان فيها كروسات، كان فيها امور نقدر نطمن بشكل كبير جدا على مدى جاهزيه اللاعبين اللي كان اكيد جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا بيحاول ان هو يطمن عليهم. كل اللعيبه النهارده شاركت بشكل كبير جدا في هذا التدريب القوي والجيد جدا للعيبه النادي الاهلي، وزي ما بناكد يا محمد في كل مره التضحيات مهمه جدا في هذا الامر وفي هذا التوقيت، وده اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي. الشناوي كمان بيأدي بكل جديه الحقيقه في التدريبات. الكل ان شاء الله باذن الله محمد يا رب يكون موفق في هذه المباراه الصعبه جدا على لاعبي على النادي الاهلي، لكن يا رب ان شاء الله بالمجهود وبالدعوات الكبيره من جمهورنا ودعواتك محمد ان شاء الله ودعوات كل محب للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون ال 11 في دولاب بطولات النادي الاهلي في انجاز غير مسبوق، يا رب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. حاجه ثانيه يا كريم، وبالتاكيد انت تابعت الزياره اللي تمت بالامس من محمود كهربا ومؤمن زكريا للفريق قبل السفر النهارده، اثر هذه الزياره على اللاعبين لو اتكلمت مع عدد من اللعيبه، خاصة كنت شايفك من شوية بتتكلم مع أكرم توفيق، بالتأكيد عندك انطباعات وردود أفعال على الزيارة اللي تمت بالأمس ما بين كهربا ومؤمن زكريا مع نجوم الفريق والجهاز الفني. لفتة رائعة جدا يا محمد طبعا، وده الدور الكبير اللي عارفينه على ولاد النادي الاهلي. يعني اللفتة دي كان لها مردود كبير وتحديدا مؤمن زكريا، يعني وجوده وترحيبه باللاعبين واللعيبه كلها تواجدت معاه، دعوته يا رب تكون ان شاء الله صادقه وواصله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان هو قال لهم يا رب ان شاء الله ترجعوا بافريقيا. ايضا كمان محمود الكهرباء وحبه وعشقه للنادي الاهلي ومساندته ومؤازرته لعيبه النادي الاهلي ده مش جديد، مردودها كبير جدا الحقيقه على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى اعضاء النادي الاهلي الحقيقه، لان القيمه كبيره جدا لهذه المباراه وقيمه النادي الاهلي اكبر كمان في هذا التوقيت. يمكن كمان عايز اقول لك على هامش المران يا محمد، كمان النهارده شفنا احمد ياسر ريان تواجد النهارده الحقيقه سريعا كده عدى على لعيبه النادي الاهلي حياهم سريعا، وايضا كمان تواجد مع بيتسو موسيماني في اقل من 5 دقائق. يعني المباراه مهمه وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، فالتواجد المهم مع لاعبين كبار بحجم هؤلاء اللاعبين ما بيكونوا متواجدين في رساله دعم ومسانده بدون اي شيء وتواجده بس بيكون مردوده كبير جدا، فيا رب ان شاء الله محمد الرساله دي تكون واصله بكل قوه لعيبه النادي الاهلي
مع الشخصيه ومع المعنويات الموجوده والرغبه المتواجده. يا رب ان شاء الله يا محمد تكون كل الامور دي من نصيب النادي الاهلي في مباراه الاهلي والوداد المغربي. طيب عارفين يا كريم ان بدري بنون اكيد بنسبه كبيره خارج القائمه اللي لسه قدامه مش اقل من شهر على الاستعداد للمباريات، لكن هل ممكن يجود مع البعثه ويسافر معاهم في الرحله ولا بدري هيكمل برنامجه هنا في القاهره؟ يعني من الوارد يا محمد ان بدر ممكن يكون متواجد يكمل البرنامج الخاص بيه، يعني مش عايز اجزم في هذا الامر، لكن من الواضح ان بدر متواجد في القاهره لاستكمال البرنامج الخاص بيه، يكسب وقت كبير جدا لان انت عارف محمد هنا هيكون في بعض الجلسات الاجهزه طبعا المتاحه العالميه هنا داخل النادي الاهلي هتساعده بشكل كبير جدا. هو يمكن تواجده مع الفريق طبعا دوره هيكون مهم جدا كدور معنوي وشخصيه وتدعيم للنادي الاهلي، لكن احنا محتاجين بدر بعد البطوله الافريقيه لان لسه عندنا مشوار طويل جدا خلال الايام القادمه. فيا رب ان شاء الله سواء تواجده او وجوده في القاهره روح حكومة مع فريق النادي الاهلي، ورب ان شاء الله لكل اللعيبه اللي تكون متواجده ان شاء الله باذن الله تكون دورها كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. طيب سؤال اخير يا كريم، متى يتحرك الفريق من المقر الرئيسي في الجزيره للتوجه الى المطار ومعاد الرحله تحديدا، معاد استقلال الرحله والاقلاع من مطار القاهره؟ يعني اقدر اقول لك محمد الميعاد المحدد هنا في النادي الاهلي من 3 ل 3:30 تحرك الفريق الى مطار القاهره، الطائره 6 الا ثلث، فاقدر اقول لك ان 3 ان شاء الله 3 عصرا تتوجه ببعثه النادي الاهلي الى مطار القاهره، يعني هو كان النادي الاهلي قبل اقلاع الطائره بساعتين كالمعتاد، فيمكن اقدر اقول لك 3 ان شاء الله يكون توجه اللاعبين، 6 الا ثلث تكون الطائره، الرحله تستغرق زي ما انت قلت توصل بتوقيت كازابلانكا العاشره مساء، يا رب ان شاء الله باذن الله المجهودات الكبيره اللي بتبذل تكلل بالنجاح لكل نجومنا ابطال افريقيا، عندكم مهمه جدا يا رب ان شاء الله ال11 نرفعها في كازابلانكا وتكون فرحه كبيره جدا لمئات الملايين من جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم انا بشكرك ودايما بنتفائل بيك لما بيكون في رحله وتغطيه خاصه لسفر الفريق، ويا رب باذن الله تكلل بالنجاح والعوده بالاميره السمراء ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي واللي كان حاضر النهارده المران الصباحي في ملعب مختار التتش بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات، وبالتاكيد قدر الامكان حاولنا نحط الجمهور في الصوره ويكون عارف كل الاحداث جوه فريق النادي الاهلي قبل السفر الى المغرب. طيب قبل ما استقبل كريم كنت بتكلم على العلاقات المصريه المغربيه، والعلاقات دي ساهمت بشكل كبير جدا في تذليل مساله التاشيره والعقبات اللي ممكن تواجهها في الحصول على التاشيره للسفر والحضور لتشجيع الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن كان لازم يعني اتكلم على الجزئيه دي والدور الكبير جدا للخارجيه المصريه والدور الكبير جدا لمعالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكه المغربيه، لان بالتاكيد العلاقات الطيبه ما بين الشعبين وبين الدولتين ده اللي ساهم في مساله انك لما تسافر تاخد التاشيره فور الوصول في مطار كازابلانكا، لكن الاتحاد الافريقي للاسف مش موجود، مش في الصوره، مش في الاحداث، رغم ان هو اللي بينظم الحدث وهو اللي اسند التنظيم لمركب محمد الخامس، كان يجب عليه اول ما يعلن هذه التفاصيل كان يحدد الحضور الجماهيري ونسبة الحضور الجماهيري للأهلي كام، للوداد كام، شركة الراعية الخاصة بالاتحاد الإفريقي نسبتها كام، وده بيبقى معروف أعتقد من أول دور المجموعات لأن هي شركة الراعية مسؤولة عن البطولة من أول دور المجموعات، لكن الاتحاد الإفريقي يعني حدث ولا حرج، لا أي بيانات رسمية ولا إعلانات رسمية ولا أي تفاصيل متعلقة بالمباراة، فبالتالي العلاقات ما بين مصر والمغرب ساهمت في مسألة الحصول على التأشيرة والتنسيق اللي تم على أعلى مستوى خلال الساعات الأخيرة، وده كمان هيساهم في كيفية الحصول على التذكرة مع التأشيرة فور الوصول إلى مطار كازابلانكا. طيب الجزء بقى المتعلق بالاتحاد الإفريقي، إحنا بنبص في اللوائح بنحاول نشوف لائحة المباراة النهائية أو اللائحة المنظمة ما بتقدرش تمسك حاجة رسمية على مسألة كل فريق بيشارك في الفاينل الحصة المخصصة ليه كام، يعني هو دايما كده تسأل أعضاء المكتب التنفيذي فيقولك الملعب متقسم 3 أتلات، يعني كل تلت لجهة معينة، تلت الجمهور الأهلي، تلت الجمهور الوداد، وتلت متعلق بالاتحاد الافريقي والشركه الراعيه. اوكي ماشي، تصريحات كويسه وكلام كويس، بس تيجي تبص في البيانات الرسميه مفيش بيان رسمي. تيجي تسال على الطريقه اللي هتطرح بيها تذاكر جمهور الاهلي بخلاف المجموعه اللي هتسافر للماتش يوم المباراه ما تعرفش، يعني في جمهور مصري مقيم في المغرب، في جمهور مصري جاي من تونس، جاي من الجزائر، جاي من الخليج، هياخد التذاكر ازاي؟ محدش اعلن حاجه لغايه اللحظه دي من الاتحاد الافريقي او حتى من اللجنه المنظمه المحليه. كل اللي تم الاتفاق عليه ان الجمهور الوداد المغربي هياخد التذاكر بتاعته من الموقع الرسمي والويب سايت للاتحاد المغربي، هيحجز التذاكر من موقع الاتحاد المغربي، مش هيحجز من شركه كذا ايفنت اللي كان بيحصل فيها في او بيحصل معاها في السنوات الاخيره او الماتشات الاخيره، لا المره دي الامر اتغير فهيحجزوا التذاكر من موقع الاتحاد المغربي. طب جمهور الاهلي اللي موجود في المغرب اللي جاي من اي دوله ثانيه بخلاف مصر ياخد التذاكر ازاي؟ محدش اعلن ولا حد حدد اصلا كمان النسبه كام لغايه اللحظه دي.
فأنا بجد سعيد جدا بالعلاقات القوية ما بين الدولتين، لكن حزين جدا على أن الاتحاد الإفريقي المنظم للمباراة رغم كل المساوئ اللي حصلت في هذا القرار، لكن لغاية اللحظة دي لسه الارتباك ولسه العشوائية واضحة بنسبة كبيرة في عدم إعلان أي تفاصيل متعلقة بهذه المباراة على الأقل في الجوانب التنظيمية. لأن على الأقل لو أنا مصفر رحلات بأيا كانت الأعداد، يعني 1000 2000 3000 5000 مشجع، أنا ممكن يجي لي 10000 مشجع من أنحاء العالم، بالتالي أنا محتاج 15000 تذكرة. إزاي هاخد ال 10000 تذكرة بالنسبة للأطراف التانية اللي جاية من أماكن تانية؟ أنت سهلت على الجمهور اللي جاي من القاهرة ومن خلال الرحلات اللي جاية من القاهرة، لكن جمهور الأهلي موجود في كل حتة، جمهور الأهلي موجود في كل مكان، جمهور الأهلي موجود في المغرب، موجود في تونس، موجود في الجزائر، موجود في الخليج، في الإمارات، في السعودية، في الكويت، عايز يحضر الماتش ياخد التذاكر منين؟ النهارده بنتكلم الأربعاء، الماتش يوم الاثنين، بنتكلم في 5 أيام، يجب أن يتم إعلان رسمي النهارده كيف تحصل جماهير الأهلي على تذاكرها بخصوص مباراة النهائي بغض النظر عن الجمهور اللي جاي من القاهرة. ده وجب على الاتحاد الإفريقي أن يعلن ده، ووجب على الاتحاد الإفريقي أن يصدر بيان رسمي يحدد فيها الآليات الخاصة بالإجراءات التنظيمية للمباراة النهائية. قيل واتقال لنا من خلال بعض المصادر في الساعات الأخيرة هيتم التواصل مع الأهلي، رغم أن الأهلي على أكثر من أسبوع أصدر عدد من البيانات والطلب فيها تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بالحضور الجماهيري، واتكلم على الحضور الجماهيري إزاي هيتم الحصول على التذاكر وإزاي هيتم تحديد نسبة التذاكر في المباراة، وكل ده الاتحاد الإفريقي مش موجود وما بيتكلمش. وفي النهاية العلاقات القائمة بين مصر والمغرب ساهمت في مسألة التأشيرات وساهمت في إزاي هتقدر تاخد التذكرة أول ما توصل لمطار كازابلانكا يوم المباراة. طيب دي جزئية. الجزئية الثانية عايز أتكلم على الحظوظ. أنا من امبارح سامع تصريحات كتير جدا لوليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي، هو بيتكلم على إن الأهلي الاسم والشعبية والجماهيرية وصاحب الرصيد الأعلى من القيمة التسويقية والألقاب والبطولات القارية، كل ده كويس جدا، بس في نفس الوقت يا كابتن وليد انت حظوظك افضل، انت المباراه على ملعبك، انت اكتر من 60 70 80% من الحضور الجماهيري على ملعبك، انت الضغوط كلها عليك مش على الاهلي. الاهلي رايح الماتش اكنه متعادل في القاهره 0-0، فبالتالي مفيش اي ضغوط عليه، الضغوط كلها عندك انت، انت كل المنظومه ساعدتك عشان تلعب الفاينل على ارضك، كل المنظومه ساعدتك انك تلعب الفاينل على ارضك. فالجمهور موجود اكتر من 80% من ساحه الملعب، طبعا هيبقى واضحه جدا لجمهور الوداد. المباراة على أرضك، أنت تم توفير لك كل الإمكانيات وبتتدرب حاليا وعامل معسكر في مجمع محمد السادس في الرباط، فبالتالي المجمع ده خاص بالمنتخب المغربي، فكل التسهيلات، كل الإجراءات التنظيمية، الحضور الجماهيري، المباراة النهائية على ملعبك. أنت لو خسرت الماتش أو خسرت الكاس مش هيبقى عندك أي مبرر تقدر تقوله، فأنت اللي عليك المسؤولية، أنت محتاج تكسب عشان في النهاية الناس كلها اشتغلت على ان الفاينل يكون عندك عشان تكسب في التسعين دقيقة. لو ما كسبتش في التسعين دقيقة تبقى انت عندك المشكلة. لكن الاهلي بالعكس، الاهلي واجه ظروف صعبة جدا، والاهلي رايح المغرب وهو بيلعب ضد الارض والجمهور والقرارات اللي صدرت في الفترات الاخيرة، ما عندوش غير جمهور هيسافر قدر الامكان عشان يشجع فرقته و11 راجل في الملعب. ونتمنى ان يكون في تحكيم محايد في هذه المباراة، نتمنى. الاتحاد الافريقي حب يخرج من ازمه اختيار مركب محمد الخامس، فقال لك اجيب الحكم المصنف رقم 1 فيكتور جوميز، رغم ان في اعتراضات كتير في الساعات الاخيره، لكن هو حب يثبت ان هو قدر الامكان بيحاول يكون محايد، فاستعان بفيكتور جوميز. لكن في نفس الوقت على تقنيه الفار بمملكه سيما، بمملكه سيما كلنا عارفين كان في موقف حصل معاه في مباراه الزمالك ونهضه بركان، وده ممكن يكون ليه اثر سلبي عليه في المباراه القادمه، فبالتالي حتى العداله التحكيميه احنا بنتمناها، لكن مفيش حاجة مؤكدة، مفيش حاجة واضحة، فبالتالي كل الضغوط على الوداد، كل الضغوط على مدرب الوداد وليد الركراكي، لأن لو بلعبك في أرض محايدة أقول لك الحظوظ متساوية 50-50، لكن أنا بلعب على ملعبك وبلعب في وسط جمهورك وبلعب في وسط كل المسؤولين اللي موجودين اللي بيدعموا الوداد منذ أن خرج القرار بشكل رسمي يوم 9 مايو. في النهاية نتمنى بإذن الله أن تكون المباراة داخل الملعب ما تكونش فيها نفس التفاصيل والمشاكل اللي حدثت خارج الملعب، لأن الأهلي لو توفرت ليه كل الظروف والعدالة التحكيمية والإجراءات التنظيمية اللي بتخرج بدون أي مشاكل، الأهلي هيكسب وهيرجع بالكاس وهيفرح جمهوره، والأهلي دايما قادر على التحدي في جميع المواجهات. حصل ده في 82، حصل ده في 2006 في رادس أمام الصفاقسي، حصل ده 2008 في الكاميرون في جروة معقل رئيس نادي أو معقل رئيس الاتحاد الإفريقي القطن الكاميروني،
فبالتالي فاز كمان على الترجي التونسي في 2012 في رادس، وفي 2020 على كايزر تشيفز. خمس بطولات افريقيه من 10 القاب الاهلي فاز بيهم خارج مصر. الحاجه الاخيره، البعض بيقول لك الاهلي معظم بطولاته كانت في عهد عيسى حياته. الاهلي لما فاز بدوري ابطال افريقيا 2008 في جروه في الكاميرون كان في عهد عيسى حياته، والحكم اللي ادار المباراه جمال حيمودي استعينوا بيه واسالوه انت ليه ما حكمتش اي مباراه ثانيه بعد 2008؟ لو عرفت الاجابه من الكابتن جمال حيمودي هتعرف النادي الاهلي فاز بالبطولات ازاي، وهل كان وجود الاتحاد الافريقي في عهد عيسى حياته كان ليه دور ولا ملوش دور. هتعرف الاجابه وهتعرف ان الاهلي فاز ببطولاته كلها بالعرق والمجهود، ومنع من القاب عديده كان ممكن يوصل للقب 14 و15 بفعل فاعل، وابرزها واقربها عبد الرحيم العرجون في 2007 نهائي دوري ابطال افريقيا في استاد القاهره امام النجم الساحلي. التاريخ موجود، بس اللي عايز يقرا ويفهم ويستوعب وما يشتكيش كتير. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل استقبل اثنين من نجوم الاستوديو التحليلي ونجوم النادي الاهلي، الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، وهنتكلم على كل التفاصيل المتعلقه بنهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد المغربي. وبقول الاهلي الاول لان الاهلي هو صاحب المباراه ولا يرتدي الزي الاساسي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين معاكم في التغطيه الخاصه بسفر فريق النادي الاهلي الى المغرب استعدادا لمواجهه الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا على مركب محمد الخامس. هذا الملعب اللي تم اسناد ليه تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا بقرار من الاتحاد الافريقي كما اعلن للجميع يوم 9 مايو في الشهر الجاري. لكن في بدايه التغطيه الخاصه وفي بدايه هذه الفقره التحليليه هنتناول بالتاكيد الحديث عن موضوعات عديده، الموضوعات الفنيه الخاصه بفريقي الاهلي والوداد، هنتكلم على القرار اللي خده الاتحاد الافريقي، هنتكلم عن الاطقم التحكيميه، التسهيلات اللي تم تقديمها للجمهور اللي هيسافر، التذاكر، وبالتاكيد لسه عندنا يمكن تفاصيل مهمه في هذا الشان، وعندنا بيان كمان هنقوله. ولكن ارحب في البدايه بضيوفي في هذه الفقره، كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر ونجم النادي الاهلي اللي بسعد دايما بوجودي معاه، منورنا ومشرفنا في هذه الحلقه. كابتن شريف منور الدنيا واهلا بيك. اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك. طيب ومعانا كمان الكابتن محمد حشيش احد نجوم النادي الاهلي واللي كان ليه صولات وجولات برضه مع الاهلي في المباريات الافريقيه والعربيه، وشارك في عديد من المباريات مع الفرق المغربيه ايام ما كان حتى في فريق كبير كان اسمه الاولمبيك البيضاوي وكذا فرقه بالتاكيد هنتكلم معاه فيها. كابتن محمد حشيش منور الدنيا ومشرفنا، وبسعد بالتاكيد بوجودي معاك برضه. حبيبي يا حميد ازيك، اخبارك؟ اهلا بيك. كله تمام؟ الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. طيب قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه ونتكلم على الامور المتعلقه بالجوانب التنظيميه، يمكن الاتحاد المغربي اعلن منذ لحظات قليله بيان خاص بعمليه بيع التذاكر لمباراه الوداد المغربي والاهلي وانطلاق بيع التذاكر. الجامعه الملكيه المغربيه يعني بترسل رساله لكافه الجماهير وبتعلمهم انه بين اتفاق بين اللجنه المنظمه المحليه للمباراه التي ستجمع الوداد والاهلي والكونفدراليه الافريقيه اللي هو الاتحاد الافريقي لكره القدم، فان عمليه بيع التذاكر هذه المباراه ستنطلق ابتداء من يوم غد الخميس 26 مايو عبر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي، ويمكن سحب التذاكر من خلال هذا الموقع بدءا من الغد، ولتسهيل مأموريه الجماهير المصريه التي ستاتي الى مطار محمد الخامس في مدينه الدار البيضاء لمتابعه اللقاء، فإن اللجنة المنظمة للمباراة اللجنة المحلية بالاتفاق مع الكاف حددت أن هيكون في مكتب بالمطار لاستخلاص التأشيرة وتذكرة المباراة، وفيما يلي الشبابيك التي تم تخصيصها لسحب التذاكر التي سيتم تسجيلها عبر الإنترنت. مدينة الدار البيضاء، مركب بين جلون، ملعب الأب جيكو، مركب النجم الرياضي البيضاوي، مركب الصخور السوداء. وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي: الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 2 الظهر حتى الساعة 8 مساء. وحددت اللجنة المنظمة المحلية وهي لجنة منبثقة من الاتحاد المغربي سعر التذاكر، هيكون هناك درجتين فقط لتذاكر المباراة، الدرجة الثانية 50 درهم والدرجة الأولى 100 درهم. ملحوظة: ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف، يعني وانت بتستلم التذكرة بتاعتك لازم يكون معاك بطاقة الهوية اللي هو البطاقة، لو انت مقيم في المغرب او انت مواطن مغربي بتقدم بطاقة الهوية، او لو انت مصري بيكون معاك جواز السفر عشان تستلم بيه التذكرة. كمان ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع، يعني هيكون معاك إيصال لو انت حجزت التذكرة عبر الإنترنت بتقدمها في المكان اللي هتاخد منه تذكرة، فبالتالي بتقدم الإيصال وبتقدم معاه كمان بطاقة الهوية. إذا ده بيان رسمي من اللجنة المنظمة المحلية، وهذا البيان جاء بعد الاجتماع الذي عقد بالأمس ما بين اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الإفريقي لترتيب كل الإجراءات. ولكن قبل ما أسأل ضيوفي في هذه الفقرة كده، التفاصيل المتعلقة بالتذاكر جانبين، في جانب عبر الإنترنت من خلال موقع الاتحاد المغربي، وفي جانب في المطار محمد الخامس في الدار البيضاء أول ما الجمهور يصل إلى مطار كازابلانكا. طيب الجمهور المصري اللي مقيم في المغرب هل هيدخل على الويب سايت يحجز تذاكر؟ طب هل التذاكر اللي هيتم اقتنائها من الموقع الاتحاد المغربي محدده ده للجمهور المصري او الجمهور الاهلي وده الجمهور الوداد؟ دي ما حدش لغايه اللحظه دي جاوب عليها، فبالتالي ما فيش رقم محدد وسعه محدده لكلا الطرفين. كده واضح من البيان ده ان ما فيش ارقام محدده لكلا الطرفين سواء للاهلي او حتى للوداد. هل التذاكر كلها مطروحه عبر الموقع الالكتروني؟ برده ده مش واضح في البيان. كل اللي واضح ان الجمهور المصري اللي هيجي من الرحلات المخصصه يوم المباراه هياخد تذكرته مع التاشيره فور الوصول في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء. ده تفاصيل والبيان المعلن بشكل رسمي من الاتحاد المغربي، ويمكن لسه واصل لي حالا منذ لحظات ما بين يعني من خلال المتحدث الاعلامي الاستاذ محمد مكروف بعت لي البيان الرسمي منذ لحظات، وده الموقف الرسمي للجنه المنظمه المحليه. طيب ابدا معاك كابتن شريف، وعندنا تفاصيل كتير، لكن ابدا معاك في مساله التذاكر.
والموقف الرسمي المعلن دلوقتي بخصوص التذاكر. تعليقك وأجواء هذه المباراة من وجهة نظرك. بص يا محمد، هقول لك على حاجة. مش هنقف عند موضوع التذاكر بس، يعني عند حاجات كتير قوي بالنسبة لشكل الملعب هيبقى موجود ازاي يوم المباراة. هل حددوا لجماهير النادي الاهلي المكان المخصص ليهم؟ فلابد ان يحددوا، خدت بالك، كم عدد التذاكر؟ هل هو بالتساوي مع فريق الوداد؟ هل انت ليك نص الملعب وهم ليهم نص الملعب؟ لم يعلن اي شيء، لم يعلن اي شيء، ودي زيها زي كل شيء حصل في تحديد هويه الملعب. انت بعلاقاتك الطيبه من الخارجيه المصريه والخارجيه المغربيه، البلدين مشكورين في التعامل الودي الجميل بينهم طول عمرنا كده مع المغرب وسكان العرب، فقدرت تتوصل ان الحاله اللي هي المتفرج اللي رايح للمباراه وبيتحمل نفقاته وبيتحمل كل حاجه مع النادي، كمان بيتحمل كل اشياء عشان يكون جنب النادي بتاعه، مفيش اي هويه ليهم دول، ما حدش اتكلم غير الخارجيه هي اللي اتكلمت حقيقي، هي اللي عملت كل حاجه، يعني الكاف ده ملوش دعوه باي حاجه خالص خالص، انت كنت نوهت عنها في الانترو، ما حدش ليه دعوه باي حاجه، انت مجهود فردي، ان شاء الله تروح بمركب بقى، تروح بثلاث ايام سفر، ما بيحددولكش اي حاجه، انت تتصرف. والحاجات دي بقى بصراحه انا بحبها، يعني صعوبات. الحاجات الصعوبات اللي هي بتيجي عليك دي في كل حاجه، اكيد السما مش هت بخلالك تحدي، بخلالك تحدي وبخلالك كل حاجه، والسما كمان مش هترضى عنك قوي، يعني طول ما انت بتستفز كل سنه هيطلع لك مره كايزر شيفز يطلعك بره، انت الماتش اللي فات ده كنت ممكن تبقى في مشكله جامده قوي لو توفق بترو اتلتيكو في كورتين ثلاثه. الحكايه 90 دقيقه في الملعب، كل اللي بيحصل حوالين الملعب نستحضر الصفاقسي، نستحضر ترجي القطن الكاميروني، ترجي بنتعادل 2-2 هنا ونكسب هناك، 1-1 هنا ونكسب هناك. الحكايه مش حكايه التذاكر او الحكايه انت بتخصص لي او ده حق مشروع بتاعك، حق مشروع. لكن كابتن محمد حشيش، ما فيش حاجه رسمية اتقالت لغايه دلوقتي، يعني حتى البيان اللي احنا يعني مستنيينه من امبارح، يمكن انا امبارح في تفاصيل جات لي من الاجتماع وفي تفاصيل اعلناها امبارح وقريبه جدا من الكلام اللي اتقال فعلا، ان التذكره هتاخدها مع التاشيره، وان الامور دي هيتم تسهيلها في المطار، وان تذاكر الوداد هيتم طرحها عبر موقع الجامعه الملكيه او الاتحاد المغربي، كل ده كلام متفقين عليه. لكن كنا مستنيين البيان الرسمي عشان نعرف الساعه الرسميه لكل واحد قد ايه، ما اتقالتش. الجمهور المصري اللي قاعد في المغرب ياخد التذاكر ازاي، ما اتقالتش. بص يا ابو حميد، يعني الكلام ده كله مش مستغرب ليه، لان هو سيناريو موجود من البدايه خالص، متفق عليه السيناريو ده عشان يبقى المباراه دي الافضليه ملعب وجمهور للوداد. فمش هيجي يساعدك على الاخر بقى ويحاول ان هو يخلي جمهور النادي الاهلي قريب من الجمهور الثاني، بحيث ان العمليه او بحيث ان الوداد يفقد الافضليه اللي احنا قلنا عليها بتاعه الملعب والجمهور اللي هو بني عليه السيناريو الكامل ده، فبالتالي لغايه اخر لحظه مش هيعمل حاجه. كلها محاولات اللي انا شايفها من ناحيه النادي الاهلي. اعتقد ان كمان السفاره المصريه هناك لها دور كبير قوي بالنسبه للمقيمين بقى هناك، عشان هي اللي بترعى الناس دي هناك، وانا بقول لك ان في جمهور كبير مصري موجود في المغرب شغالين ومقيمين وقاعدين هناك. بس السفاره في نفس الوقت يا كابتن حشيش برضو، انا امبارح سمعت معالي السفير ياسر عثمان لما سالوه على موضوع التذاكر وكلامه صح فعلا، هو يقدر يتكلم في التأشيرات، يقدر يتكلم في التسهيلات، لكن التذاكر ده امر رياضي المفروض الاتحاد الافريقي هو اللي يحله المفروض. يعني انت حتى لو جت سفاره كلمه الكاف، انت هتشتري من الاتحاد الافريقي ولا هتشتري من المغرب؟ برضو هو واضح ان يعني هو مين مسؤول عن توزيع التذاكر؟ اعتقد ان المسؤول عن التذاكر هو الاتحاد الافريقي اللي مسؤول عن التذاكر، بس هو بالبيان اللي طلع ده اللجنه المنظمه المحليه في المغرب. طيب، ما انا عشان كده بقول لك ان ممكن طبعا النادي الاهلي، لان في ناس راحت طبعا من قبل الباسه ما تروح بالظبط، مع السفاره يقدر بطريقه او اخرى ان هو ينسق على الحته دي، حتى ممكن يشتري التذاكر، واللي عايز يشتري من المقيمين بقى يشتري من الجانب بتاعنا، يعني نقدر بس يعني من بدري يحصل او نقدر نشتري اكبر عدد من التذاكر، لان انت كل تاخير ممكن يدي، لان لو مش محسومه الطريقه او الاعداد
ممكن تلاقي الناس هناك محسومه. ما هي مش محسومه. طيب. انت عارف هتعمل زي ايه؟ هو انت ما جيتش قلت ايه تذاكر الماتش اهو قبل الماتش ما يتعمل. ما لناش دعوه مين اللي هيلعب مين. يعني احنا في اي حته في العالم بتقولك نهائي كاس اوروبا في روسيا بس التذاكر اتباعت خلاص على الموقع من 80 سنه من قبل قبل الحكايه دي. ما نعرف مين اللي هيوصل الفاينل. انت النهارده لسه بتطرح الكلام ده قبلها باربع ايام. ايوه. فهتيجي تقول خلاص التذاكر خلصت. كمان مش واضح لما تقرا البيان وتبص في تفاصيله. التذاكر هتطرح عبر موقع الاتحاد المغربي. طب هي التذاكر المطروحه عبر الموقع قد ايه بالظبط؟ هل على دفعات؟ هل ال 40% او مثلا الخاصه بالوداد بس، ولا 40,000 متفرج التذاكر بتاعتهم مطروحه عبر موقع الوداد؟ يعني موقع الاتحاد المغربي مش مديك رقم تقدر تستند عليه. هو زي ما بقول لك هي التذاكر مطروحه بالتساوي ولا لا؟ متسبب البلدي كده عايمه عشان تبقى لصالح الطرف الثاني، عشان زي ما بقول لك تكمله السيناريو ان يبقى في افضليه في الملعب والجمهور. لان الملعب ما هو ماشي الملعب، انما الافضليه فعلا اللي بتبقى موجوده واللي اهم لاي فرقه هي مش الملعب نفسه، انما هو الجمهور اللي بيشجع وبيساند وبيأزر. فهي دي متسابه للطرف الثاني انه يجمع واضح اكثر عدد من التذاكر، بحيث انه يقف يجي يقول لك الناس اللي جايه دي بقى خلاص. ما هو عامل حساب كده في حوالي 2000 واحد هيجي يشجعه من التذاكر اللي هيتم طرحها في المطار مع التأشيرة. انا موافق. حدد لي 2000 تذكرة، خدت بالك؟ ما حدش يجي جنبهم غير بعثة النادي الاهلي. اذا كان من الطيارات اللي جاية او المسؤول في النادي الاهلي هو المسؤول عن ال 2000 تذكرة دول. ما قالوش اي حاجة. على الاقل خصص لي 3000. الملعب فيه كام؟ 40,000. خصص لي 5000. من انا ليا ال 20,000 بتوعي. انا المسؤول عنهم وانا اللي عايز. مش مديك مساحه انك تسال على الحصه المخصصه ليك. صحيح. ولا تسال على، طب بلاش الحصه المخصصه، طب الجمهور المصري اللي مقيم في المغرب هو مش هياخدها من المطار. هو خلاص اللي هياخد التذكره في المطار ده اللي جاي مع التاشيره. لانه مغربي يحجز زي. طب وانا اضمن منين ادخل على السيستم الالكتروني واعرف احجز؟ انا ايه اللي يضمن لي؟ ما انت لازم تعمل سعه محدده لطرف والساعة محددة لطرف تاني يحجز من مكان تاني. صحيح. عشان اضمن ان هنا في عدالة. يحجز على المكان المخصص ليه اللي بتاع النادي الاهلي اللي هو المصري. ما هو ما قالوش لازم دي تتعمل. ما قالوش حتى الاستاد هيتقسم ازاي بالظبط. ما هو لو وضح لك ان مثلا الدرجة يعني التالتة يعني شمال يمين ما قالش كذا مقسومة. ده على فكرة ده هو توضيحا لفكرة الدرجات. ده هو قال لك درجتين بس، درجة تانية ودرجة تالتة. تانية لمين بقى؟ تالتة لمين؟ ما تعرفش. ده هيجي قبلها في تحت الساعة مثلا سايبين لك حتة كده مثلا بس هيجي في 48 ساعة في الاجتماع اللي هو بيبقى قبل المباراة يقول لك هيتخصص لجماهير النادي الأهلي سين ورا الجول حتة طبعا أولى شمال حاجات كده هتبقى بعيد طبعا عن المدرجات. عارف يا كابتن شريف يا كابتن حشيش بالكلام الرسمي اللي طلع ده معناه إيه؟ أنا رايح ألعب مباراة إياب لنهاية دوري ابطال افريقيا. أيوه. مش مباراه فاصله او مش مباراه نهائيه واحده. مفيش تكافؤ فرص خالص. ده كده انا رايح العب مباراه الاياب. أيوه. بمعنى لو يا ريتوا كانوا خلوها بمعنى يعني ايه؟ امال ليه خلوها مباراه واحده؟ ما بمعنى ايه؟ معنى ان هي مباراه اياب يعني ايه؟ يعني انا رايح ضيف ليا الالفا والالفين بالزبط. مش اكتر من كده. طبعا ده المعنى اللي واضح. انت مش رايح شريك بالنص في كل حاجه. انت مش شريك خالص. انت من 3 سنين والوضع ده بيتحضر له من الكاف من ساعه مباراه الترجي. صحيح. كلنا عارفين، ولكن الظروف شاءت ان انت تخرجهم السنه اللي قبلها، اللي بعدها على طول انت خرجتهم، اللي بعدها خرجتهم كايزر شيفز، وكل ماتش وكل سنه هيبقى في المغرب. ده إيه؟ قرار غريب من الاتحاد. زي ما بقول لك يا ابو حميد هم متاكدين وعارفين الكلام اللي انا بقوله ان في جمهور مصري موجود مقيم في المغرب، فهم بيلعبوا على الحته دي. لان احنا زي ما قلنا الناس اللي مسافره من هنا خلاص هو هياخد التاشيره ومعاه التذكره بتاعته. حته بقى يقعد فين دي بقى هتبان بعد كده. ما حدش عارف بعد كده. النهارده الاربعاء يعني التذاكر هتطرح من بكره. مش هتبان الا هو راح الاستاد بقى. يعني انت فاهم ازاي؟ يقول لك انتوا البوابه دي مثلا مخصصه للجمهور النادي الاهلي، انما هو عايز يحرمك من الجزء اللي موجود هناك اللي انا بقول لك ان هو مش قليل الجمهور المصري اللي موجود هناك. طب على راي محمد هو مش واحد مسؤول من الكاف عنده حته التذاكر دي؟ هو اللي بيخصص النادي الاهلي للنادي الاهلي حصته ونادي الوداد. سيبك بقى من قصه مصر والمغرب، احنا هنتكلم نادي الوداد ونادي الاهلي دلوقتي. بنتكلم على المستوى الرياضي. على المستوى ده ليه حصه ونادي الاهلي ليه طبعا حصة. في الاجتماع مع اداره النادي الاهلي، اجتماع مع اداره النادي ده بياخد حصته، وده مسؤول النادي الاهلي بيعرف
ما هم ما عملوش ازاي هيحصل على ما عملوش ده هيحصل على ده وده ده اللي لازم يبقى موجود دلوقتي. هم عدوها دي كابتن شريف كابتن عدوها حشيش. لا في ظل وجود بقى كابتن سيد عبد الحفيظ هناك والناس دي لازم ما هو ده يكون بيتكلم بقى في الحته ده جانب فني بعيد تماما عن جانب التذاكر. جانب التذاكر هم عملوا ايه امبارح؟ عملوا اجتماع ما بين اللجنه المنظمه المحليه ودي لجنه منبثقه من الاتحاد المغربي، عملت اجتماع مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي فيه وفد سافر منه كان 3 افراد، المنسق الامني للماتش، مدير قسم المسابقات في الاتحاد الافريقي، المدير المالي للاتحاد الافريقي. دول قاعدين مع اللجنه المنظمه عشان يشوفوا الاجراءات الخاصه بالتنظيم والتذاكر. البيان اللي خرج ده خرج بناء على اجتماع امبارح، يعني البيان ده خرج بعد موافقه الاتحاد الافريقي عليه. ما فيهوش تحديد حصص للفريق او اي حاجه؟ لا لا ما هو البيان بص يا كابتن وليه ما فيش طرف مصري او طرف موجود؟ بص يا كابتن شريف البيان مكتوب في اوله ايه؟ يعني الجامعه الملكيه المغربيه توجه هذه التفاصيل او لعلم كافه الجماهير، بتقول لهم انه باتفاق ما بين اللجنه المنظمه للمباراه اللي بتجمع ما بين الوداد والاهلي مع الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، يعني بتجمع بين ما بين الوداد والاهلي. فين الاهلي؟ لا هو بيتكلم عن الماتش ما بين الوداد والاهلي كويس. لكن الاجتماع ما بين اللجنه المنظمه والاتحاد الافريقي يعني البيان ده صدر بعد الاجتماع اللي تم بالامس، يعني ده صدر بعلم الاتحاد الافريقي. فين بقى التذاكر المخصصه؟ مفيش. ما هو كان لازم محمد طرف مع اللجنه المنظمه، لان اللجنه المنظمه دي من المغرب هي الموكل اليها اداره الموضوع ده، فكان لازم يبقى في طرف، الطرف بتاع طرف المباراه الثاني لازم يكون حد موجود. ما محدش دعاه يعني، محدش بلغ، فاهم ازاي يعني؟ لازم دي كانت يعني تتحسب. حصل وانت ما تعرفش عنه حاجه؟ محدش بلغ ولا حد ده. احنا عرفنا، احنا عرفنا من مصادرنا، يعني احنا من مصادرنا عرفنا من الاتحاد الافريقي ان في وفد هيسافر وهيجتمع باللجنه المنظمه امبارح. لا حد وجه الدعوه للاهلي ولا حد وجه الدعوه حتى للوداد. ما انت هتقول لي ما حدش بلغ الاهلي، هيقول لك ما انا ما بلغتش الوداد. تمام. بس اللجنه المنظمه اللي موجوده دي لجنه من الاتحاد المغربي. طبعا. فبالتاكيد اكن الوداد ممثل موجود. هل اتحاد الكره المصري ما كانش له دور في الموضوع ده؟ ولا حد وجه له اي حاجه. كله الكاف. كله الاتحاد الافريقي. يعني انا هنا من خلال البيان اللي صدر ده بوجه سؤال، مش هقول للجنه المنظمه المحليه، هوجه سؤال للاتحاد الافريقي. الحصه المخصصه لجمهور النادي الاهلي، كيف يتم اقتناء هذه الحصه من عمليه بيع التذاكر عبر الانترنت؟ يعني هل الساعة المخصصة لمركب محمد الخامس نفترض 40,000 أو 45,000، هل هيتم طرحها بالكامل على موقع الاتحاد المغربي وبالتالي هنا اللي يقدر ياخد التذكرة سواء من جمهور الأهلي أو جمهور الوداد هو اللي يحضر الماتش؟ والنسبة اللي هتتحط في المطار دي قد إيه؟ ما على حسب العدد اللي جاي. وهنبعت العدد اللي جاي ده قبلها بكام يوم؟ قبل تحرك الطيارة. طيارتين مثلا، ثلاثة، كل طيارة هتسافر كل طيارة، أنت هتبعت له كشف بأسامي الناس اللي هتسافر عشان يحضر لها التذكره مع التاشيره. زي ما انا قلت لك هيحطوا لهم 2000 تذكره ستاند باي كده لجماهير النادي الاهلي، هم مش شايفين اكتر من كده. طب انا عايز اسال سؤال، الجمهور المصري في المغرب طيب ياخد التذاكر؟ عايز اسال سؤال، هيتعامل زي المغربيين؟ اللجنه المنظمه اللي هي في المغرب دي، هل في اي تدخل من الاتحاد المغربي في الموضوع ده؟ هي اللجنه دي منبثقه من الاتحاد المغربي. طيب ما انا عشان كده عايزين نوصل برضو ان طالما الاتحاد المغربي داخل في الموضوع، يبقى لازم الاتحاد المصري برضو من جانب النادي الاهلي لازم كل دور. هو الاتحاد المصري كان يجب عليه بما ان الاتحاد المغربي اسند ليه تنظيم المباراه، بس ان الاتحاد المصري يبعت للاتحاد المغربي، لان ما فيش نادي بيخاطب الاتحاد، الاتحادات بتخاطب بعضها. بالظبط كده. انا كنت متوقع وكنت اتمنى ان الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ جمال علام يبعت للاتحاد المغربي يقول له عايزين نعمل تنسيق ما بيننا بعيد عن الاتحاد الافريقي عشان نشوف ويناقش الكلام اللي احنا بنقوله. يعني التذاكر بتاع الناس اللي مسافره دي محسومه في المطار، طب الناس اللي موجوده هناك هتعملوا معاها ايه؟ يعني لازم اشوف يبقى في ايه كلام الاتحاد المصري. طالما ده مفيش حد كمان مسافر من الاتحاد المصري يحضر المباراه، محدش قال، محدش اعلم. يعني ما هو اكيد خطبوهم قالوا لهم احنا جايين نتفرج على الماتش. اكيد في دعوه الشباب والرياضه، اكيد في دعوه طبعا. وزير الشباب والرياضه طبعا يا جماعه، وزير الشباب والرياضه مش هيطلع يحضر ماتش زي ده، اكيد طيب. هيكون موجود هناك. احنا قدامنا على الشاشه اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم، دي كواليس تحرك الفريق واستعداد الفريق للتحرك الى مطار القاهره زي ما انتم يعني شايفينه على الشاشه. وكان معانا زميلنا كريم احمد من شويه وكان قال لنا يعني ان شاء الله قبل 3:30 هيكون ميعاد تحرك الفريق الى مطار القاهره الدولي. شفنا هو بيتسو موسيماني والكرات، على فكره دي الكرات اللي هيتلعب بيها مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، ودي بعض الكواليس الخاصه بالرحله واحنا لسه في البدايه، بدايه كواليس رحله الاهلي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع، لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا صور حصريه من تحرك الاهلي الى مطار القاهره، وعندنا كل الكواليس باذن الله فقط وحصريا على شاشه قناه الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في التغطيه الخاصه بسفر بعثه فريق النادي الاهلي الى المغرب.
استعدادا لمباراه نهائي افريقيا مع الوداد باذن الله يوم الاثنين القادم في نهائي دوري الابطال على مركب محمد الخامس. وزي ما شفتوا بالتاكيد كان جالنا بيان من الاتحاد المغربي بخصوص عمليه اقتناء التذاكر وطرح التذاكر خلال الساعات القادمه او ابتداء من الغد الخميس، وفي تفاصيل بالكتير يعني بالتاكيد زي ما انتم شايفين مش واضحه من خلال البيان بعد الاجتماع اللي تم بالامس ما بين وفد الاتحاد الافريقي مع اللجنه المنظمه المحليه، وهي لجنه منبثقه من الاتحاد المغربي لاجراءات التنظيم الخاصه بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد لسه في تفاصيل ثانيه وفي امور بالتاكيد محتاجين نطمن عليها من خلال النادي الاهلي وقبل سفر البعثه بساعات قليله جدا. لذلك ارحب في هذه اللحظات بالاستاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم. استاذ عمرو مساء الخير على حضرتك وتحياتي ليك وتحيات الكابتن شريف عبد المنعم ومحمد حشيش لحضرتك. مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي لجمهور النادي الاهلي العظيم والجمهور مصر كله. اهلا بحضرتك. تحياتي الخاصه للكابتن حشيش والكابتن شريف، كان زميل ايضا في قناه اوروبا. اهلا بحضرتك استاذ عمرو. طيب محتاجين نعرف من حضرتك اخر الترتيبات واخر المستجدات الخاصه بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، واكيد في استفسارات عديده وكثيره بخصوص هذه المباراه. يعني هو ان شاء الله زي ما حضرتك عارف احنا كنا بنحاول نتواصل مع الاخوه في المغرب وايضا مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، كنا بنحاول نتواصل مع الاثنين عشان الترتيبات، لان احنا زي ما انت عارف كل اللي يصلنا دلوقتي على المباراه حوالي 6 ايام ورتلناهم، لان كان في بيانات كتير خرجت في الفتره اللي فاتت عن ان في تنسيق، لكن على ارض الواقع ما كناش تلقينا اي حاجه بخصوص عمليه دخول المباراه، مخطط لجماهير النادي الاهلي، التنسيق بالنسبه للامور اللوجستيه، الخطه الامنيه للمباراه، التحركات بتاع الفريق الاول. يعني انت عارف استعدادا لاي مباراه بالحجم ده المفترض ان في مانيوال كامل او كتيب كامل انت بتبعته للفرق المشاركه تشرح لهم ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم في الامور اللي زي دي، زي بالظبط لما حضرتك بتستضيف بطوله كاس افريقيا او البطولات المجمعه. لكن اعتقد هو الوضع يمكن جه مفاجئ شويه بالنسبه للاخوه في الاتحاد الافريقي المره دي، لان المباراه لاول مره على مدار الثلاث سنين من قرار اللعب في ارض محايده اللي خده الاتحاد الافريقي من خلال مكتبه التنفيذي، لاول مره هتقام قدام حضور جماهير. احنا قبل سنتين لعبنا مع الزمالك مباراه بدون جمهور، السنه الماضيه لعبنا مع كايزر شيفز في المغرب في حضور محدود جدا وبرده كان بدون جمهور نظرا لظروف الكورونا، والاول مره السنه دي المباراه هتقام بجمهور، فتقريبا هم ما كانوش جاهزين للموقف ده. فاحنا خدنا المبادره بعد التواصل مع جميع الشركاء داخل النادي وداخل مؤسسه النادي الاهلي، وبعد التواصل ايضا مع المستشارين القانونيين هنا، وبدانا يعني نطالب الاتحاد الافريقي بوضع ضوابط الخاصه بالمباراه. والنهارده يمكن جالنا اول رد رسمي فيما يخص هذه المباراه من خلال السكرتير عند الاتحاد اللي اعلن من خلاله ان هيبقى في 45,000 تذكره للمباراه، منهم 10,000 تذكره لكل فريق و 5,000 تذكره ل رعاة خاصين بالاتحاد الافريقي والشركاء بتوع الاتحاد الافريقي لكره القدم، و 20,000 تذكره للبابليك فان او للجمهور العام. يعني مش عارف صراحه البابليك فان ده ينطبق على مين بالضبط في المغرب، لكن هي معايير اوروبيه ماشي. يعني على الاقل عملنا خطوه ان عرفنا اخيرا يعني وقبل 5 ايام من المباراه وضعنا ايه بالنسبه للحضور الجماهيري. بنعتذر طبعا لجمهور النادي الاهلي، لكن فعلا دي حاجه خارج ايدينا، احنا كنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر افضل الظروف عشان نعرف نقدر نودي عدد الجماهير ايه، الناس تقدر تحضر ازاي ولا لا. كان علينا ضغوط كبيره جدا، لكن فعلا الامور كانت يعني مش واضحه عن ارادتنا يعني. اكيد. طب النهارده اول خطاب رسمي، اول خطاب رسمي النهارده، النهارده كان الساعه حوالي 1:15 اول مخاطبه رسميه جت الاتحاد الافريقي. النهارده زي ما حضرتك عارف الاربع، فان شاء الله يوم الاثنين اول مخاطبه رسميه فيما يخص هذه المباراه، ودي الضوابط اللي اتكلموا عليها. هم اشاروا برضه في خطابهم ان هيبقى في حضور ل 10,000 متفرج زي ما قلت لكل فريق،
وان في حاله ان النادي الاهلي جماهيره كانت اقل من 10,000 متفرج فهم بيضمنوا الحفاظ على حتى لو احنا ما اشتريناش بقيه التذاكر بيضمنوا الحفاظ. ده برضو عكس اللي احنا سمعناه ان هيبقى في اهداء لتذاكر المباراه من الجانب المغربي، فاحنا هنلتزم بالمخاطبات الرسميه مش بالمؤتمرات والحاجات اللي هي بتقال تحت نطاق الشعارات. يعني النادي الاهلي دايما مؤسسه ومؤسسه كبيره جدا ونظامه هو نظام مؤسسي، فالمخاطبه الرسميه اللي جات لنا ان هيبقى في 10,000 متفرج، في حاله ان النادي الاهلي اشترى 1000 اشترى 9 الباقي هيتم ضمانه ان يفضل مخصص برضه للنادي الاهلي يستخدمه بالصوره اللي يراها مناسبه يعني. تمام. طيب تاكيدا لكلام حضرتك برضه عشان الناس اللي لسه بتتفرج دلوقتي وهتسمعنا، الاستاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم اعلن بشكل رسمي ان النهارده منذ حوالي ساعتين يعني تلقى النادي الاهلي خطاب رسمي من السكرتير العام للاتحاد الافريقي الكونغولي فيرون امبومبا، وقال في خطابه ان المباراه هيكون فيها طرح ل 45,000 تذكره ودي السعه المخصصه لمركب محمد الخامس، 10,000 تذكره لجمهور الاهلي، 10,000 تذكره لجمهور الوداد، 5,000 تذكره للرعاه والشركه الراعيه للاتحاد الافريقي، و 20,000 تذكره هتطرح للجمهور العام. هو نظام اوروبي زي ما قال الاستاذ عمرو، لكن طبعا انت بتتكلم هنا يا استاذ عمرو في مساله ان ال 20,000 تذكره للجمهور العام على حسب بقى اللي هيتم اقتنائه من خلال موقع الاتحاد المغربي عبر الانترنت بقى، يطلع من تونس من المغرب من الجزائر ايا كانت الاعداد اللي هتحضر من خلال هذا الرقم. المصريين المقيمين بقى هناك. الو؟ هو منطقيا هيبقى يعني الجمهور المغربي يا استاذ محمد، يعني احنا مش واضحه يعني الامور واضحه يعني، لكن ماشي احنا على الاقل يعني على الاقل اخيرا عرفنا يعني بدايه الصيف اللي احنا رايحين نلعب ماتش نهائي افريقيا، مفترض ان ده واحده من اكبر المباراه الاكبر على مستوى الانديه في القاره يعني حقيقي. فقبل 5 ايام من المباراه احنا لاول مره بنعرف احنا وضعنا ايه على الاقل على مستوى التذاكر. يعني تخيل حاجه، انا مفترض ان انا كنادي اهلي انظم رحله لمشجع النادي الاهلي، رحله 11 ساعه طيران ذهاب وعوده، وهيسافر محتاج يفرج تاشيرات، فبيتم من خلال الكلام ده يعني الخبر الكويس جدا ان شاء الله اللي نشجع جمهورنا عليه ان في مساحه ل 10,000 مشجع اهلاوي ان شاء الله، ان البيت كمان هيحصلوا عليها ابون ارايفل او بمجرد وصولهم بالمطار، واظن احنا كنا سباقين في الاعلان عن ده بالامس. صحيح. من خلال الشركتين السياحه الممثلين للنادي الاهلي في الامور التنظيميه الخاصه بالجماهير. فاعتقد الحقيقه اداره النادي الاهلي ما بتخسش اي جهد في ظل الظروف اللي احنا يعني متواجدين فيها ان احنا نوفر افضل ما يكون لجمهور النادي الاهلي، لان هو ده اهم حاجه عندنا، هو جمهورنا في الوقت ده والمباراه اللي احنا عايزين نركز فيها بالكامل، ودي اهم حاجه او اولويه للنادي في الوقت الحالي. تمام. استاذ كابتن حشيش كان عايز اوجه سؤالك يا استاذ عمرو، اتفضل. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك. بقول لحضرتك، هل يعني مفيش ادوار للاتحادات المحليه في الموضوع ده؟ يعني اتحاد الكره المصري ملوش دور في الموضوع ده؟ دور من ناحيه ايه يعني؟ يعني نواحي تنظيميه بالنسبه للتذاكر والجمهور، يعني هل الاتحاد المغربي له علاقه مع الشركه المنظمه هناك للمباراه؟ بص حضرتك، هو هناك اللي بينظم هو الاتحاد المغربي، يعني مزبوط. هو المفترض زي ما انت عارف حضرتك اللي بيقدم اصلا على تنظيم هذه المباراه كان بيبقى الاتحاد الوطني. تمام. ففي الحاله دي هو الاتحاد المغربي. تمام. حتى في المخاطبات الاخيره اللي دارت على مدار الفتره الماضيه كنا بنوجه الرسائل بتاعتنا للاثنين، للاتحاد الافريقي وللاتحاد المغربي. تمام. وفقا للبروتوكول اللي حاطه الاتحاد الافريقي. وزي ما بقول لحضرتك ده اول رد يجي، الرد جه عن طريق الاتحاد الافريقي وليس عن طريق الاتحاد المغربي، لكن طبعا الرد ده كان في منه نسخه للاتحاد المصري وطبعا بصفته ان هو الاتحاد اللي بيتبعه النادي الاهلي. تمام. الاتحاد المغربي مش بصفته بس المنظم، ولكن ايضا بصفته الاتحاد اللي بيتبعه نادي الوداد المنافس. صحيح. وراه النهائيه ان شاء الله. صحيح. طيب استاذ عمرو، في جزئيه متعلقه بال 10,000 تذكره الخاصه بجمهور الاهلي، يعني هيتم طرحها ازاي او هيتم اقتنائها ازاي من جمهور الاهلي بخلاف الجمهور اللي هيسافر يوم الماتش؟ يعني مثلا في جمهور اهلي موجود في المغرب، هل الاتحاد الافريقي في خطابه وضح الجزئيه دي بالنسبه لكم؟
استاذ محمد كويس جدا ان الناس ردت علينا اخيرا في الجزئيه اللي هي بتاعه التذاكر. ده خطوه غير مسبوقه يعني الفتره اللي فاتت يعني. تمام ردوا علينا. لكن بص انا لا اقدر اقوله لك وانا بقول لك انا بلتزم حرفيا باللي موجود في الخطابات. واضح ان يعني الاتجاه طبعا برضو هيبقى من خلال الطرح من خلال المواقع الرسميه للاتحاد المغربي اكيد للتذاكر الباقيه يعني. لكن التذاكر المخصصه لينا احنا يعني كان بالفعل حصل اتصال وزي ما بقول لك الشركتين اللي هم وضع النادي الاهلي ثقته فيهم ان هم مسؤولين عن هذه الرحله بالكامل ووكلهم كمسؤوليه كامله فيما يخص نقل جماهير النادي الاهلي وتوفير كل المتطلبات عشان يعني يحصلوا على اكبر قدر من الخدمات في اطار الرحله اللي ان شاء الله تكون رحله موفقه للمغرب. هم في تواصل اصلا مع الجهات السلطات المغربيه وان شاء الله ما فيش قلق في موضوع التذاكر بالنسبه للجماهير اللي طالعه في الرحلتين. اللي ما ردش علينا فيه الاتحاد الافريقي بصراحه بوضوح هو وضعيه برضو الجماهير اللي جايه خارج يعني انت عارف ان في جماهير ودي فعلا مش مبالغه دي حقيقه يعني بالزبط. في جماهير اهلاويه عايزه تيجي من دول الخليج من الامارات ومن السعوديه ومن قطر. مش معقوله هقول له انزل في مصر الاول وبعدين كمل الطياره للمغرب. فبرضو دي نقطه مش واضحه. عندنا جمهور وانت عارف الكلام ده هيجي من اوروبا مخصوص عشان يجي يشجع النادي من كل حته من كل الدنيا بالظبط. مش هقول لك هروح النهارده في 10,000 هيجوا من اوروبا لكن في جمهور هيجي حتى لو فرد واحد. مهمتي ان انا كمنظم اكون ضامن للفرد ده نفس الثمور. في جماهير ودي حقيقه عندها مصريين ما شاء الله رايحين باريس عشان يشجعوا ليفربول قدام ريال مدريد او يستمتعوا بمباريات ريال مدريد وليفربول وعندهم رغبه ان هم يطلعوا من باريس. طبعا هتشوف الفرق يعني النهارده هو عنده سهوله وعارف هو وضعه ايه وعارف ان النهارده هو قاعد فين في الملعب في باريس. لكن انا مش قادر حتى ارد عليه هيخش ازاي المغرب يوم المباراه. يعني احنا مش عايزين نحمل برضو القاره الافريقيه. احنا منطقيين جدا واحنا ضمن هذه القاره اللي احنا بنتشرف بيها وبيسعدنا نكون جزء منها. لكن احنا كنا دايما اللي بالنادي بيه ان احنا عندنا فرصه مساويه للدفاع عن لقبنا. هو ده كل الحاجه الوحيده اللي احنا بنطلبها يعني. وان شاء الله يا رب باذن الله يعني تكون رحله موفقه للنادي الاهلي. والاهلي اسمه ما اتعمل في ظروف دايما بمثل هذه الظروف ويمكن احيانا كانت بتبقى اصعب. فثقتنا كبيره ان شاء الله باذن الله. استاذ عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات والتفاصيل وجاوب لنا على تفاصيل كثيره كنا لسه بنتكلم فيها بعد بيان الاتحاد المغربي وكشف عن ان في خطاب رسمي تم ارساله من الاتحاد الافريقي حدد فيه عدد التذاكر والنسب المخصصه لكل نادي. 10,000 تذكره لجمهور الوداد، 10,000 تذكره لجمهور الاهلي، 5,000 تذكره للشركه الراعيه ورعاه الاتحاد الافريقي، و20,000 للجمهور العام. وبالتاكيد يعني احنا بنتكلم جمهور الوداد يعني بنتكلم في 30,000 او 35,000 هيكون او 40,000 لجمهور الوداد. لكن قبل ما اختم الجزئيه دي وارجع لضيوفي عايز اوريكم زي ما انتم شايفين على الشاشه دي لقطات حقيقيه على فكره ل يعني استعداد فريق النادي الاهلي للتحرك من مقر النادي بالجزيره استعدادا بقى للسفر والتجهيز لنهائي دوري ابطال افريقيا. ربنا معاكم يا رب ويوفقكم وكل الامور اللوجستيه والاداريه والفنيه الكل بيشتغل عليها ويعني في مجهود كبير جدا للاستعداد لهذه المباراه. لكن عايز ارجع لجزئيه مهمه جدا وهي متعلقه بالتحرك اللي تم من خلال اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب منذ اكثر من اسبوعين ومطالبات عديده واكثر من بيان رسمي لتوضيح الموقف بالنسبه للجمهور ولتحريك المياه الراقده اللي موجوده داخل الاتحاد الافريقي لتوضيح الصوره بخصوص نهائي دوري ابطال افريقيا. وبجد لولا المجهودات اللي تمت في الفتره الاخيره سواء في الطلبات المتعلقه بالتاشيره او الطلبات المتعلقه بتحديد نسبه مخصصه لجماهير النادي الاهلي في هذه المباراه ولا كان حد دخل في التفاصيل دي ولا كان رد عليك ولا اتكلم ولا شرح اي حاجه. وانا عارف بقول لكم ايه، الاتحاد الافريقي اتحرك بعد ما النادي الاهلي اشتغل على الملف ده ودرس الملف ده بشكل كويس جدا والمجهودات اللي قام بيها الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي والاجتماعات اللي تمت ما بين مجلس الاداره وشركه الاهلي لكره القدم ووجود لجان لاداره هذه الازمه، لجنه اداره الازمه، اللجنه المنبثقه كمان لتحديد الامور الخاصه برحلات الجماهير، كل دي كانت اجتماعات لاكثر من 10 ساعات و11 ساعه جوه النادي عشان تقدر توصل للنتيجه اللي انتم شايفينها دلوقتي. هل تتخيلوا ان هل الاتحاد الافريقي كان ممكن يعلن ده وقت ما تم اعلان ان المغرب هتنظم النهائي؟ استحاله.
الضغوط اللي تمت والتحرك في الملف ده بشكل جاد جدا من الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي والجهات المعنية داخل النادي الأهلي في هذا الملف أسفرت في النهاية على أن في وفد رسمي سافر من الاتحاد الإفريقي اجتمع مع اللجنة المنظمة المحلية الموجودة في الاتحاد المغربي، وفي النهاية أرسلوا النهاردة للأهلي خطاب رسمي قبل الماتش بخمس أيام بيقولوا فيها أن تم تحديد النسب المخصصة 10 للأهلي، 10,000 تذكرة للأهلي و10,000 تذكرة للوداد و20,000 تذكرة للجمهور العام. أنت ما تقدرش طبعا تتكلم معاه في مسألة الجمهور العام لأن برضو ده فورمات وبعض التفاصيل دي بتطبق في الاتحاد الأوروبي، بس النظام في أوروبا غير النظام في أفريقيا. يعني أنت لما تطرح 20,000 للجمهور العام في مباراة الأهلي والوداد، هل تتخيل مثلا هيجي لك جمهور من باريس ومن لندن ومن أمريكا عشان يحضر الماتش زي نهائي دوري أبطال أوروبا؟ يعني أعتقد كان لازم يتم تحديد النسب بشكل أكبر من كده يعني. لكن عموما زي ما قال الأستاذ عمرو شاهين، دي الظروف المتاحة ودي الإجراءات اللي تمت بشكل رسمي. لكن أنا بأؤكد لكم والله ومن خلال متابعتي لهذه الملفات في الاتحاد الإفريقي، لكن هيجي لك كتيب ولا كان هيتم تحديد نسب تذاكر ولا كان هيتحل موضوع التأشيرات، وده تم ما بين الجهتين سواء في مصر أو المغرب. بعيدا عن الكاف، الخارجية المصرية قامت بدور كبير جدا، السفارة المصرية قامت بدور كبير جدا، والتنسيق اللي تم مع النادي الأهلي في الساعات الأخيرة كان ليه تأثير كبير جدا في القرارات اللي بتسمعوها من امبارح. يعني من ضمن القرارات اللي بتسمعوها من امبارح، والشركتين اللي مسؤولين عن سفر جمهور الأهلي أعلنوا ده امبارح بشكل رسمي قبل حتى ما الجامعة الملكية المغربية تعلن. قالوا امبارح إن التأشيرة هيتم الحصول عليها فور الوصول إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء. وبالتالي أنا بأكد إن كل الجهود اللي تمت برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الساعات الأخيرة وفي الفترة الأخيرة يعني أسفرت بشكل كبير عن النتيجة اللي أنتوا شايفينها. وقدر الإمكان لو العشرة آلاف تذكرة مش هيتم توزيعهم بشكل كامل، في ضمانة إن المكان المخصص للعشرة آلاف تذكرة مش هيتم وجود أي جمهور تاني غير جمهور الأهلي. يعني أنت بتتكلم إن أنت واخد 10,000 تذكرة من 45,000 مدرج، يعني بنتكلم في مدرج. لكن المباراة مجرد ما تبدأ 11 راجل قصاد 11 راجل، إن شاء الله لعيبة الأهلي هتقول كلمتها في الملعب، والصعوبات دي كلها والتحديات دي هتبقى نتيجتها بطولة. وهي جمال البطولة ما بتجيش إلا من كل التفاصيل والصعوبات اللي أنتوا شايفينها، والأهلي قادر بإذن الله برجاله بمجلس إدارته برئاسة الكابتن الخطيب بالجهاز الفني الجهاز الإداري اللعيبة بجمهور الأهلي يقدر يثبت إن هو جاهز لأي مباراة وجاهز لأي تحدي، وإن شاء الله بإذن الله هنعمل اللي علينا والفرقة تقدم مباراة كبيرة، والتوفيق من عند ربنا والكل هيشتغل عشان يسعد الجمهور بإذن الله. كابتن شريف، أنا كان لازم بس أوضح التفاصيل دي بعد الكلام اللي أعلنه الأستاذ عمرو شاهين، لأن إحنا لما اتكلمنا عن بيان الاتحاد المغربي وسألنا على موضوع التذاكر، يعني وإحنا بنتكلم كان في خطاب بيتبعت من الاتحاد الإفريقي عشان يوضح النسب، وبقت الأمور عندنا واضحة شوية. أنا بس نفسي أعرف، ناس كتير بيسألنا على حكاية الرحلة والكلام ده، دام انت اتكلمت وناخد فرصه ان احنا نتكلم في الموضوع ده. الناس بتتكلم هل احنا هنسافر كل الطيارات دي في نفس اليوم اللي هو قبل الرحله في يوم المباراه بس، ما هي ولا قبلها بيومين او الشركه قبلها. الشركات اللي خدت ان انا كنت اتمنى ان يكون هم ليهم وجود في تدعيم الفريق هناك قبلها بيومين او ما هو في رحله قبل الماتش بثلاث ايام. أيوة. وفي رحله يوم المباراه. اللي عايز رحله ولا يوم المباراه؟ لا يعني رحله، مش رحله يعني طياره واحده، يعني اقصد في رحلات يوم المباراه، يوم المباراه وفي رحلات قبل المباراه اللي انا أيام. اللي انا بهتم بيهم دول. دول اكتر تدعيما لاحساس اللعيبه هناك ان المصريين كلهم جايين معاهم عشان يحتفلوا باذن الله، واثقين فيهم وبيدوا دعم كبير جدا للعيبه كلها وللفرقه. كل المشاكل اللي احنا بنمر بيها دي لعيبه محترفه وحاسه بالوقت وحاسه بمعنى ان هم بيخصصوا ملعب المغرب اللي هو قبلها بكام يوم، اللعيبه عارفه كل حاجه. الاداره والرؤيه الفنيه دي هتبقى بتاعتهم، المجهود اللي بيتبذل كله عشان خاطر الجماهير وعشان خاطر النادي الاهلي واسمه من تجاه كابتن محمود ومجلس ادارته، واذا كان شركه الاهلي كمان. عمرو شاهين عنده خبره كبيره جدا مع الاتحاد الافريقي، يعني يقدر يتعامل معاهم ويقدر يتكلم معاهم في نقاط. على فكره انا شايف قدامي بدر بنون كمان بيستعد للسفر، دي حاجات تدعيمات نفسيه بتبقى موجوده للفرقه كلها. ممكن تلاقي اكرم كمان اكرم في حاله دلوقتي شافه بيجري في الملعب، فالنادي الاهلي كله باذن الله هيروح مع بعض كله ويرجع باذن الله بالكاس بانتصار باذن الله. دي الحاله النفسيه اللي الناس كلها بتدور عليها. فانت اكنك رايح كاس عالم دلوقتي بتاعك بتلعب عليه. ده اللي انا السؤال اللي سالته لك، احنا في شكل وطني دلوقتي، يعني انا عايز اعرف لو الاهلي بيبحث بنفسه لنفسه عن جميع المصاعب اللي محطوطه لنا قدامنا من الكاف الافريقي،
احنا اكيد هيبقى لنا وقفه ثانيه ان شاء الله بعد ما نرجع بالكاس وبعد ما نقول كلمتنا باذن الله. كل الثقه في اللعيبه اللي انا بقولها لك دلوقتي تمام، ان هم رايحين من دلوقتي ورايحين مصممين على شيء باذن الله. لو تتفرج على اخر 10 دقائق في مباراه انبي هم دول اللعيبه اللي انا هروح العب بيهم المباراه. طيب قدامنا كمان اهو على الشاشه لقطات حصريه لتحرك بعثه الاهلي لمطار القاهره الدولي، على بركه الله يا رب باذن الله تكون رحله موفقه، بنتمنى لهم كل الخير باذن الله طبعا يرجعوا منتصرين رجاله باذن الله، معوديننا دايما ومن السنه اللي فاتت مع خاصه الوداد ومع الفرق كلها بنلعب بره احسن ما بنلعب جوه بكتير قوي باذن الله. احنا كل الثقه في اللعيبه. كابتن محمد حشيش تعليقك بالتاكيد على المعلومات يعني الرسميه اللي تم اعلانها من الاستاذ عمرو شاهين، وده جاي في نفس السياق اللي كنا بنتكلم فيه قبل المداخله. كل ده محمد نتيجه طبعا لاجتماع النادي الاهلي والقرارات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن الخطيب واهتمامهم بادق التفاصيل في المباراه النهائي دي من جمهور وسفر ونسبه تذاكر وتحكيم وحاجات كثيره جدا قرارات كانت طلعت، كل دي اكيد بتاثر على الاتحاد الافريقي. هو مفيش حاجه هتتغير بس بتحاول ان انت يعني تاخد ابسط حقوقك، يعني ابسط حقوقك بتحاول تاخدها وبتحاول توصل اللعيبه او تحسس اللعيبه اللي هتبقى موجوده في الملعب ان وراهم مجلس اداره قوي، نادي قوي، نادي القرن، بطل ابطال افريقيا. كل ده بيدي احساس للعيبه، بيستنفر الهمم التحديات دي كلها، لان احنا عمرنا ما شفنا خلال الفترات اللي فاتت دي كلها في نهائي زي كده شريف، ان يبقى النهائي قبليه في هاله من المشاكل والقرارات والحاجات والظلم الباين على النادي الاهلي. كل ده طبعا هيستنفر الهمم، همم اللعيبه، لان في الاخر اللي هيحقق الحلم هو اللعيب في الملعب. اكيد انت بتعمل اللي عليك كمجلس اداره كجهاز فني، انما في الاخر هو الملعب هو الفيصل ان شاء الله باذن الله. تحدي كبير، تحدي انك تجيب ال11 السنه دي مع الثالثه على التوالي، كل الكلام ده في ظل المضايقات وظل الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا يعني هم الاتحاد الافريقي لغى خالص شعار الاتحاد الدولي اللي هو الفير بلاي، يعني لغاه تماما بالنهائي ده. والله يا كابتن حشيش يعني اسف للمقاطعه، احنا اكتر الداعمين للاتحاد الافريقي واكتر الداعمين للاداره الجديده بقياده باتريس موتسيبي، بس كنا نتمنى ان يكون الشكل العام للكونفدراليه الافريقيه في العهد الجديد افضل كتير من الفترات السابقه. يعني انك تاخد قرار يوم 9 مايو وتعلنه بالطريقه اللي تم الاعلان بيها ان السنغال انسحبت فتم اسناد التنظيم للمغرب، رغم ان الحقيقه ما كانتش كده، هو تم التصويت بعد تحديد اطراف المربع الذهبي بس ما كانش يقدر يقول ده. الحاجه الثانيه يجي النهارده الاربع قبل الماتش بخمس ايام يقول لك الساعه هتبقى ازاي؟ طب انا لو ما كنتش اتحركت او انا كاداره او انا ككابتن ما كانش قال لك الملعب فين قبلها طول الفتره اللي فاتت دي، وعملت رحلات واتفقت مع شركات وعملت طبعا لجان عشان تشتغل على ده، كنت لسه هستناك لغايه النهارده يا محمد. ده اعلن لما كسبوا 3-1 في بيترو اتلتيكو، لما اعلنوا تاني يوم اعلنوا الماتش فين، ده كانوا مستنيين القصه دي. انا عايز اقول لك ان الواجهه بتاعت افريقيا كلها في اكبر بطوله بتتلعب على مستوى الافريقي، بعد طبعا كاس الامم بالنسبه للمنتخبات اكبر بطوله على مستوى الانديه اللي بتاهلك لانك تبقى دولي كاس عالم للانديه. فانت بتعمل الكلام ده بالترتيبات الغريبه دي اللي بتتجه ناحيه طرف دون الطرف الثاني قدام العالم كله، لان العالم كله طبعا ان شاء الله باذن الله هيتابع مباراه الاهلي والوداد اللي هي نهائي افريقيا، الناس كلها بتتابعها زي ما بتتابع امم اوروبا وبتتابع الناس كلها كل العالم بيتابع. بايرن ميونخ ما يعرفش الا الاهلي ده من ايه يعني، تشيلسي ما يعرفش، ليفربول ما يعرفش الا الاهلي، الدنيا كلها ما تعرفش الا الاهلي في الصعيد الاوروبي. رئيس الاتحاد الدولي قال انا كل ما بحضر مناسبه تاريخيه الاقي الاهلي فيها، ما بسلمش البطوله للاهلي. بسلمش البطوله معناها ايه؟ طب انا عايز اقول لك استنى بس، معنى الكلام ده ايه؟ مؤسسه بتعمل، خدت بالك؟ ايوه. ولا بتبص على قافله تسير بكل القيم وكل المبادئ وكل الدستوريه بتاعتها اللي هي بتحافظ على جماهيريتها وبتحافظ على شعبيتها، عامله رعب. صحيح. فبيحاولوا يجيبوك باي شكل. عايزين يطلعوا معاك الشجره وهم مش عارفين يطلعوا ازاي. صحيح. فالاهلي عامل حاله بصراحه للناس كلها، مش مستقرين عليك العشرة بس. صحيح. لا مش مصدقين ان انت في كل مره بتعدي على كل الصعاب دي، رغم وخد بالك من الرغم دي، ها واحنا اعلم بيها كلنا وجماهيرنا، اصابات اللي احنا فيها، الغيابات اللي احنا موجود عندها، التلحمات اللي احنا
في مصر هنا الدوري المحلي والدنيا ما فيش، اللي هم كانوا عايزين يلعبوك ماتش النهارده. كان في ماتش النهارده ولا امبارح؟ ماتش ايسترن كومباني كان هيتلعب النهارده وانت طلبت. كان عايزين يلعبوك ماتش النهارده قبل ما انت تسافر عشان يخلصوا على رجلين لعيبه، واللي يتعور يتعور مش فارقه. هم بيدوروا كل واحد على وهم اسمه الشكل المحلي والشكل الافريقي. كابتن شريف يعني كل ده وانت كل ده وانت ايه؟ انا اقول لك على حاجه، واقف اقول لك على حاجه بمبادئك بشغلك كله يا محمد بلاعيبتك. اصل حاجه الشريف من منظور تاني خالص. دلوقتي انت كاتحاد الافريقي بتحارب بطل افريقيا ثالث العالم اللي هو بشرفك في العالم كله، رافع راسك في كل حته، رافع راسك كثالث عالم اكتر من مره. انت المفروض بتساعده ان ما يبقاش ثالث عالم بعد كده ان شاء الله، لا يبقى الفضيه وممكن ياخد البطوله دي. بتدي انطباع الاتحاد الدولي السنه اللي فاتت انت بنص يعني فرقتك خدت برونزيه بالنص، كان ممكن توصل للفاينل مع تشيلسي. الانطباع يا شريف بتاع الاتحاد الدولي والعالم كله على افريقيا بيجي من خلال حاجه زي كاس العالم للانديه. بيشوفوا مستوى الكره الافريقيه مع الكور العالميه سواء الاوروبيه او امريكا اللاتينيه، واخد بالك؟ زي دي ممكن تحقق لك اشتراك عدد اكتر بعد كده في كاس العالم من دول افريقيا. الكره الافريقيه بتكبر، النادي الاهلي بيساعدك كاتحاد افريقي وبينجحك. انت بتحارب اللي بينجحك، بتحارب نادي القرن يعني. سؤال غريب يعني، لمصلحه مين؟ ده عايزين يقلدوا اوروبا يخلوا لك ماتش واحد. لا ده قلدوا اوروبا وقال لك 20,000 تذكره للجمهور العام. لا في حاجه ثانيه. طب ما تقلد اوروبا وتلغي حكايه الجول باتنين في الارض الخصم دي. ما تمشي عشان الماتش يبقى هتحصل مفتوح. هتحصل عشان تبقى الماتش مفتوح ويبقى فيه الناس بتهاجم بقى ومفيش دفاعات وما بنلعبش ب 4 5 1 والحاجات دي. كل ما تيجي تلعب فرقه عشان تحافظ على تلاقي اسلوب اللعب اتغير. اوروبا عملت كده ليه؟ عشان اللعب يتفتح. اللي مغلوب 3-1 بيرجع يكسب 3-0 على ارض ريال مدريد، وريال مدريد يرجع يجيب جونين. بتتفرج على انبهار بسبب قرارات برضو. صحيح. ناس بتشتغل فوق لمصلحه اللعبه. بتطور. طبعا بتطور نفسها لمصلحه اللعبه، مش ناس قاعده يقول لك انا هجيب لك فلان واعمل لك فلان والعبك. طب اما اشوف الارض دي هيعرفوا يلعبوا عليها ليه؟ والعبك في ساعه الدور الساعه 3 الدور مفيش اكسجين ليه؟ ما تسيب الناس تتفرج على ماتشين وتفرج العالم كله على الكوره الافريقيه سواء المصريه او المغربيه في ماتشين 90 دقيقه او 90 دقيقه، او يعني زود عدد المشاهدات للكوره وافريقيا يعني، انت فاهم ازاي؟ وبلد زي مصر وبلد زي المغرب وفلوس انكم داخل تحصرها ليه؟ تحصرها ليه؟ داخل لك الاتحاد الاوروبي. مش عايز يعني نطول. الاتحاد الاوروبي عامل كوره كل يوم بالظبط في العالم، ده غير البطولات الاوروبيه. صحيح. ده غير بطولات تصفيات كاس عالم. ده غير كاس عالم جاي. الناس دي بتشتغل. انت وعلى فكره اللي ما بيشتغلش فيهم بيقع بيمشي من كان اسمه. صح اكيد. طيب لسه الحوار مستمر ولسه التغطيه مستمره، وزي ما انتم شايفين الحمد لله يمكن الحدث بيفرض نفسه. وكان عندنا قضيه مهمه جدا فرضت نفسها على الساحه الرياضيه، موضوع التذاكر. خطاب الاتحاد الافريقي اللي ارسل للاهلي النهارده في الواحده من ظهر اليوم عبر السكرتير العام الكونغولي فيروني مبومبا، واللي حدد فيها نسب التذاكر بالنسبه لجمهور الاهلي وجمهور الوداد و20,000 تذكره للجمهور العام في نهائي دوري ابطال افريقيا. اخرج على فاصل، وبعد الفاصل لسه متواصلين معاكم في متابعة التغطية الخاصة لسفر بعثة الأهلي إلى المغرب. عايز اقول لكم والله واحنا بنتفرج دلوقتي على تحرك البعثه على كوبري اكتوبر وهي رايحه لمطار القاهره، الكابتن شريف عبد المنعم قال جمله مهمه جدا. كابتن شريف، المشهد ده لفت انتباهك في جمله كده؟ هي المشهد ده وانا ماشي في وسط الكوبري كده، ممثل مصر راح يجيب الكاس لمصر ان شاء الله ويرجع ان شاء الله. غيره نفسيه، وكنت عايز ابقى يا اما عربيه على الكوبري ماشي جنبه، يا اما راكب جنبه، يا اما معاه، يا اما بسخن جوه يعني. ف المشهد ده والعربيات، انت لو احنا
يعني لو في لايف وتسمع الناس دي بقى العربيات حد اكيد كل في زمامير على الكوبري دلوقتي اكيد بتشجيع والناس بتندع عليهم ف حاله انا متفائل والله يعني جسمي مشهد بيخليك تسخن من دلوقتي كده الماتش بكره جسمي مشعر وتمنياتي وبقرا لهم وبتمنى لهم وانتوا رجاله وباذن الله هتشرفونا وهو ده النادي الاهلي الحقيقه يا محمد كابتن حشيش يعني شايف اللقطات دي وتاثيرها وانتوا كنتوا بالتاكيد يعني لعيبه كوره عارفين الاحساس ده بيبقى ازاي بنستعيد طبعا الذكريات طبعا مع بطولات افريقيا والنهائيات والواحد بيتمنى كاهلاوي بقى ان هو كان يعني يمشي ورا الاتوبيس ده لغايه المغرب يتشعبط في الطياره كنا ممنوع لغايه الاستاد كان بعيد يعني يروح معاهم يا شريف يبقى معاهم ويبقى جنبهم ويبقى في الملعب ويبقى في الاوتيل معاهم ويبقى في المدرج وان شاء الله يرجع معاهم بالكاس يعني احاسيس طبعا ومشاعر دلوقتي مختلفه طبعا المشاعر عماله تزيد شويه بشويه لغايه ايه ما الماتش يقرب يوم ورا يوم ورا يوم ان شاء الله باذن الله تبقى فرحه كبيره بعد زي ما بقول لك التحديات الكبيره دي هيبقى لها فرحه خاصه السنه دي ان شاء الله يعني باذن الله. طيب قبل ما ننتقل لموضوع ثاني كابتن شريف اي حاجه تحب تتكلم فيها بخصوص التذاكر او الامور اللي اتكلمنا فيها والحصه الخاصه بجمهور الاهلي والكلام اللي قاله الكابتن خلينا ناخد كلام استاذ عمرو شاهين بهدوء يعني بتنفيذ يعني هي مش وعود ده شيء واقع دلوقتي ان اي حد هيسافر هنشجع الناس كلهم ان مكانك موجود قدر النادي الاهلي انه يحفظ لك مكانك ووجودك اعتقد ان 10,000 ده عدد احنا نحب نشوفه مدرجنا الاحمر اللي هيكسر الدنيا باذن الله وهيدي الدعم ومع اول هدف هيخش هتبقى هي دي الهديه اللي بنديها لاي حد هيروح للمغرب هناك وطبعا جماهير النادي الاهلي هتشرفنا في اي حته بتشرفنا في المغرب لو كان هيتعمل في اخر الدنيا كانت الجماهير هتروح برضه لان الاهلي ده في العالم كله بس مش في اي حته يعني مع مواكبة اللعيبة وعلى عاتقها المسؤولية أعتقد أن أنا حاسس تعبة رايحة كده اللعيبة بتضحك اللعيبة حاسة بالتركيز وحاسة بالاهتمام وحاسة بكل حاجة حشيش طبعا وانت محمد تحسوا بلعب الكرة أنه بيتمنى الماتش يبقى بكرة يعني أنا بتمنى أن الماتش كان يبقى بكرة على الشكل اللي انا شايفه ده والتركيز اللي موجود جوه اللعيبه دي فبتوفيق يعني يا رب باذن الله تكمل على الف خير يعني باذن الله كابتن حشيش جمهور النادي الاهلي في اي حته بيخوف اي حد ايا كان عدده وده بيدي طبعا رساله للطرف الثاني لان اكيد الوداد عارف انه هيلاعب برضه بطل افريقيا واكيد الناس طبعا هناك واللعيبه وكده متابعين الاحداث الاخرانيه وسامعين ان في طيارات ان شاء الله راحه المغرب تؤازر النادي الاهلي وما شوفوا اعلام النادي الاهلي في المدرجات ايا كان العدد يا شريف هتبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه للعيبه وهتبقى حاجه انا متاكد هتبقى على الطرف الثاني هتبقى صعبه جدا جدا عالم النادي الاهلي بالنسر بتاعه بيرعب اي حد ان شاء الله وبيحلق في اي حته في العالم فان شاء الله ربنا يسهل يبقى خير كده ونرجع بالبطوله دي اللي انا مصر ان شاء الله هتبقى لها فرحه مختلفه عن اي بطوله ثانيه خدها النادي الاهلي يعني. طيب ده كان جانب خاص بالنواحي التنظيميه وطول ما احنا بنتكلم في التفاصيل الخاصه بالمباراه هتكون الشاشه قدامكم اهو كل الكواليس وكل اللقطات الخاصه بتحرك البعثه لمطار القاهره انهاء الاجراءات الاداريه داخل مطار القاهره في صاله السفر الاقلاع بالطائره والرحله الخاصه الى كازابلانكا كل اللقطات دي مش هتشوفوها في اي حته الا عبر شاشه قناه الاهلي طيب وفي نفس الاطار انا معايا على التليفون حاليا معالي السفير مين قولوا لي تاني السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب سياده السفير برحب بيك على شاشه قناه الاهلي وتحيات الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش اهلا بحضرتك ازيك يا معالي السفير اهلا بيك اهلا بحضرتك طيب احنا طبعا كنا بنتكلم في الحلقه وبنتكلم عن الدور الكبير اللي قايمه بيه السفاره المصريه في المغرب والمجهود الرائع للدبلوماسيه المصريه والعلاقات الطيبه مع الاشقاء في المغرب والاجتماعات اللي تمت بالامس بالتاكيد كانت نتائجها ملموسه امام الجميع التاشيره تكون في المطار فور الوصول اقتناء التذاكر مع التاشيره للجمهور المصري اللي هيصل من خلال الرحلات المحدده في الايام القادمه
فده جهد كبير جدا لحضراتكم، وبالتاكيد بنشكركم عليه، ودايما كده بتبقوا سند ودعم لكل البعثات الرياضيه المصريه بشكل عام او حتى للنادي الاهلي بشكل خاص. طبعا حاجه ده شغلنا، طبعا شغلنا وبنعمل هذا الموضوع طرف الشغل والمحبه كمان، وان شاء الله ده يعني نتشرف النهارده بالبعثه والتقييد خطابات الدار البيضاء ان شاء الله باذن الله. طيب اخر الترتيبات النهارده، ويمكن الاتحاد المغربي اعلن في بيان رسمي الطريقه اللي هيتم بيها اقتناء التذاكر، ويمكن في خطاب ايضا اتبعت للاهلي من الكاف بخصوص التذاكر. انا عارف التذاكر ده امر رياضي ما بين الاهلي مع الاتحاد الافريقي، لكن السفاره المصريه اللي ممكن تقوم بيه خلال الساعات القادمه من اجل الجمهور المصري اللي بقى مقيم في المغرب، مش الجمهور اللي جاي من بره، المقيم في المغرب، هل في طريقه معينه الاجتماع الامس يعني حدد بيها الجمهور ياخد التذاكر ازاي، ولا الامر هيبقى ازاي معالي السفير؟ هو حضرتك عامه بالنسبه للجاليه المصريه احنا اول حاجه بنعملها طبعا بناخد الجاليه ان هي يعني تكون فعلا هي المكون الرئيسي في الجمهور ان شاء الله باذن الله، لانه اسهل بكثير طبعا ان ابناء الجاليه هنا يشاركوا موجودين في المغرب، فبالتالي ان شاء الله احنا بنقوم باتصالاتنا مع قيادات الجاليه هنا عشان برضو نحس كل ابناء الجاليه على التواجد ان شاء الله باذن الله المباراه هناك. فيما يتعلق بموضوع شراء التذاكر فهم هنا في نظام هنا انه اما انه بيبقى في اونلاين او في اماكن للتوزيع والبيع، فبالتالي احنا برضو هنحاول نساعد الجاليه هنا في موضوع الحصول على التذاكر من خلال اما منافذ البيع او من خلال البيع اونلاين عشان ان شاء الله باذن الله. طيب الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي يمكن وصل بالامس، وكان في استقبال بالتاكيد من السفاره ومن اللجنه المنظمه المحليه في الاتحاد المغربي لترتيب كافه الاجراءات. هل خلاص فندق الاقامه تم انهاء كل الامور، ملاعب التدريب، الاجراءات التنظيميه والامنيه، كل الامور دي تمت يا معالي السفير اعتقد وانتهت على خير؟ تمام يا فندم. طبعا كان موجود امبارح طبعا كبير طبعا خبرة كبيرة وطبعا جدا طبعا تم استقبالهم طبعا، والاتحاد المغربي بصراحة يعني هو يعني قدم كل الاستعدادات وقدم كل المرونة اللازمة في هذا الموضوع. طبعا الاوتيل جاهز طبعا بقى فترة، ده اختيار النادي الاهلي الاوتيل، اوتيل النادي الاهلي نجح فيه قبل كده، سهل التأمين يعني في وسائل الراحة المطلوبة. فيما يتعلق طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بمعالي السفير، السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكه المغربيه. هنعاود الاتصال بيه بالتاكيد لانه بيتكلم في امور مهمه جدا، وده دورنا الاعلامي، بنحاول نعيش جمهور الاهلي والجمهور المصري يعني في كل مكان الاحداث عن قرب في المملكه المغربيه والاجراءات التنظيميه والاجراءات اللوجستيه وكل حاجه متعلقه بالحضور الجماهيري. احنا يا جماعه والله ما بنشتغلش وما يعني مش عايزين نتكلم في اي تفاصيل الا ازاي نقدر نساعد الجمهور على انه يكون موجود في الماتش في يوم الاثنين الجاي يوم 30 مايو في كازابلانكا. الجمهور هيسافر ازاي؟ الجمهور هيحضر ازاي؟ الجمهور هياخد التذاكر منين؟ الاداره ودورها برئاسه الكابتن الخطيب في الفتره الاخيره وسعيها ان يكون في على الاقل يعني قدر الامكان تكافؤ فرص وتوفير اي امور ممكن تكون ايجابيه لصالح الجمهور ولصالح الفريق. دي مجهودات يا جماعه صعبه جدا في ظل انت بتتعامل مع اداره الاتحاد الافريقي يعني بتتاخر جدا في كل قراراتها. طيب رجعنا تاني لمعالي السفير. اتفضل يا معالي السفير. معلش يا فندم على الخط قطع. لا يا فندم اتفضل. يا فندم كل الحالات جاهزه بالنسبه لاستقبال ده النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. كل الترتيبات طبعا اقامه تامين يعني ملاعب التدريب، فان شاء الله كل حاجه جاهزه في انتظار الضيافه ان شاء الله. تمام. طيب ملعب التدريب كمان اعتقد حسب ما فهمت نفس الملعب اللي كان الاهلي بيتمرن عليه في مباراه الرجاء اللي كانت من الشهر الماضي اعتقد، والفندق قريب جدا من مركب محمد الخامس. بالظبط يا فندم، هو الملعب يعني حظى يعني برضا الجهاز الفني، وبالتالي هم مرتاحين للتمرين فيه وبالتالي اختاروه، وطبعا التمرين الاخير هيكون طبعا في استاد المباراه ان شاء الله. طيب في جزئيه يمكن مهمه جدا متعلقه بالامر الطبي، هل بالفعل مسألة التطعيم أو تحليل البي سي آر بالنسبة للقاح الكورونا الأمور دي أعتقد حاليا اختلفت شوية عن ما كانت من الشهر الماضي أو الشهر قبل الماضي، ولا الدخول حاليا للمملكة المغربية إجراءاتها الصحية إيه يا معالي السفير؟ لأن برضه في جمهور عايز يسافر فعايز يعرف لسه تحليل البي سي آر مطلوب، لسه التطعيم
او اللقاح الخاص بالكورونا، الجرعات دي لازم تكون موجوده، يعني برضو التفاصيل ده عشان الجمهور نبقى عارف مننا كل التفاصيل. الطعم بس احنا طبعا بعت كل ده طبعا لشركات السياحه المنظمه للسفر للجمهور المصري، انه دلوقتي الشروط الصحيه لدخول المملكه المغربيه تتطلب اما بي سي ار او انه يكون معاه حالات شهاده التطعيم ضد الكوفيد 19. يا ده يا ده، قبل كده كانت بيتطلب الاثنين، انما دلوقتي تم تخفيف الشروط الصحيه اما بي سي ار او يبقى معاه شهاده التطعيم. التطعيم ثلاث جرعات ولا ممكن لو جرعتين؟ ست اشهر. الو حضرتك، احنا بعتنا كل اي ما حضرتك فندم، اعتقد التطعيم هو حضرتك هم جرعتين تطعيم بس ما يكونش فات عليهم ست شهور. تمام جدا. معالي السفير ياسر عثمان، انا بشكرك جدا على كل المجهودات اللي السفاره المصريه قايمه بيها في المغرب، وبصراحه احنا سعداء جدا بالدبلوماسيه المصريه ودورها ودور الخارجيه المصريه في التنسيق الرائع اللي بيتم مع المملكه المغربيه خلال الساعات الاخيره، وده ان دل على شيء بيدل على ان العلاقات قويه جدا ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وبالتأكيد دايما أشقاء، وإن شاء الله ربنا يكرم بقى يوم المباراة ويكون الفريق موفق بإذن الله. شكرا جزيلا معالي السفير، السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. عايز أكمل لك موضوع التطعيم ده. اتفضل كابتن شريف. زي ما اتفضل مصطفى بيه وقال سيادة السفير، معالي السفير ياسر عثمان، معالي السفير ياسر عثمان، ياسر عثمان. التطعيم اللي ما يعديش عليه 6 اشهر، يعني يبقى لازم من 6 اشهر فاتوا وفي حاجه ثانيه اقل من 6 شهور ما لازم تحليل بقى بي سي ار. وفي حاجه ثانيه، يمكن شركه السياحه زي ما اتفضل وقال لك ان هي هتقول للمسافرين، شركه الطيران نفسها ساعات بتطلب قبل ما تطلب البي سي ار ليها هي، مش لدخول المغرب، لا للشركه نفسها. الشركه نفسها يعني اعتقد ايجيبت اير لو احنا طالعين على مصر طيران قبل ما حد يطلع ساعات بتطلب، كانت لفتره قريبه. تمام. انما الاجراءات دي بقت سهلت خالص في اوروبا خالص، وتسهلت الدنيا ادام انت معاك تطعيم وبتبقى حاطه على تليفونك عشان تقدر تخش في اي محل هناك، تقدر تتناول وجبه، تاكل، تخش في اي حته، بياخدوا منك البي سي ار ده كده، بيلاقي يطلع له علامه صح وبيعيش حياته. ودي طيارات تامة خاصة جدا، رحلات خاصة والرحلات دي اللي بيحدد لك فيها شركة السياحة مع شركة الطيران نفسها. بس احنا برضو بنسأل عشان الجمهور اللي جاي مش من الرحلات الخاصة، شركة السياحة لو في حد مسافر، لو حد جاي من المغرب من دولة تانية غير مصر، فلازم برضو نعرفهم كل التفاصيل يعني. طيب احنا اتكلمنا عن الإجراءات التنظيمية واتكلمنا عن التذاكر واتكلمنا عن كل التفاصيل دي، ننتقل شويه بقى للشق الفني، كوره بقى. وانا ملاحظ بصراحه في الكوره عامه، سواء يعني الكوره المحليه او حتى الكوره الافريقيه، دايما الكلام في المشاكل اكتر من الجانب الفني نتيجه الظروف اللي احنا بنعيشها بصراحه. والله يا كابتن حشيش او كابتن شريف، ملاحظين ده؟ مفيش حاجه بتعدي الكلام في الفنيات بقى قليل قوي الفتره دي بسبب المشاكل التنظيميه، سواء في اتحاد الكوره، في لجنه الحكام، في الاتحاد الافريقي. انا بقيت اشوف مشاكل اكتر، يعني الناس ما بقتش تتكلم في الكوره. فتش عن الاداره، فتش عن الاداره. الاداره اساس اي حاجه، إدارة مش موجودة أو إدارة غير صالحة أو دون المستوى، حتى مش هكلم فنيات، هو هكلم حشيش قالها لك وبلورها لك. أديك جات لك 300 مشكلة، حصل إيه؟ إدارة بتاعتك راحت مجتمعة، حلت إدارة صح. أزمات أزمة نفسية للعيبة والمصر كلها، يعني إيه تختار حتة؟ ابتدت تتعامل الإدارة بتاعتك إزاي هتقبل الوضع ده؟ إزاي هتاخد حقك له وحق اللعيبة وحق الجماهير؟ وابتدينا نمشي في الشك ده، وهنوصل في يوم الاثنين الصبح الشكل الفني بقى بس خلاص باذن الله. عايزين بقى نحمي لعبتنا من كل شيء. احنا بنحمي اللعيبه دلوقتي اللي هم هيمثلونا موجودين في الملعب، احنا مش عارفين نلحقها منين ولا منين، من الاهتواء ولا من الروح. ان شاء الله اللعيبه دي توصل بالسلامه. ان شاء الله ان شاء الله يبقوا في التدريبات هناك سلام كلهم. روح البروتوكول. كام لعيبه عندك عايزين يبقوا جوه الفورمه، وكان زي سليه ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وديانج، دول كتيبه مهمه قوي. علي معلول بالجولين جابهم دول، حاله نفسيه ان شاء الله تبقى شكل مرعب عندك. هم بيخافوا منك، عشان كده بيخافوا من اللعيبه بتاعتك، زي قفشه، زي القناص محمد شريف، زي راجل برتساو اللي بيتفرجوا عليه دلوقتي ده، بيتحرك في كل حته ممكن يفاجئك في اي وقت. انا لو منافس للنادي الاهلي من حقي اخاف. صحيح. تخاف ان عندك اسلحه وعندك لعيبه ما بتشوفهاش ماتشين، وتيجي في ماتش زي حسين الشحات ده تلاقيه مخلص لك مباراه، تلاقيه عنده هدوء معين انت بتحتاجه
في مباراه زي دي داخل ال 18 اكيد. جميع اللعيبه احمد عبد القادر يعني الناس دي طاهر في لعيب بتلاقيه هنا في التلاحم بتاع كل 48 ساعه ماتش. انا وحشيش عمرنا ما لعبنا كل 48 ساعه ماتش. كنا بنتعور يوم الجمعه نفضل نتعالج لغايه يوم الثلاث الاربع استشفى اربع وخميس نلعب الجمعه اللي بعدها. الشيخ يقول لك ايه قدامك اسبوع يا عم قدامك اسبوع يا عم تقدر ترجع تلم نفسك تاني من الجمعه للجمعه. سفريه افريقيا كان بيتاجل لك ماتش واحد بالظبط ترجع تلعبه يعني كان عندك صحيح. سيستم وكان عندك الدنيا بسيطه جدا مش زي دلوقتي. لا دلوقتي ولا كان عندنا كاس عالم فرق الدوري كمان كانت قليله مش مش 18 فريق كنا بنلعب 12 فرقه او 14 فرقه ده بكتير قوي. الشكل كمان التعامل والضغط النفسي عليك والناس مستكتره عليك ال 42 بطوله ومستكتره عليك ال 10 افريقيا مستكتره عليك الكونفدراليه مستكتره عليك ان انت واخد في كل حته مكانتك وانت نادي القرن نفسه الحقيقي صحيح. اللي بتمثل صحيح. مصر في كل حته مستكتر عليك كاس عالم انديه ما بيشوفوش غيرك ما على طول واخد ميداليات وقاعد وبتتوج مع كبار فرق العالم اللي هي الحاله التسويقيه بتاعتك اقوى حاله تسويقيه في ميدل ايست او في افريقيا هم كمان الناس اللي انت بتلعبهم الحاله التسويقيه بتاعهم بتعدي مليارات يورو وحاجات كده فانت تخش على مرتبة الشرف في نفس الشكل بنفس الوقت في نادي مبهورة بيك مبهورة بالرموز بتاعتها بتوعك مبهورة بالقيادات اللي انت مبهورين بالشكل القيادي عندي حتى بيشرفوني في اي حتة صحيح. عمرك سمعت عن مشكلة للنادي الاهلي بيروح في اي حتة عنده مشكلة؟ لا لا بتبقى المشاكل كلها بتتصدر من بره يعني مشاكل انت مشاكل عايزة تعرقلك انت في اللي عاملها. عمرك شفت جماهير في بره مصر عملت مشكلة؟ قاعدة في مدرجة وبتشجع في مدرجة والريسيفنج بتاخده حقها بتاخده وبيكسبه وهم طيب. في الذاكرة طبعا عشان ما اطولش عليك عندهم مباراة لسه كانت السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها بتهيألي ها كسبان انت 2-0 هناك ودي عندهم هم مشاكلهم هم ذهاب وعودة ذهاب وعودة طيب. هخرج فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم شوية عن الجانب الفني وهسأل الكابتن حشيش على مسألة الضغوط هي الضغوط على مين؟ اللي بيستقبل الماتش والظروف كلها بتتهيأ له عشان يلعب النهائي على أرضه ولا الضغوط على الفريق اللي جاي بيلعب خارج ارضه وكانها مباراه اياب ملوش فيها اي تكافؤ فرص ولا اي ظروف تسمح له انه ينافس الفريق الاخر في نهائي دوري ابطال افريقيا كل ده ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال التغطيه الخاصه المتعلقه بسفر بعثه الاهلي الى المغرب وزي ما انتم شايفين التغطيه مستمره ومتواصله معاكم واحنا مش سايبين اي حاجه يعني للصدفه كل الاخبار وكل المعلومات وكل الكواليس وحتى اللقطات الحصريه زي ما انتم شايفين فقط وحصريا على شاشه قناه الاهلي وكمان هيكون في تغطيه خاصه جدا من كازابلانكا خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله هنحطكم في الصوره دايما وكل الاخبار والمعلومات والتفاصيل من اول ما الفريق يصل الى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء حتى موعد المغادره باذن الله يوم 30 مايو بعد نهايه المباراه وباذن الله الفريق يعود الى القاهره بالكاس واللقب ال11 لان الاميره السمراء بالتاكيد لا تسعى الى ان يحصل عليها سوى الملك الملك المتوج دائما على عرش القاره الافريقيه هو النادي الاهلي. طيب يمكن قدامنا خبر عاجل على الشاشه دلوقتي محمد صلاح اعلن بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل انه مستمر مع نادي ليفربول لمده موسم اخر خلال الفتره القادمه. محمد صلاح يعلن بشكل رسمي انه مستمر مع نادي ليفربول موسم اخر
بخلاف الموسم الحالي، بخلاف يعني الموسم الحالي طبعا هو اخر موسم ليه في العقد مع ليفربول، ومكمل كمان هيكمل الموسم القادم ان شاء الله مع ليفربول خلال الفتره اللي جايه. وكمان النهارده محمد النني كان اعلن بشكل رسمي ان هو جدد تعاقده واضاف موسم اخر مع نادي ارسنال خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق لصلاح، كل التوفيق للنني، كل التوفيق لمحترفينا المصريين اللي بالتاكيد عاملين يعني شغل عالي جدا في الدوريات الاوروبيه. وقلوبنا ودعواتنا كلها مع صلاح في نهائي دوري ابطال اوروبا باذن الله امام ريال مدريد، ان شاء الله باذن الله يوفق في هذه المباراه ويفوز، لان هو عامل حاله وعامل تصريحات والردود بقت تيجي له من ريال مدريد، وكارل انشيلوتي رد عليه امبارح، فيعني ان شاء الله يكون صلاح اداه ودود، ما تكونش تصريحات فقط، يكون كمان الاداء داخل الملعب ويفوز بالبطوله وبالكاس باذن الله مع نادي ليفربول ويحقق انجاز طيب. احنا كنا دايما بنحلم ان يكون عندنا لاعب مصري بيلعب بس في دوري ابطال اوروبا، احنا بقى عندنا بيوصل نهائي وبيتوج بالبطوله وبينافس الريال وبيرد عليه كارل انشيلوتي وبيفوز بالدوري الانجليزي، حاجه بالتاكيد بتسعدنا. لا قال يعني اتكلم عليه وقال التصريحات دي بتحفزنا واحنا جاهزين لمواجهه ليفربول، وتصريحات صلاح دايما بتحفز فريق الريال انه يقدر يعمل مباراه كبيره ويفوز على ليفربول ويكرر نفس الانجاز اللي اتحقق في 2018 باذن الله. باذن الله. طيب كابتن حشيش باذن الله ليفربول يكسب. طبعا ان شاء الله. حد قال كده؟ لا ما احنا عايزين ليفربول يكسب عشان حاجتين. بصوا يا جماعه احنا بننافس ريال مدريد على اللقب الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه، فمش من مصلحتنا الريال يكسب البطوله، احنا خلاص على بعد لقبين، يعني نكسب دوري ابطال افريقيا ونكسب السوبر اتساوينا دي واحد. اثنين صلاح محمد صلاح يعني ابننا ونجمنا ورافع علم مصر، ولما بيفوز بالبطوله بيبقى علم مصر دايما على كتفه، فنتمنى يا رب باذن الله ان صلاح يوفق مع ليفربول ويفوز بالبطوله. يا كابتن حشيش طبعا خبر جميل بالنسبه لمحمد صلاح وايقونه ليفربول طبعا. يعني صعب قوي انه يروح حته ثانيه، الكيمياء بتاعته شغاله هناك كويس قوي، الناس يعني معشوق الجماهير طبعا بتاعت ليفربول، الراجل عامل له تمثال في اكبر متحف في العالم، يعني حاجه كبيره. اسيب الكلام ده كله واروح بنصدق نلاقي نجاح. طبعا طبعا كان يقول لك اللي يلاقي نجاح يقفش فيه، يقفش طبعا يستمر فيه، ما يحاولش بقى يغير يعني. ف يعني انا بعد ما بطلت في النادي الاهلي وقال لك خلاص هتعمل ايه؟ قلت لهم لا بطلت. طب مش هتلعب في حته ثانيه؟ قدامك سنتين. صحيح. قلت لهم اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش في حته ثانيه. طبعا. ففي مكان كده تقدر طبعًا تحس انك انت انجزت فيه. قيمه. اكيد اكيد. طيب نروح بقى لتفاصيل الماتش. انا مش هقول وجهه نظر. انت كنت سالت حشيش سؤال حلو قوي قبل البتاع، مين اللي عليه الضغط؟ ما هو ده السؤال اللي كنت اعيده. مساله الضغط. فريق الوداد البطوله على ارضه، الجمهور زي ما شفنا النسبة المخصصة يعني بتتكلم في 45,000، يعني بنتكلم 30-35,000 جمهور الوداد، ده إذا ما دخلش أعداد زايدة. صحيح. يعني ملعب مركب الخامس بيشيل 45,000، يعني جرى العرف إنه بيحضر 60 و70. فيعني الضغوط دي هتبقى على مين؟ اللي بينظم، اللي الماتش على أرضه، اللي الظروف كلها مهيئة ليه بيفوز بالكأس، ولا الفريق اللي بيواجه كل الصعوبات دي فما قداموش حل إن هو يثبت في الملعب إن هو جاهز للتحدي لهذه الصعوبات؟ بص بالتأكيد الجانب الثاني. بالتاكيد الوداد طبعا هو اللي عليه الضغط، لان احساس اللعيبه واحساس النادي واحساس جماهيره ان هم خدوا حق مش بتاعهم. ده في حد ذاته بيقلق لما انت تكون داخل منافسه مع اي حد في الدنيا وتحس ان انت واخد حق مش بتاعك، واخد بالك، بتبقى انت من جواك مش يعني تعبان نفسيا، لان طبعا ربنا ما بيرضاش بالظلم، ولازم عشان ادخل معاك منافسه لازم تبقى الكفتين بالظبط كده نفس الفرص واحده، انما لما يكون الطرف اللي قدامي واخد الفرص كلها وحارمني من ابسط حقوقي، فدي اساسا بتصدر ضغط على الراجل اللي هو واخد الحاجات اللي مش من حقه، ونفس الوقت بتستنفر الهمم مع البني ادم المظلوم اللي حاسس انه مظلوم، ان حاسس الناس بتتحداه، الناس بتحاربه. النادي الاهلي، وانا قلت قبل كده ان الشهر ده شهر مايو ده شهر التحديات بالنسبه للاهلي، سواء محلي ولا افريقي، على المستوى الافريقي، على المستوى المحلي، وكلنا طبعا شفنا، مش عايزين الكلام يبقى مكرر، ضغطه المباريات والتحكيم والقصه والمواضيع دي كلها، وهو مطالب ان هو يقلل عدد النقاط بينه وبين اقرب حد، وان هو يكسب ماتشاته، والتحدي كمان البعد عن الاصابات، ده تحدي كبير ان انت عندك مباراه مضغوطه ورا بعض كل 3 ايام مباراه لازم تكسبها، وفي نفس الوقت
خايف من الاصابات، خايف تلعب بالتشكيل بتاعك الاساسي عشان عينك على النهائي الافريقي اللي هو حاجه كبيره وحلم كبير بالنسبه لنا كلنا، ولا الحاجه المحليه. فانت بتقابل تحديات جامده جدا جدا الحقيقه. اللعيبه بصراحه تهري التحديات، غير كده كمان تحديات بالنسبه للجهاز الفني، يكسب موسيماني شويه يطلع، ولا يتعادل، ولا لا قدر الله يحصل حاجه تطلع بقى الشلل الثانيه تهد فيه شويه. كمان اختبار لمجلس اداره النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان في تحديات بتقابل النادي الاهلي، وهو لازم ياخد قرارات ويبقى على المستوى اللي كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يعني مستنياه من مجلس الاداره اللي هو كان قدها خلال الفتره اللي فاتت. فانت تحديات مش لعيبه بس، تحديات لعيبه وجهاز ومجلس اداره. كمان مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب مسؤول منه اصغر اهلاوي بره مصر، مش في مصر بس. يعني هو انت لسه احنا بنتكلم من شويه على موضوع التذاكر والناس الاهلاويه المصريين اللي مقيمين في المغرب والأهلوية اللي جايين من الدول العربية ومن أوروبا رايحين الماتش، هو مهتم بالناس دي كلها. فشفت يعني كم التحديات. أنا في رأيي إن كل التحديات دي هتولد طاقات عند لعيبة النادي الأهلي بخبراتهم الكبيرة، بالناس الكبيرة في الفرقة، بالناس الصغيرة، الشباب، طاقة الشباب مع الخبرات، مع تفكير موسيماني في ان شاء الله اللي هو يعني ان شاء الله يجيد المباريات اللي هي الصعبه والنهائيه في افريقيا، يقدر ان شاء الله باذن الله يحرزوا البطوله. يعني وليد الركراكي المدير الفني للوداد مضغوط، وده واضح في تصريحاته، لان هو قال تصريحات امبارح انا شايفها هي تصريحات منطقيه. انا نادي القرن وانا صاحب الاعلى رصيد من البطولات واعلى رصيد من اللعيبه المميزين واللعيبه الدوليين، لكن انت الماتش عندك، الماتش في وسط جمهورك، انت عامل معسكر في مقر الاتحاد المغربي ومقر المنتخب المغربي، مقيم في الفندق الخاص بالمنتخب المغربي، جمهورك هيصحى الصبح، جمهورك موجود هيشرب الشاي بتاعه او القهوه بتاعته لا. ويروح على الماتش. انا جمهوري هيصحى الساعه 1 بالليل، يركب طيارات ويجي، وكل المشقه دي عشان يجي يتفرج ويشجع وملعبك وارضيه ملعبك. ملعبك وانا جاي هنا واخد حقك ثالث ومثلث اكتر من المنافس بتاعك. يعني جمهورك كمان مش هيرحمك، معاك داعم نفسي افريقي، جمهورك مش هيرحمك، بتلعب على ارضك في وسط الجمهور الجامد الكبير جدا ده. انت لو ما خدتش الكاس ما عندكش مبرر، ما عندكش مبرر، يعني انت كل ظروف مهيئه للوداد. كيف بيقول لك شبيك له بيك بالظبط. يعني اعمل لك اكتر من كده، يعني عايزينك تنزل الملعب بس تزور منطقه جزاء الاهلي. والله اعلم اللي هيحصل بعد كده يعني. انما احنا موفر لك العناصر كلها، شيء في الملعب والجمهور والتحكيم وكل حاجه. احنا ما شاء الله كسبانين قبل كده في الارض دي، عارفين نلعب ازاي لعبنا، عندنا سيستم صحيح. الفرق الثانيه انا اتفرجت على الوداد كذا مره، يعني الوداد وليد صناعه فرصه، وليد ضربات ثابته، ما هو المدرب اسمه وليد. وليد ضربات ثابته، وليد اخطاء، وليد اخطاء الخصم. ايوه اخطاء الخصم. ايوه بيترو اتلتيكو ولا كان حاط في دماغه الكلام ده، بيلعبوا مهاجم جوه وبره وضغط عليه وكلام من ده، لو عنده اتنين بيعرفوا يفنشوا هجمه كان الوضع، او لو عنده حظ كان طلع اول هاف تايم على الاقل كسبان، وتاني هاف تايم كان صحيح. خلص المباراه واتلعب ضربات جزاء على الاقل، وكان في تالق غير عادي من حارس المرمى. ليه؟ لان ناسيين بيلعبوا لعبهم، بيلعبوا بسرعتهم، بيلعبوا جيم مفتوح. انت عندك ما شاء الله خطوط ثابته في كل خط، عندك خط الدفاع مع خط وسط ملعبك مع الخط الهجومي، عندك مشاكل. اسمه وليد ايه؟ هو وليد الركراجي، وعند الركراجي عنده مشاكل كبيره قوي مع فرقه النادي الاهلي. مش هقول لك الاهلي بيلعب ازاي، الاهلي بيلعب زي كتب وزي الكره الاوروبيه ما بتتلعب، اطراف ونص ملعب وشوتينج وسويتشات هو المشكله عنده زي ما انت اتفضلت وقلت الحشيش. مين اللي عليه الضغط؟ هو اللي عليه الضغط. انت كل كره هتعدي فيها نص الملعب هتلاقي الهزه النفسيه بتحصل في فما بالك بهدف مبكر بقى، فما بالك بهدف مبكر، ما بالك بقى بهدف زي ما بيقول الحشيش مبكر، او خلاص يربك الحسابات، استحضارك للماضي صحيح، او لعيبتك هاديه، وزي ما قلت لك عندها لعيبه عندها من الكاس وعندها من الفرديات وكده، انها تقدر تعمل اي حاجه في اي وقت، شوتينج، اي مشاكل صحيح. حتى الكورنر
احنا ياما كسبنا سان داونز بالكورنرز هناك ضربات ثابته، وضربات ثابته من على ال 18 وعلى الاجناب خصوصا. عندك ناس بتعرف تعمل تيكوف دلوقتي جوه منطقه جزاء الخصم، عندك حاجات كتير قوي. بس اليوم تبقى انت رايح بدنيا سليم، ما عشان كده انت سافرت ده. من النهارده عشان تقعد خمس ايام هناك تتمرن وتستعد. اليوم ده يا محمد انت تبقى استشفى بتوع لعيبتك، ما تلعبش حد متعور خالص اللي جاهز بنسبه 100% طبعا خالص طبعا. ليه؟ انا لو لعبت لي واحد نص نص اللي جنبه مش هيبقى مظبوط. صحيح. يعني محمد عبد المنعم ما كانش يبقى 100% ما يلعبش، لان عندك 2 3 في المكان ده، وعندك الفوارق لغايه حتى محمد هاني. ما حدش هيقدر يشيل واحد مصاب. محمد هاني يقدر يخش في المنطقه دي كمان، بقول لك غير ياسر ابراهيم وايمن اشرف وربيعه عندك كذا حد، فما ينفعش حد يلعب على حساب نفسه او على حساب الفريق. صحيح. في اليوم ده اليوم ده مفيش تعويض. اليوم هم 90 دقيقه باذن الله تكون انت موافق. ويا سلام يا حشيش لو احنا لينا سبق التهديف زي ما انت بتقول. تفرق كتير طبعا. حد بيجري وراك وانت الهدوء والنقل وما اعرفش ايه، ده مش بيجري وراك بس، ده بيجري وراك وفي ناس من وراك مستعجل. مستعجل ده انت بيجري عادي ولا بيجري عادي غير مش مشكله الاستعجال. واعتقد في فرق تملك الروح وروح العوده والكلام من ده، دي اللي بيملكها التيشيرت الاحمر. صحيح. اقوى ما في الحياه هو التيشيرت الاحمر اللي بيعمل الكامباك ده او الريمونتادا، مش صحيح. مش في الاهداف بس، ده في الماتش. يعني انت طول ما انت متعادل 0-0 انت بتحس انك خسران. النادي الاهلي دي سمة بتاعته. صحيح. على طول عنده تكتيف وعنده تزويد وعنده اطراف وعنده عرضيات وعنده حد بيصلح وحد بيرقص وحد كل ده لازم يستحضر اكيد طبعا. سامع انا ان مستر موسيماني قعد مع لعيبه وعمل شكل فردي وشكل فيديو وشكل امبارح اتكلم مع كل الناس، فالرؤيه الفنيه دي بتاعتهم كلهم. اللي انا شايفه عاجبني الروح بتاعت الاهلي وهي مسافره، مش شايف حد قلقان، يمكن شايف الشناوي حامل المسؤوليه وحامل الرايه، هو واضح عليه وده حقه طبعا. انما بقيه اللعيبه حاسس ان هم فريش. انا الشناوي مش هنساله تصريح، يعني لما طلع في المؤتمر الصحفي قبل ماتش الرجاء ب 24 ساعه ولا سالوه على موضوع الجمهور والحضور الجماهيري، قال لهم يا جماعه انتوا عاملين مشكله ليه؟ ما الجمهور هيجي وهيشجع لكن مش هيلعب. بالظبط. يعني فكره اللي انت تخوفني ان دي الخبره بقى اللي انت بتتكلم عنها، انا ما عنديش مشكله. وفعلا الاهلي كسب وتاهل من المغرب، راجل بتاع منتخبات ولعب كاس عالم ولعب قدام فرق كاس عالم انديه، كاس عالم كبار، كاس امم، سواريز والناس دي لعب، يعني قدام جماهير كمان جامده جدا. يعني لو معاك صلاح يوم ماتش سواريز ده، لو اول ماتش في كاس العالم السنه اللي فاتت كان فرق معاك الاداء كتير جدا. صحيح. وكان فرق، فانت بتمر بخبرات كمان. بالنسبه لك حاجه زي دي، لا ده انت بطل عالم ثالث 3-4 مرات، انت دايما زي ما قال حشيش دي بتاعتك. او زي ما انت يا محمد بتقول المعشوقه. ايوه المعشوقه اللي هي بتحب تبقى في حته معينه كمان. صحيح. اللي بيروح اللي بياخدها ده بيعرف يستعملها في حته ثانيه وبيقدرها. وبعدين 100 مليون اهلاوي ده غير اللي حوالينا يدعموا محمد صلاح في ليفربول، بالك بقى بيدعموا فرقتهم بشكل عامل ازاي؟ اوعى تفتكر انت رايح بجمهور قليل. لا طبعا. لا 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 ده هناك في كتير قوي طبعا. هتلاقي توانسه اهلاويه، جزائريين اهلاويه، شفت علاقه الجزائر كان بينا عامله ازاي في الماتش اللي فات؟ حاجه. صحيح. فوق الوصف الحقيقه. صحيح. مغاربه اهلاويه يعشقوا الاهلي واحنا علاقتنا بالمغرب ما انتوا عارفينها، عشق وجمال كذا بلانكا. انا كل يعني كل الناس اللي عايشه هنا في المغرب اعتقد ان 99% منهم اهلاويه كمان، بيحبوا الاهلي بيعشقوا الاهلي. صحيح. احنا مش في غربه. صح. لا خالص هي بس اول حاجه احنا في بيتنا، تاني حاجه اللعيبه عدت عليها. صحيح. الماتشات دي كتير. صحيح. هي الفكره بس كنا يعني بنوضح الازمه التنظيميه اللي عملها الاتحاد الافريقي، لكن لا الوداد طرف ولا الاخوه في المغرب. الازمه النفسيه خالص. اللي عملها يعني الاتحاد الافريقي عمل ازمه كبيره جدا، والنهارده كملها. يعني جاي يبعت لك قبل ماتش بخمس ايام يقول لك الجمهور هيبقى كذا كذا كذا، لو عايز احضر رحلات احضرها امتى واسافر؟ احنا خلاص فاينل جوميز. رسميا الحكام. وهنتكلم على طاقم. انا عايز اقول لك ان الاتحاد الافريقي صدر ازمه لنفسه ولشكله. ده حقيقي. يعني دي لازم الواحد يقولها. يعني الاتحاد الافريقي الكلام ده كله قدام الدنيا كلها على مرأى ومسمع من الناس كلها، صدر لنفسه مشكله ان هو اساسا في تخبط جواه، في عدم اداره جيده. الراجل اللي ماسك الاتحاد اللي هو لسه جديد ده ثبت ان هو رجل اعمال ملوش علاقه بالاداره والناحيه الفنيه، بعيد كل البعد يعني، سواء هو او الشله اللي موجوده معاه. فصدر لنفسه
مشكله كبيره. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون قد المشاكل دي كلها. تنساش برضو اللعيبه بتاعتنا راحه مش حاطه في دماغها الجمهور اللي موجود، سواء 10,000 او 5,000 او 20,000. هو كل واحد شايل على كتافه مسؤوليه ملايين من الاهلاويه في مصر وفي جميع انحاء العالم. مش اول مره النادي الاهلي يخوض تجربه صعبه زي دي. سيبك من التحديات، خلاص التحديات دي اتقفل عليها، او الجهاز والاداره بعده اللعيبه اكيد من اول ما هيسافروا ويروحوا ينزلوا ارض المغرب هينسوا تماما كل المشاكل، هيبدا العد التنازلي، هيبقى كله تركيز في المباراه. مهم جدا جدا خلال الفتره، لو هنتكلم على الحته الفنيه، ان مهم جدا كل واحد في مركز معين يتفرج ويدرس كويس قوي اللعيب اللي هيلعب قدامه في فرقه الوداد، لان دي مهمه برضو انك تدرس اللعيب اللي قدامك كويس قوي. الدراسه الجماعيه كفرقه كتيم دي حاجه بتاعه الجهاز، انما الحاجه الفرديه بقى انا راجل بكرايت عايز اعرف الطرف الشمال ده اللي قدامي ده بيلعب ازاي، طريقه لعبه بيلعب ازاي، بيلعب على الخط ولا بيحب يخش جوه، بيرقص على بره ولا على جوه، بيشوط بيحب يشوط ولا بيحب دايما يعمل الدبل باص. الحاجات دي كلها مهمه قوي، مهمه جدا جدا. كابتن حشيش، كابتن شريف، محمود متولي، محمد بجدي قفشه، يمكن دي لقطات طبعا يعني تم اذاعتها منذ قليل للبعثه اثناء تواجدها في المقر الرئيسي في الجزيره قبل السفر، وشايفين الكل بيتحرك وقتها كان في توقيت واحد. كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، حمزه علاء، مصطفى شوبير، محمد محمود، عمرو السوليه، طبعا كنا شفنا بدري بنون هيكون موجود كمان معاهم في الرحله ان شاء الله. محمد محمود، محمد محمود هو كمان موجود. البعثه يمكن اعتقد هو كده كده بيتسو موسيماني خد القايمه بالكامل. يعني عايز اقول لكم بالمناسبه يمكن قايمه الاهلي الافريقيه حوالي 40 لاعب، لكن المتاح حاليا طبقا لظروف القيد وبعد عدد من الاصابات والغيابات وفي لعيبه خرجت للاعاره او للبيع، القايمه حاليا فيها 28 لاعب سافروا كلهم. اعتقد بالصوره كله اللي انا شايفها، انا شايف كلهم، انا شايف الكل مسافر بما فيهم بدر بنون كمان. يعني بالظبط، وادي كمان علي معلول. يمكن علي معلول عامل ارقام مميزه جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره، والمكسب على انبي بهدفين مقابل هدف، والاهداف اللي احرزها معلول يعني دفع معلول على فكره جداً. محمد، يعني النقطه دي احنا كلاعيبه، والشريف يأيدني في الكلام ده، مهمه جدا جدا يا شريف، اما اكون انا خارج التشكيل او مصاب او عندي كذا واسافر مع الفرقه، يعني بتدي احساس غير عادي. لم الحكايه كلها يعني كلنا واحد، كلنا واحد حتى يعني بدري. مهمه جدا حتى يعني بدري. ما بقاش انا شاركت في البطوله او موجود مع التيم ده واقعد انا في مصر وابقى متفرج، انا بقى لازم ابقى موجود. ده اللي دايما بيكسبنا طبعا. عملوها في كاس العالم الانديه على فكره، وعملوها مظبوط. لو نفسيه واحده مش مظبوطه عمرك ما هتبقى في الوضع ده. طول عمرنا ايدينا على ايد بعض، صحيح، طول عمرنا في الموقف ده. انا كنت العب نهائي افريقيا، صح، ده لو انا سوبر بلاير وما لعبتش هبقى قاعد بره بتمنى. وبعدين الناس بتستغرب بالنادي الاهلي يقول لك البلس 90 ليه؟ ما هم الحاجات الصغيره دي، الحاجات دي مهمه جدا جدا. التكاتف ده ماتش ام بي، انت تبص على النتيجه تلاقي في بلس 95 دي 94 1-0 بلس 95 الموضوع زاد. دي 94 دي زاد. اقول لك بس ده عايزه كتاب، عايزه فيلم. ايوه الدي 94 1-0 الانبي، انا عملها ثلاث مرات. ايوه ثلاث مرات بشكل لو رحت عملت بنخرج بعدها. محمد يعني زورك يعني مش عارف، احنا من لحظه ما كسبنا للحظه واحنا داخلين الكوريدور في الاستاد او في المكان اللي وانت خارج من الاوضه رايح على الاوضه دي ما بتاخدش 20 ثانيه. انت كنت في حال بالزبط. وخارج الحال الطبيعي بتاعك ان انت في ايدك في جيبك 3 بونت او على ايامنا احنا الاثنين بونت. لذ حاجه شيف ايه كابتن حلمي طولان، طبعا مدرب كبير وجميل وراجل جميل جدا، شخصيه جميله جدا، مدرب عالمي. يقول لك انا كفايه ان انا مع النادي الاهلي كسبان لغايه الدقيقه 90. لا ده كمان الدقيقه 94 انت لو رحت بس عملت كوبايه شاي ورجعت وبقت الدقيقه 98 2-1 انت ازاي؟ مش ممكن يعني. انا مانشستر سيتي عملها في استون فيلا وعملها في صلاح بصراحه، مش أيوة استون فيلا يا عيني جابوا الجول وقال لهم قالوا له ثلاثه. صلاح رجع بعد ما جاب الجول مش مصدق. صعبه جدا ده حقيقي. ثلاث اجوان في ست دقائق دي، انا قلت هم اتفرجوا على الاهلي امبارح. وايه اللي حصل يا عم؟ شيمه الابطال. البطل لغايه اخر ثانيه لا مقاومات رهيبه. لا فرقه جامده قوي مانشستر سيتي طبعا، والاداره جامده قوي طبعا. ايوه امكانيات مش عارفين يفوزوا في ابطال اوروبا. عين ازاي بتعرف تنقي لعيب؟ أيوة. خد بالك، ما هو فرق ايه بقى لما تيجي تتكلم ايه ليفربول دول وايه مانشستر سيتي؟ ايوه مع اختلاف اسلوب اللعب.
انما الهدف واحد. بس التاريخ بس التاريخ بينتصر يا كابتن شريف. التاريخ بينتصر مع كامل احترامي للامكانيات الماديه وكل حاجه. انت ممكن تعمل فرقه وتصرف عليها 30 40 مليار جنيه لكن التاريخ والاسم والجمهور والحظ ماشي التوفيق موجود بس التاريخ كمان خد بالك. انا بس ركز معايا في التفاصيل دي. أيوة. التاريخ والقيم والمبادئ والمكانه والاسم والشعبيه بتفرق. ليفربول ما صرفش زي ما مانشستر سيتي صرف وما صرفش زي باريس سان جيرمان ما صرف. أيوة. لكن في النهايه اسم وقيمه ليفربول في الكره الانجليزيه وفي الكره الاوروبيه وتاريخها وبطولاتها وجمهورها وقصتها. ليفربول ده كان خسران 3-0 في نهائي كاس اوروبا في ايطاليا. كويس. اتعادل 3-3 وكسب كاس اوروبا. ده من احد طيب فرقه بعد المباريات اللي ايه هنقول. لا انا عايز اقول من احد المباريات اللي هي استحاله تصدقها. هنروح بعيد ليه يا شريف؟ الدوري المحلي اول تايم 3-0 النادي الاهلي اكبر بطولات واكبر تاريخ واكبر صحيح. الكلام ده كله كم فرقه طلعت في ال 10 15 سنه الاخرانيه؟ اوه كتير. 6 7 8 فرق ومنهم فرق بامكانيات كبيره جدا جدا. انما تطلع ماتش 2 3 4 انما توصل لحاجه معينه وخلاص ما عندهاش الروح الطويله بتاع النادي الاهلي. البيز مش موجود اللي كنا بنتكلم عنه. والتاريخ والامكانيات والجمهور. والجمهور والمبادئ والمنظومه اللي ماشيه. الناس بتسلم ناس، اجيال بتسلم اجيال. الهيبه اللي موجوده صحيح. اسمك بقى انت تلعب بتيشيرت احمر رهيب عامل حاله طيب. رعب للعالم كلها. عايز اقول احصائيه رقميه واحنا بنتكلم على مباراه الاهلي والوداد. الفرقتين لعبوا 12 ماتش في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. الاهلي فاز في 6، الوداد فاز في 8. الاهلي تعادل 4 ماتشات، الوداد تعادل ماتشين. الاهلي خسر مباراتين وكانت المباراتين من صن داونز ذهاب واياب في دور المجموعات. الوداد ايضا خسر مباراتين. الاهلي سجل 23 هدف، الوداد سجل 26 هدف. الاهلي استقبل 11، الوداد استقبل 9. كلين شيت يعني عدد المباريات اللي الاهلي يعني ما فيش اي فرقه قدرت تحرز فيها اهداف. الاهلي طلع في 3 مباريات كلين شيت، الوداد خرج في 4 مباريات كلين شيت. هداف الفريق الاهلي محمد شريف 6 اهداف، هداف فريق الوداد يحيى جبران 5 اهداف. قريبين من بعض يعني النسب قريبه يعني تكاد تكون قريبه يعني. ده لو اتعصب ما بتلاقيش فرقه الوداد. هو بيتنرفز بسرعه وخد انذارات كتير وبيعمل مشاكل جوه الملعب مع نفسه مع اللعيبه وحتى ساعات بيتغير كتير قوي بيغيره يعني. احنا نامل بس الشيء ربنا يهدي الحكم كده ويكون ايه يعني فير. طب تنظيم من نتكلم على الحكام. فيكتور طيب. حكم المباراه اللي هيدير اللقاء الحكم الجنوب افريقي فيكتور راجوميز، معاه مساعد اول من لسوتو والمساعد الثاني من جنوب افريقيا، الحكم الرابع من انجولا هيردنز كارفيلو، وده اللي هيدير ماتش مصر وغينيا في اولى ماتش. اهم حاجه الفار بس. الفار بقى حكم الاثيوبي. ايوه صاحب الكابتن الشحام. ايوه صاحبه اللي بيجري كده الجاريه اللي هي بتاعت العاب القوى. راكب موتوسيكل في الملعب ده. الراجل ده كويس جدا. مملكه سيما هو حكم الفار، معاه مساعد فار الحكم السوداني محمد عبد الله، ومساعد ثاني فار الحكم التونسي هيثم كيرات. ده طاقم التحكيم. كويس المساعدين يعني من ريحه الحبايب سواء هم كلهم يعني زي توانسه بس وطبعا والسودانيين. ايوه بس يا عم صاحب يعني. بيتسو ايوه ومملكه صاحب الكابتن محمد حشيش. ايوه صح. لا ان شاء الله باذن الله مباراه مهمه. شاف يعني الطاقم ان شاء الله باذن الله يبقى كويس. ربنا طبعا سهل لان الفار برضه عليه يعمل دلوقتي في المباريات بيغير نتيجه المباريات. مهم جدا. واخد بالك ازاي ومش عارف ما بتقدرش تحكم بقى الفار ندهله وما ندهلوش لان في ناس الفار بيندهلها وبتطنش وفي ناس كذا وفي ناس كذا. فنامل يعني ان كل حاجه يعني كل حاجه تبقى بشفافيه وواضحه يعني. واحنا مش طالبين النادي الاهلي طول عمره ما بيطلبش مجاملات من حد، احنا بنطلب بس ان ناخد حقنا زي حق اصحاب الارض اللي موجودين. ما يبقاش التعاطف مع اصحاب الارض زي العاده معظم الحكام في افريقيا بيروح مايل شويه ناحيه اصحاب الارض وناحيه الجمهور. احنا بنتمنى يبقى طقم محايد سواء في الملعب مساعدين فار وناخد حقنا مش اكتر يعني. والدور الباقي على اللعيبه انها يعني تبقى اكبر من التحكيم واكبر من الفار واكبر من الحاجات دي كلها يعني. اكيد. كابتن شريف تعليقك على الطقم. انا عندي مقوله دايما اللاعب او الفريق نفسه هو اللي بيساعد التحكيم على اداره المباراه بفير بلاي. ما في فرقه بتنزل تبقى اعصابها قلقانه من شكل معين من اسم معين من التحكيم بيعملها حاله ارباك
حتى لو كرة مش لو كرة انا بتاعتي او مش بتاعتي بحس ان انا بتظلم فيها. بالنسبه لفيكتور جوميز اعتقد انه هادي جدا. الفرقه اللي بتبقى كويسه وماشيه وما بتعملوش مشاكل الراجل بيبقى فير الحقيقه. احنا خلي بالك بنساعده بقى احنا كمان. ما انا بقول لك هي دي حته مساعده الفرقه بتساعد الحكام. بتساعد الحكم طبعا بتساعد عليه الماتش طبعا. انا بساعده بادائي بساعده باهداف بساعده خلاص الراجل بره صح ايده الحكايه صح صح. انا ما بصدرلوش مشاكل قلق أيوة في اي حاجه أيوة مش محمد صلاح في افريقيا قعد متعصب صلاح وكمان فقال له خدوا حكام انت الراجل عمل لقطه شهيره قوي يعني الراجل ما قالوش حاجه غلط برده كمان يعني راجل محترم قوي يعني قال له اتفضل الصفاره انت اصل احيانا محمد الضغط على الحكام بيجيب نتيجه عكسيه بيشوه صورته كمان يعني في ناس تقول لك ايه اضغط على الحكم من الاول عشان يقلق مني وتاثر لا بالعكس لا في حكام عنيده في حكام شخصيات لا وعنيده وعنيده تضغط عليا خلاص الضغط عليا ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه وبيقولوا عليه ان هو مش محتاج لا لا ده راجل عنده طياره خاصه وبيسافر وبتاع فراجل مش اللي مستني بقى بيحب الحكايه بيحب اسمه ورايح كاس عالم بيروح كاس عالم لسه بتؤهل وهو الحقيقه هو على لساننا يعني بيحب يبقى له وجود كويس. ما بيشوهش صورته بقى حاجه نساعده طبعا نساعد نفسي طبعا وابقى انا في الملعب الاقدر صح. انا في الملعب هو هيبقى مبسوط بيا حتى اللي شلت عن عاتقه كتير طبعا عايز اقول لكم من ضمن الكواليس قبل ما اطلع لفاصل يمكن الحكم الاثيوبي بمملكه سيما تم اختياره لانه بالمناسبه مش رايح كاس عالم ودي اخر سنه ليه لانه خلاص 45 سنه جامل يعني مش هقول مجامله هم عايزين برضو يديله ميداليه ويكون موجود في حدث ويكون موجود على المنصه فبيكافئوه في ختام مشواره ما راحش كاس عالم ودي عملت له ازمه نفسيه شويه فيعني موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا فاتمنى ما تكونش يعني مجامله لمملكه سيما ويكون هو فعلا كفء لايه وجوده في تقنيه الفيديو ويسيب ذكرى حلوه ان شاء الله ما يكونش فيها اخطاء مؤثره يعني لان ربنا برضو الخواتيم مهمه قوي يعني يعني يبقى كويس في الاخر يلحق نفسه يعني شوف احنا بندور عليك كلنا الفير بلاي الفير بلاي بس انا مش عايز حاجه لينا مهما كل اللي تعرضنا له انا بدور على الفير بلاي صحيح بدور على لعيبتي تنزل مش حاسه ان لا هو كان عنده ازمه كمان مع رئيس الاتحاد المغربي في مباراه الزمالك ونهضه بركان فاتمنى ما يكونش لها تاثير لان انا فاكر وقتها بملك رفع شكوى للكاف ضد رئيس الاتحاد المغربي وبعد كده سحب الشكوى فاتمنى الموضوع ده ما يكونش ليه تاثير على تعيين مملكه سيما في تقنيه الفيديو كلنا عارفين اللي حصل وقتها والكلام ده موثق بقرارات لجنه انضباط في 2018 وبملك رفع شكوى لجنه الانضباط وبعد كده يعني الشكوى تم سحبها والموضوع انتهى هو الرئيسي ودي. في الفار هو الحكم الرئيسي في تقنيه الفيديو فوجوده في هذه المباراه بالمعطيات والمعلومات السابقه وهي وقائع ومستندات مش وجهات نظر ده وقائع فاتمنى ما يكونش الكلام ده ليه تاثير عليه في تقنيه الفيديو اتمنى تقنيه الفار تبقى محايده لان الموضوع مش مستحمل غلطه فيكتور جوميز بنثق فيه واتمنى ما يتاثرش بالضغوط المغربيه عليه نفس الامر لمملكه سيما وسيبكم من الهجوم اللي موجود بره لان هم يعني كل واحد بيحاول يعني يضغط بالاتجاه اللي هو عايزه لكن احنا لما بنضغط احنا مش بنضغط احنا بنقول وقائع بنقول مواقف بنقول قرارات وبعدين هنضغط ايه ده الماتش هناك كله في احنا ضيوف مهما ضغطنا ما خلاص اللي حصل حصل يعني هضغط من نص ملعبهم ايوه على 18 ونص ملعبي بس هلعب معايا الديفندر بتاعي بنص ملعبي الكره الثانيه بتاعتي هو ده الضغط بتاعي صحيح. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع وندخل بقى في التفاصيل الفنيه ونستعرض قائمه الاهلي ونستعرض التشكيل اللي ممكن بيتسو موسيماني يعتمد عليه طبعا لسه باقي 5 ايام على المباراه لكن برضه هنتكلم في التفاصيل الفنيه خاصه ان الفريق حاليا خلاص وصل مطار القاهره وبيستعد بقى لانهاء الاجراءات الخاصه بسفر البعثه من صاله السفر في مطار القاهره الدولي.
اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم متابعين معانا بالتاكيد الكواليس الخاصه والحصريه لبعثه الاهلي اللي متجهه ان شاء الله الى المغرب مساء اليوم استعدادا لمواجهه الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا على مركب محمد الخامس في كازابلانكا يوم الاثنين القادم الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره بقياده تحكيميه للحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز. طيب زي ما انتم شايفين الصور الخاصه باللاعبين وهم خلاص بيتحركوا من ملعب التتش، وخلاص هم حاليا دلوقتي في مطار القاهره الدولي. بيتسو موسيماني اعلن بشكل رسمي القايمه اللي هتسافر او اللي هتكون موجوده في المغرب وبتستعد للقاء الوداد. وزي ما قلنا لكم في الفقره التحليليه واحنا بنتكلم على القايمه، الراجل واخد القايمه كلها المتاحه، لان زي ما انتم عارفين القايمه كانت 40 لاعب لكن في لعيبه مصابه وفي لعيبه خرجت للاعاره او للبيع، فحاليا متبقي من القايمه 28 لاعب. هو خد ال 28، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء في حراسه المرمى، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، محمود متولي، بدري بنون، محمد عبد المنعم في خط الدفاع، محمد هاني وكريم فؤاد وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد، خط الوسط عمرو السوليه، محمد محمود، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وليد سليمان وبيرسي تاو، محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن واحمد عبد القادر واحمد نبيل كوكا. بعثة الأهلي هتغادر بإذن الله بعد قليل، وهيكون في رئاسة البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والبعثة إن شاء الله مع تحرك الطيارة هتكون في حدود الساعة 6 من مساء اليوم، يعني بعد أقل من ساعة بإذن الله استعدادا للمغادرة والتوجه إلى الدار البيضاء للدخول في معسكر مغلق من مساء اليوم. ومن الغد إن شاء الله هيكون في الاستعدادات للتدريبات بقى وكل الأمور اللوجستية والإدارية تم التنسيق والتحضير ليها بعد سفر الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي بالأمس. فندق الإقامة، ملعب التدريب، الفندق قريب جدا من مركب محمد الخامس حوالي ربع ساعة في بالحافلة، فبالتالي إن شاء الله تكون الظروف كلها مهيئة. زي ما انتم شايفين القائمة 28 لاعب، اللي مش موجود في القائمة زي عمار حمدي، أكرم توفيق، لويس ميكوسوني، يمكن انتم عارفين دي لعيبة عندها إصابات وإصابات مطولة شوية، فمش هيكونوا متاحين حتى يعملوا برامج تأهيلية هناك. طبعا الظروف والأجواء والتركيز في الماتش مش محتاج ان يكون في عدد اكتر من كده، لكن ال 28 لعيب دول ان شاء الله باذن الله هيكونوا متاحين بالنسبه للمباراه، ويقدر يختار بيتسو موسيماني القائمه النهائيه للمباراه. عايز اكد لكم كمان الاهلي هيلعب المباراه بالزي الرسمي والاساسي، لان اتعملت قرعه على الفريق اللي هيكون هو المفروض صاحب المباراه، يمكن دي احنا خدناها كده الحمد لله، القرعه ادتنا مساحه ان احنا ناخد حاجه يعني. فالاهلي هيبقى هو صاحب المباراه بالزي الرسمي، التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود. فريق الوداد بقى هيغير، اعتقد هيلبس بقى الطقم الابيض بالكامل او هيغير لون الشورت، ده هيتحدد بقى في الاجتماع الفني يوم الاحد اللي جاي، لكن طبقا للقرعه الاهلي اسمه اللي هيذكر الاول قبل فريق الوداد المغربي. طيب كابتن شريف ذكرت وقلت القايمه و28 لاعب، من خلال قراءه مشهد كده القايمه وال28 والتشكيله الاساسيه، شايف الاهلي ممكن يستعد ازاي؟ وهل بيتسو موسيماني بوجود ال28 يقدر يشتغل في الخمس ايام على التحضير للماتش بشكل افضل؟ بص يا محمد هقول لك على حاجه، دراسه الخصم اهم ما في الموضوع ده في التحضير للماتش، التحضير للماتش وانا ببني على العناصر اللي عندي اللي هي تقدر تمثلني من اول مباراه. القوه الضاربه بتاعتك، يعني انت عندك ما شاء الله دكه كويسه قوي وعندك لعيبه كلها شبه بعض. اهم ما قلنا في الحديث ان اللعيب يبقى سليم. هل انت عندك تغيير في اسلوب اللعب؟ هل هتلعب 4 2 3 1 ولا 4 3 3 ولا 4 3 2 1 ولا 4 1 4 1؟ يعني انت قربت مني انا. او 4 5 1. انك عندك من اسرع الفرق اللي بتعمل كونتر اتاك في مصر النادي الاهلي، خاصه مع الفرق وهي بتلعب بره، اكيد التانيين هيبقى عندهم فتح مساحات على ملعبهم وجمهورهم زي حشيش بيقول لك، وهيروحوا وعايزين. انت عندك من اسرع الفرق التناول ازاي تنقل هجمه عن طريق محمد شريف قدامه بيرتي تاو، والحقيقه بيتحرك تحركات عرضيه بيقدر يعمل شكل مغاير جدا، بيخش بعدها كل الفرقه بتطلع مع بعض. فانا تخيلت انا لو انا المدير الفني بتاع المباراه دي هلعب ازاي. صحيح. خلينا نتكلم زي ما محمد قال، قرب 4 1 4 1 انا عجباني، انا اتمنى 4 5 1. 4 5 1 دي بتريح على نص الملعب كله والطرفين، وبتريح الديفندرز بتوعي ان ما فيش حد من الاطراف هيخترقني. 4 5 1 دي يعني بمتلك نص الملعب، بمتلكه تماما، باخد اللعيبه بعمل كثافه عدديه، بعمل الكومباكت اللي اللعيبه كلهم مع بعض، الديفندر مع نص الملعب مع الفيرود بتاعي، نبقى كلنا حشيش قريبين قوي من بعض.
هل ده يقدر في الاربع ايام او كان من قبل كده هو بيتكلم في ده؟ اعتقد صعبه يعني، اعتقد اللي انا نفسي فيه هيبقى صعب تنفيذه او تحفظ فيه لعيبه، او هي حته بس ان الاطراف بتوعه الفراوده اللي ناحيه اليمين ناحيه الشمال اللي هم ساي بيرستا واحمد عبد القادر كويس، عشان كده كنت بحاول 4 5 1 عشان الاقي قفشه معاهم، الاقي قفشه مع ديانج وسولية وفتحي، عايز معاهم قفشه قدامهم. فزي ما انت قلت 4 1 4 1 دي عجباني عشان كده، ان حمدي فتحي هيبقى هو ال 4 1، الاربعه التانيين في العناصر اللي انا كلمتك عنهم اللي هو فيها قفشه وفيها سولية وديانج واحمد عبد القادر مثلا، وقدام عندك بيرستا على اليمين واليمين ومحمد شريف او محمد شريف لوحده في الناحيه دي. 4 1 4 1 دي حلوه بصراحه، انا عجباني، بس هل هو متعود انه يقدر يغير في الوقت ده على حسب ظروف المنافس اللي قدامه؟ هو ده اللي صعب عندي انا، يعني التدويره دي طيب. ما بشوفهاش غير ان اللعيبه تقدر تعمله من جوه الملعب. هرجع لك في الاسماء المقترحه، لكن اسال الكابتن حشيش، انت لو هتلعب 4 1 4 1 او ايا كانت طريقه اللعب، هو المدرب بيحط طريقه اللعب بناء على فرقته ولا بناء على القراءه اللي هيشوفها للفريق المنافس من خلال متابعه فيديوهات وماتشات الفريق؟ بص انا اهم حاجه عندي في الموضوع ده ان اكيد المدرب بيبقى فيه او المدير الفني بيبقى فيه استراتيجيه او فلسفه داخل بيها المباراه دي. الفلسفه دي بتحكمه اكتر من حاجه فيها، المنافس، الارض، المباراه نهائيه ولا مباراه ذهاب ولا مباراه اياب ولا كل الكلام ده. ثانيا على اللعيبه المتاحه عنده اللي هي في احسن حالاتها يوم المباراه بالنسبه له. يعني اول حاجه طبعا لازم هو خلال الفتره دي يا شريف ان هو يوصل اللعيبه لاحسن حالاتهم بدنية طبعا واستشفى في المقام الاول، في المقام الاول. تاني حاجه نفسيا، اعداد نفسي، لان المباراه دي محتاجه اعداد نفسي يمكن اكتر من البدني بعد التحديات الموجوده دي، فلازم يبقى في اعداد نفسي كويس قوي، ولازم اللعيبه كمان تبقى واصله لاستراتيجيه المدير الفني في المباراه بتاعته. انا ما يهمنيش الطريقه، بس يهمني لان الطريقه دي ممكن تتغير كل 10 دقايق في الماتش، يغير الطريقه على حسب الخصم اللي قدامك وعلى حسب النتيجه وعلى حسب حاجات كتير وعلى حسب حاله اللعيبه. احنا بنتكلم على البدايه، ما انا اقصد على حسب حاله اللعيبه كمان موجوده، ان انا ممكن ابقى منزلني انا في نص الملعب وانا بعتبر من احسن الناس اللي موجوده عنده وانا مش في يومي، فبالتالي ممكن اغير بدل مثلا ملعب اثنين وكان معتمد عليا في الحته دي في نص الملعب، روح مغيرها يبقى ثلاثة، يعني أقصد الشكل الطريقة بيتغير أكثر من مرة. المهم عندي كمان حاجة أنا بتكلم عليه بخطوط عريضة غير لسه نخش في الأسامي المقترحة. أهم حاجة عندي كمان إن لازم الفرقة تبقى عاملة حسابها أو في سيناريوهات. السيناريوهات اللي هي إيه؟ لا قدر الله الوداد يجيب جون في البداية هتبقى شكلك إيه؟ لو في وقت إضافي هتكمل في الوقت الإضافي إزاي؟ اللعيبة اللي بدأت معاك دي او انت مدخر حد على الدكه عشان لو تحسبا يبقى في وقت اضافي، على موضوع التغييرات في الشوط الثاني ده مهم جدا جدا. هو الماتش ده فيه وقت اضافي؟ الماتش ده لو حصل تعادل سلبي او ايجابي بيبقى لا بتروح لاكسترا تايم والله، بتلعب شوطين كل شوط ربع ساعه وبعد كده ركلات جزاء تربيحيه. لازم كمان تبقى عامل حسابك على السيناريو في اكسترا تايم. السيناريو الثالث برضه محمد ممكن توصل لضربات جزاء، عشان في بعض الفرق شريف بتتفاجئ انها وصلت لضربات الجزاء تلاقي مثلا ثلاث ارباع الفرقه بتضيع. انا بصراحه بقالي فتره متعقد من موضوع ضربات الجزاء، يعني انت فاهم ازاي، بس لازم اكون عامل حساب انا كمدير فني ابقى عارف الواحد بقى عنده قلق منها عكس الاول. طبعا المنتخب يعني مناسبتين لان هي كمان بتوصلك انك بتبقى 50-50، فدي محتاجه برضه بعض اللعيبه اللي بتجيد ضربات الجزاء واللي اعصابها هاديه و فكل الكلام ده اعتقد انه بيبقى في حسابات المدير الفني. لازم يبقى في حسابات المدير الفني الكلام ده كله. كذلك من البدايه الف ب الوداد اول ربع ساعه لازم غصب عن اي حد لازم يستغل الجمهور والارض والضغط وهم في الحته دي عشان يخطف هدف
يربك الحسابات، ازاي انت تديله احساس من البدايه، ما تقولش بقى اصل انا هامن في البدايه وعشان ما فيش هدف يجي فيا. هو ده السؤال، هل مستر موسيماني هيبدي هيلعب من اول مباراه ضاغط على الوداد؟ ما هو ممكن الضغط الناس شيف كلها هتنقسم هنا يعني. ممكن طبعا، انا في رايي طبعا غير التامين الدفاعي ولا برضه على حسب التشكيل اللي هيحطه، انما لازم يلعب ضاغط، هتملى في الفراغات الاماميه بالنسبه له، ما تديلوش حريه بناء الهجمه عليك. على الاقل لازم ابقى ضاغط في الاماكن اللي فيها الكوره، يعني ما بقاش ضاغط من كله من قدام، يعني اصل لازم اوزع مجهودي على 120 دقيقه مليون في الميه. بس انا برضه بقول لك، ما هي بتبقى مدارس، مدرسه ان انا ممكن اقابل الضغط المتوقع من الفريق المنافس على ارضه واستغلال الجمهور ان انا اضغط عليه فقلل الضغط عليا، وفي مدرسه ثانيه تقول لك لا، ما انا برضو عشان زي ما انت بتقول هقلل المجهود دلوقتي تحسما لحاجه، فممكن اامن في الاول ربع ساعه وبعدين ابتدي. وعندك لعيبه معينه دايما، انا وانت كنا بنلعب زمان كنا بنختار احسن ثلاثه في الفرقه اللي بتلعبنا نعمل عليهم ضغط طبعا، ما يستلموش سهل جدا، رقابه وارتكاز على اللعيبه دي. صحيح، ده برضو شكل تاني من الحاجات اللي احنا بنبقى بنفكر فيها. مهمتي انا ايه في المباراه دي؟ ان الباك رايت ده ما يتقدمش عليها ويعمل عرضيه، النص الملعب جبران ما يستلمش براحته ويبني هجمه، يحيى جبران ده ما يستلمش هجمه، لعيب كوره لونه كبير يعني، مش زي الشيف ما بيقول يا محمد الكلام مظبوط جدا. كنا بنلعب على ايه؟ يقول لك على مفاتيح اللعب، احسن ما في على مفاتيح لعب الفريق المنافس. احنا بقى هم يجيبوا بقى منين سرعات مصطفى وسرعات شريف والخطيب والناس؟ كنا الاول بنقفل ماهر همام عندك بيطلع صحيح واخد كل الكوره عليه من الراجل اللي طبعًا. هو طبعًا. اللي هم الافريقي بتاعهم او اي حد كان عندنا اساسيات، احنا الاول عندهم 2 3 4 دول لازم يتمسكوا كويس جدا، لازم نقفله، مفيش ميس باص في نص ملعبنا كتير طبعًا. خليك سيفتي، خاصه زي ما حشيش بيقول لك اول 10 دقائق او سيفتي طبعًا. ما تبنيش على نفسك هجمه ما مش عشان ابين ان انا هادي وبلعب الكوره وبمسكها وبطلع يمين لا، انت ما تحملش فرقتك اي رده فعل نفسيه ملهاش لازمه. انت مش محتاجها، لو لعبت كره طويله لقدام وراحت الكوره طالع كله بقى في نص ملعب الخصم احسن ما الكوره تتقطع عندي انا. بمناسبه الجزئيه دي يا كابتن شريف وكابتن حشيش، العب على مسافه 70 يارده ولا اصغر المساحات؟ بص انا لازم في المباريات اللي زي دي زي ما بقول لك في الوقت الاولاني لازم اصغر المساحات ودايما انقل الخطوره في الاماكن القريبه من ملعبي او من نص ملعبي. لازم دايما الريسك حتى عشان لو حصل اخطاء يبقى حصل الاخطاء دي في ملعب الخصم، لان هو كمان برضو خلي بالك اكيد مش هيديك الاستحواذ، مش هيسيبك تستحوذ في الاول عشان ما تضيعش عليه فرصه حمى البدايه بالنسبه له ان هو عايز يضغط، فمش هسيبك تستحوذ، لان انت اسلوب الاستحواذ اللي في البدايه ده ان انت بتهد شويه وبتهد الحماس الجماهيري، انك بتنقل الكوره عشان تحسسه انك الكوره معاك وراكب بتوطره. عليه بتوتره، فهو مش هيديك الحته دي، هو هيضغط عليك، فطالما هيضغط عليك يبقى انت تبعد الخطوره عن نص ملعبك او قدام ال 18 بالذات الكور الجانبيه اللي هي فيها كور ثابته اللي هي الفرق بتوجدها، وخصوصا الوداد مميز في الحته دي، فتبعد الخطوره عن 18 او حوالين ال 18 عندك تحسبا في البدايه، لانه هتلاقي بقى الاثنين مساكين طالعين والناس اللي بتلعب بدماغها وعلى اساس انه يخطف ولا يلطش كره في البدايه. لازم عندك في المباراه دي على حسب شكل الملعب اللي بيحصل بلاي ميكر عندك ضابط ايقاع للمباراه، كل ما انا بستلم الكوره في اي حته بدور مين هياخد مني، مين احسن واحد استلمه وانا مطمن. كان عندنا زمان لعيبه كتير قوي بديله كره وانا مطمن. صح. عندي هنا قفشه دلوقتي لو موجود في المباراه، قفشه عندي سولية رائع في الفتره الاخيره، وعندي سولية عندي سولية نفس القصه، ما بتديله كره بتطمن. لازم لما انا بمسك الكوره اذا كنت سولية بقى هستلمها بجنبي او هستلمها بظهري او لازم الاقي المثلث اللي بندور عليه اثنين ثلاثه بيطلبوا مني معايا. اثنين ثلاثه بيطلبوا مني وانا اريح الكوره. مفيش استعجال خالص النهارده في المباراه النهائيه لاي، لان انا لازم متاخر هدفين او متاخر هدف، انا الاحساس من جوه ان انا متاخر ان انا عايز اخد البطوله بس. ما انا رايح إن متعادل على ارض 0-0 انا صفر بتعامل صفر. مع المبدا ده فما عنديش حد معلم عليا في حاجه. انا كل اللي عايزه ان كل واحد في امكانياته يعملها، ما حملش فراودتي كلهم الحاله الدفاعيه يعني. انا بقول لك 4-1 4-1 ده شكل انا خايف منه
وعايز الم اللعيبه جنب بعض واقرب من بعض عشان بس ده التايم لتايم في الملعب مش الماتش كله مش الماتش كله يبقى يعني في سيناريوهات. انا في حته بتجنني بقى شويه بتجنني يا شريف قوي يعني ولاحظتها في الماتشات الاخيره بتاعتنا. انا كراجل مدافع المدافعين طبعا مهاراتهم الاساسيه اقل طبعا من نص الملعب واقل من الفراوده. ما اكون مضغوط انا وهجمه خطر عليا ومرتده واقدر استحوذ الكوره او اقدر اقطع الكوره مش شرط في الحته دي يا محمد ان انا ابصيها الواحد عندي في نص الملعب. مش عيب ان انا اطلعها في المناطق التانية خالص لان الخطوره لو تراجع ماتشات النادي الاهلي الفتره الاخرانيه تلاقي اللعيب مثلا عندنا اللي عاملينها ايمن اشرف مش عارف يقطع كوره في ال 18 عندنا بعد دربكه وناس متاخره من طيب جنبه والناس متاخره في الرجوع ان بصيها الواحد وهو لسه ما تعادلش ضيعت مننا دوري ضاعت انت فاهم ازاي دي ضيعت مننا السنه اللي فاتت الدوري. الدوري هي مش عيب ان انت تطلع الكوره حتى لو بصيتها للخصم بتاعك انت فاهم ازاي في نص ملعبه مش عيب ممنوع يرجع للشناوي متاخر بالظبط يعني ممنوع تدي مساحه للفرود انه يضغط يروح للشناوي خدت بالك يشاركوا في الكره اللي هي رايحه للشناوي بس انت ليه بتجبر الشناوي على لعبه واحده معتمد على انه الشناوي لا انا بلعب السليم ابعدني عن المنطقه دي في ماتشات يا محمد بتخلص باخطاء الفرق الثانيه والوداد من الفرق اللي بتستغل الاخطاء المنافس والاجوان ما بتجيش الا من الاخطاء بس كده بس الوداد مش من الفرق اللي تبني هجمه يعني هو بيعتمد على باصه غلط في نص الملعب سرعات فاول كره ثابته انت زي ما قلته حماس الجمهور وحماسهم هم وعلى ارضهم وتحركاتهم السريعه هيضايقوك في الاشتراكات في الالتحامات هيخشوا فيك الحكم اداني ما ادانيش انا على ارض يعني هيعملوا سيناريوهات مع نفسهم ان احنا اليوم يومنا انت ماكش لعب القصه دي زي ما قلت حشيش السيفتي بس السيفتي صح بطلع واحد هناك بديله واكمل شريف قال كلمه مهمه جدا 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 كنا احنا زمان فيها ما تبقى انت كراجل ديفنس وعايز تنقل الكوره مش عايز تلعب الطويل عايز تنقل الكوره في نص الملعب دايما بختار انا كمدافع الراجل اللي انا مطمن له ان انا لو اديته كوره حتى قصيره طويله جامده هيعرف يتعامل هيعرف يمتصها وهيعرف مش هيتخض لان هي قدرات ربنا خلينا قدرات منا ومن بعض يعني تلاقي محمد مثلا ايه لو هنفترض حمدي فتحي ديانج السولية ما جيش انا في زحمه مثلا روح مدي ديانج كوره لا وشوطه انت فاهم ازاي مش شوطه ما عندوش بس انا اقدر اديها لسولية الله ينور عليك اديها القفشه في وسط اربعه مش مشكله اديها لسولية انما ما اديهاش لديانج ولسه ظهره واللعيب على بال ما يلب هو ما عندوش الملكه دي انما اديها له في حته فاضيه يقدر يمشي وفلسفه الرؤيه مع بقيه الفرقه الله ينور عليك يعني انا عندك محمد شريف ده ساعات يبقى قاعد ما بيتمشى هوب يروح قاطع انت روح ملعوباله بتلاقي بقيه الفرقه جايه من وراه صحيح محمد شريف لو راح لقى حد جاي هيعملها له صحيح يسند عليه عارف لو ما جاتش جول الفرقه اللي قدامك نفسيا هتتخبط صحيح اللي كان بقى طالع نازل لا هتلاقي من بره جرجور واقف له ارجع اسمه ايه الوليد ايه؟ وليد الرجراجي الرجراجي واقف له كويس؟ ارجع التزم هنا مش عارف ايه بتشيل عن نص ملعبك وبتشيل حته ثانيه يا محمد مثلا بتسهل على اللعيب زميلك انا عارف امكانياتك بمعنى ايه؟ انا عارف محمد شريف ما تديلوش الكوره في ظهره المدافع لانه بياخدها عايز يلف وعايز هو عايز حته فاضيه يعني بيعمل الفنت واروح له واديها له ناحيه الشمال بتاعته عشان هو بيجيد دي انت فاهم ازاي نفس القصه فانت برضو العب يعني لازم كلنا بنسهل على بعض في الملعب لازم نسهل على بعض في الملعب هي دي اللي بتولد بقى ايه يقول لك الفرقه دي فيها انسجام لا الفرقه دي موجوده فرقه هتعورني في اي وقت احنا قدامنا القايمه لو نبدا نقترح الاسامي او التوقع بالنسبه للتشكيل خد انت من اول اتفضل يا كابتن شريف ده انا احنا مع بعض شناوي علي لطفي مصطفى شوبير حمزه علاء باذن الله الشناوي طبعا عندك رامي ربيعه ومحمود متولي وياسر ابراهيم بدر بنون طبعا بره محمد عبد المنعم مصاب ان شاء الله يكون لسه يعني يلحق او ما يلحقش محمد هاني كريم فؤاد ايمن اشرف طب علي معلول عند خط الدفاع يعني أيوه. ترجح فكره رامي وياسر ولا رامي وايمن اشرف ولا ياسر وايمن اشرف لو عبد المنعم مش هيلحق الماتش ترجح فكره ان رامي ربيعه يلعب مع ياسر
ولا رامي يلعب مع ايمن اشرف ولا ياسر مع ايمن؟ انا دي رؤيه مستر موسيماني، عشان مستر موسيماني ساعات بيشوف في رامي. انا ليا راي مع التحفظ. هجي لك يا كابتن حشيش. انا أيوة. انا الديفندر ده عندي ديفندر يعني. اديني اجابه قاطعه يا كابتن شريف. ما هو بص رامي جوكر، ممكن يلعبوا ديفندر ويلعبوا في نص الملعب اللي هو 4-1 ده. انت ممكن تلعب قدام المساكين يعني، قصدي يعني لو ما فيش محمد عبد المنعم ممكن يبقى ياسر واشرف قدامهم رامي. ما تعرفش هو بيتكلم على 3-4-3. لا انا بتكلم على 5-3-2 يعني، او على حسب الفريق حاله وجود الثلاثه الديفندرات. هو ممكن يقفل له الحته دي كده على يعني رامي وياسر الفريق بتاعه اللي عامل لنا دوشه ده، هو ده يقفل عليه يعني رامي وياسر وايمن. انت حاله محمد عبد المنعم ده مش موجود. طيب كابتن محمود متولي، قبل ما نكمل موضوع التشكيل قدامنا هيبتدت لقطات تجينا من المطار، ودي لقطات لمجلس إدارة النادي الأهلي، سيادة الوزير العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الكابتن حسام غالي نائب الرئيس وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة. اللعيبة كمان هي ابتدت تتواجد وتتوافد على مطار القاهرة الدولي. قدامنا محمود وحيد، كابتن وليد سليمان، الحاوي ان شاء الله تكون. انا عندي احساس بالحاوي ده ان شاء الله ينزل يخلص. ينزل يخلص ولا ايه؟ انا بسميه اللاعب نفسي والله يكون موجود في لك على الاقل يكون موجود على الدكه والله، لو ربع ساعه تلت ساعه اتمنى يكون موجود. بيبقى له بصمه حشيش تاريخ. انا بحب وليد ده حب غير عادي يعني. لعيب كوره. انا معاك لعيب كوره. انا معاك احمد عبد القادر، علي معلول، حسام حسن، ربنا يكرمه ان شاء الله. محمود متولي يمكن دي لقطات حيه من مطار مثلا. محمود متولي انا كنت لسه هكلمك عنه دلوقتي، هل هيبقى ربيعه ولا متولي؟ لو متولي جاهز ما اعرفش جاهز ولا مش جاهز. متولي صعب يبدا. انا بتكلم على التشكيله هتبدا. ممكن يكون موجود على الدكه. لا انا بتكلم على نوعيه رامي ومتولي في الحته دي. هو قبل كده حط رامي في المنطقه دي عايز يقفل في شكل معين. طب عايز اقول لك حاجه، اختار من غير يعني ايه، ما تقول موضوع التأثير من غير تفاصيل فنيه، من غير يعني تفهم ازاي انت بتختار اللي هو اللعب التقليدي يعني اتنين مساكين. ماشي، ربيعه وياسر. مين ربيعه وياسر؟ انا شناوي، محمد هاني. ماشي محمد هاني. وعلي معلول الناحيه الثانيه. اوكي الاثنين مساكين، ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ماشي نخش على وسط الملعب وتخليني معاه في المدافعين. خليك انت بقى يعني مدافعين وابدا بعديه هو يقول. لا هو كمل بقى المدافعين. ايوه طب اتفضل يا كابتن شريف. نفس القصه بالظبط زي شريف بالظبط. مع التنبيه والتعليمات. ليه بقى؟ عشان برضو نقول ايه السبب ان احنا اخترنا اشرف، ايمن اشرف، وما اخترناش رامي ربيعه. عشان معلول يطلع براحته. عشان معلول دي نقطه. تاني حاجه هم عندهم سرعات. فلو هتقارن بين رامي وايمن اشرف في السرعات، لا ايمن اشرف. بس مع تحفظي بقى في ايه، لازم يلعب الامان الاندفاعات يعني بلاش الزحلقه والزياده والتاكلنج. هو عارف والكلام ده. ايمن عارف احنا عايزين نقول له ايه. بس كده ايه ده يا عم ايمن؟ بس كده الله ينور. لو انت واقف على حيلك ما حدش هيعرف ياخد منك كوره. انما هو انا في اعتقادي اجهز ايمن من رامي حاليا واسرع عشان السرعات، وفي نفس الوقت وبيعرف ينقل الملعب من ناحيه الشمال. يبقى في اتفاق على حارس المرمى. عنده الشوط، عنده كل حاجه، بس هو نفسيا والتغطيه بتاعت علي معلول نفسيا نمره واحد يرجع لايمن اشرف الطبيعي. ايوه طبيعي. متفقين على حارس المرمى ورباعي خط الدفاع. بس كده تمام. طيب وسط الملعب سلية، حمدي، ديانج. انا هقول لعيب وهو يقول. قول لي انت نص الملعب يا كابتن شريف. ديانج. اوكي ديانج اساسي. طيب نمره واحد. واحد معايا ومعاه طبعا. طب قول انت. عمرو سليه طبعا لو جاهز، وهو ان شاء الله هو جاهز لان الفتره اللي فاتت كلها مرتاحه عشان الماتش ده. فديانج والسليه عايز تلعب بقى بالثالث. ايه رايك تركيايا الخط الامامي تلعب 4-2-3-1 بقى، ولا يلعب بتفندر ثالث، ولا يكمل بثلاثه ثم راس حربه؟ هو هيحط حمدي فتحي من غير ما انا اقول. ولا هو بس كده هو هيحط حمدي فتحي لانه استحاله. يبقى السوليه في اليوم ده. ايوه استحاله في اليوم ده يبعد عن الستاره. أيوة. دي فيها بلاي ميكر وفيها ديفندرز وفيها واحد بياخد اللي هي 4-1-4-1 تقدر تنقلها. ممكن يغير بعد كده على حسب الظروف. انما ده هيبدا كده ب 4-1-4-1 حمدي فتحي هيبقى الاساس. طيب الاختيار الجاي بقى صعب. ليه بقى؟ انت بتتكلم انك محتاج تختار ثلاثه من قفشه، حسين الشحات، مفيش قفشه. لا قفشه هو موجود. مفيش. ما هو لو لا يعني اقصد هو لو لعب بالثلاثه مفيش قفشه. مفيش قفشه. طيب ماشي من خبرتنا معاه يعني محتاج تختار ثلاثه من حسين الشحات، طاهر، وليد سليمان، بيرسي تاو، محمد شريف، صلاح محسن، احمد عبد القادر، حسام حسن. ثلاثه من الثمانيه. اقول انا وبعدين انت تقول ولا ايه؟ اللي جاهز بالاجابه. انا جاهز.
لا انا عايزك تنقي لي ثلاثة. وانا هقولهم. بيرستاو ده اساسي. تمام. ماشي. كويس؟ تمام. هل هيلعب احمد عبد القادر ده ولا هيخليه بديل؟ انا مش عارف بعد الفترة الشكل اللي حصل. لازم بص في عدم وجود قفشة لازم يلعب باحمد عبد القادر. كويس قوي. من غير ما نشرح ليه. بس كده. يبقى عندك بيرستاو واحمد عبد القادر. ايوه. ماشي. مين بقى ال11 طاهر ولا حسين هيطمع في محمد ولا شريف في طاهر ولا محمد شريف احنا كده فاضل اثنين ناقص واحد ناقص واحد ليه ما احنا اخترنا بيرستا وعبد القادر 2 1 2 ناقص الواحد مين بقى الباقي يعني يبقى طاهر وحسين ولا شريف محمد واحد شريف. من الثلاثه محمد شريف على حسين يعني على طاهر او على طاهر على طاهر ما فيش طاهر يعني احنا اتكلمنا طاهر يا عبد القادر قلنا هنلعب حسين طاهر يا عبد القادر يا بيرستا طاهر اه خلاص احنا خدنا بيرستاو بس هو في ماتشات في الفتره اللي فاتت في ماتشات لعب بطاهر ولعب بيرستاو اه ما انا بقول لك على حسب حاله عبد القادر دي هو قال لك ادام مفيش حشيش قفشه مفيش قفشه لازم حلها لازم عبد القادر قال لك لازم عبد القادر وبعدين عبد القادر بيبتدي الماتشات ب 1 2 مع بيرستاو مع اوبوت انا عاجبني ده اللي حصل في الجزائر عنده لعيب بيعرف يروح على الجون وعنده ثقه خلينا بنقول يعني بيرستاو احمد عبد القادر محمد شريف بالظبط كده يبقى نقول الفرقه بقى محمد يقولها طيب يبقى كده الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش اتفقوا على ان التشكيل المتوقع للمباراه محمد الشناوي في حراسه المرمى ياسر ابراهيم وايمن اشرف في خط الدفاع باك رايت محمد هاني باك ليفت علي معلول في حاله محمد عبد المنعم لان يعني لو محمد عبد المنعم مش هيلعب لو مش جاهز وسط الارتكاز السولية حمدي فتحي الي وديانج قدامهم بيرستاو محمد شريف واحمد عبد القادر سجل سجل. نسجل آه. ماشي قدامكم اهو على الشاشه بعض اللقطات ايضا اهو من المطار ويمكن الفريق يمكن متواجدين اهو في المطار بيستعدوا ان شاء الله يمكن بعد اقل من نصف ساعه باذن الله هيكون التحرك للطياره عشان العلاقه شفت العلاقه بتاعت قفشه ومحمد شريف دي علاقه جوه وبره طبعا في الملعب الاثنين عندهم حساسيه ان هم بيشوفوا بعض وازاي بيبعت الراجل ده يروح للجون الاثنين في بينهم تجانس وتفاهم كبير جدا ولما بيقرب قفشه من خط ال 18 انا عارف انت هتموت عايز تلعب قفشه في الاول كلنا بس لما بيقرب قفشه كمان شريف بيشوفه بما فيه لغه تعامل جميله جدا بيروح محضر له كره صحيح. بيجي قفشه حاطط القضيه باذن الله اللي هنشوفها باذن الله هناك في المغرب وفي نفس الوقت عندك البدائل الكتيره قوي اللي موجوده عندك ده احنا حارمين طاهر وحسين شحات وقفشه ادي ثلاثه عندك ثلاثه بالظبط ووليد كمان ووليد سليمان ده اللي انا بتمناه تلت ساعه كده ده انا اتمنى وليد وهيبقى طاهر بره كمان انت عندك على الدكه عندك على الدكه على فكره تسع لعيبه وليك الحق انك تعمل خمس تغييرات خلال ال 90 دقيقه ولما تروح للاكسترا تايم هتعمل تغيير اضافي يعني انت ليك الحق انك تعمل ست تغييرات لو الماتش اتلعب 120 دقيقه هو في حاجه محمد برضو عايزين ننبه عليها يعني انا في رايي يا شريف بالمناسبه هي اللعيبه خلاص بتتجه للطياره سلامه يا رب ان شاء الله سعاد موسيماني يعني في بعض الماتشات بيستنى شريف على التغييرات شويه على حسب النتيجه انت فاهم ازاي في الماتشات اللي زي دي بيبقى برضو عايز ما بيغيرش بس بقول لك ايه خلينا احنا يعني بتوع كوره ونتكلم كلام للجمهور بتاع كوره يعني انت لازم العظم بتاع لعيبتك يبقى عظم قوي بس ما تقولش هو ليه ما ابتداش بسولية هو ليه ما ابتداش بديانج لا ما عنده مساحة وقت يغير هو ليه ما ابتداش بحمدي فتحي أيوه. لا انت لازم يبقى عندك لعيبة معظمة طبعا ساتر يعني عندك لعيبة تقدر تترجم لك عاملة بلوكات اي روتيشن انت عايزها طبعا جواكر طبعا لما سولية يطلع لقدام عارف ان وراه ديانج ديانج ساعات بياخدها ويروح من 2 3 يبقى وراه حمدي فتحي قافل الناحية اليمين دي محمد هاني تقدم اللي احنا عايزينه طبعا يعمل عرضيات صحيح. يبقى معاه حمدي فتحي قافل هو ديونج الناحيه دي معلول الناحيه الثانيه في لغه تعامل بينها وبين سولية ومعلول بيحب لعيب الكوره لانه بيموه وبيروح لاعب عايز الثانيه بيروح عايز بقى 2 3 جوه ال 18 فده هيبقى محمد شريف عنده تحركات وفي احمد عبد القادر في نفس التعامل يعني انت عايز لعيبه تقدر تقول انا حطيت من الفنيات وحطيت من الديفندر وحطيت من السيفتي وحطيت من احسن حارس فعملت الكومبينيشن اللي انت وانت بتتفرج تقول لا ده طب هنجيب احسن من كده ايه؟ صح الراجل هيعمل لك ايه اكتر من كده فاهم؟ كله هو التوفيق والحاله البدنيه والصحيه اللي تبقى موجوده يوم المباراه وعندك بره اللي نفسك فيه
ينزل يمسك الايقاع ويمنع ايقاعات ونجيب لك جون ولا اثنين، ينزل لك بقى قفشه يطلع يمين ويطلع طبعا شمال وتشوف مين اللي تعب مين اللي قدر الله اتخبط. صحيح عندك سيناريو واضح. صح الرؤيه بقى بتاعته هو للخصم اللي انا كلمتك عنها في الاول. أيوة. ما هو الخصم وما هو الامكانيات اللي موجوده؟ هم 3 4 في الفرقه وهي ظروف المباراه طبعا هي اللي هتحكم بقى. هي هتفرض عليك السيناريو اللي هتلعب بيه. الروح اللي انا شفتها اخر 10 دقائق في مباراه انبي، انت متاخر يا راجل. انا بصراحه ما كانش ينفع العب ماتش تاني بعد انبي وبعد اللي حصل في 10 دقائق الاخيره، لازم اسافر بالروح دي. في كلمه لازم نقولها برضو اتفضل تانيه برضو مشيش. من الحاجات اللي برضو فيها ديفو شويه الماتشات اللي فاتت اتفضل استغلال الفرص. الماتشات اللي زي دي بتبقى عايزه استغلال فرص. يعني الفرصة اللي تيجي ما فيهاش هزار لان مش هتجيلك مرتين وثلاثة واربعة. بالظبط بتلعب نهائي افريقيا بتلعب الحلم ده اللي فاتوا معاك ومعاهم. كلامك مظبوط، بتلعب الماتشين اللي فاتوا بدون القوام الاساسي. نص فرقة مش موجودة. اوعى تكلمني عن انا استغلتش الفرصة دي ولا نص ملعبي كان مش عارف عامل ازاي، ده انت تحت ظروف ضاغطة على اللعيبة وعلى الجهاز بتجيب واحد من هنا وبتجيب واحد وبتجيب زياد طارق من تحت وبتجيب كوكا عشان يكمل مش عارف. انت في ظروف صعبه جدا، انت ماتشين لعبتهم بدون نص ملعب عشان كده برفع القبعه ال10 دقايق بتوع انت عارف ان بدون الماتشات دي ان هو ده النادي الاهلي. الماتشات دي مش بتاعه الاهداف، الفرص يعني تفهم ازاي استغلال الفرص دايما بتخلص بنتائج قليله قوي. الماتشات النهائيه بتاع فرقتين قريبين تحضر الماتش بتاع السنه اللي فاتت انت اول تايم ولا حاجه نزلت تندم كسبت 3 صح ولا انا غلط؟ صح. الفرقه الثانيه طمعانه فيك وانت عايز تصطادهم سيناريو شغال. ماتش كايزر تشيفز الفاينل عايز بتناور يعني عايز تجيبهم. طبيعته مختلفه. هنا بقى طبيعته مختلفه. هنا عندك ميزه رهيبه. الوداد هيفتح لك المساحات. طب ما تيجي نتكلم على الوداد شويه. انا لسه هقول لك الوداد هيعمل الهجوم والبتاع كانه الارض بتاعته ما. انت بقى عندك مساحات. كنت زمان اقول لك ايه يا ده انا بحب ماتش الاهلي والزمالك قوي لا في حد بيمسك حد ولا حد بيخاف يخش على حد. فاكر انت اي واحد فينا بياخد الكوره يعمل للتاني كده يروح واقف مستنيه يشوف هيعمل ايه. فدي ماتشات من النوعيه دي الكبار دايما بيلعبوا مع بعض بيعملوا حسابات حسابات اللعيبه بتعمل حسابات لبعض. صحيح لانه لو خدوا واحده ايوه هيضحك عليه المغاربه كلها. غير ما لو انا ترقصت واحده هتضايق وهتنرفز واخدها على صحيح. على نفسي الا لو حد من زملاتي جه كمل وخد الكوره. صحيح الماتشات دي لازم كمان نبقى واقفين على اجريسيف. طبعا محدش بيرقصني. طبعا محدش بيعدي مني سهل. طبعا مظبوط. اللي بياخد مني كوره ولا عايز يعمل عليها هجمه وحذاري برضه بياخدها بتعب قوي. حذاري من الانذارات بالذات في البدايه. ده كل ده حسب ظروف الماتش. طبعا وهم طيب. ممكن هم يطرد منهم واحد في الاول وارد. لو انت جبت جول بتفركش الترابيزه كلها. طبعا هتلاقي الجمهور سكت. انا خايف بس يكون في احتواء وروح البروتوكول في الفاينل. طب ما احنا مش عندنا هنا بقى روح البروتوكول. لا ما هو اللي موجود هنا موجود هنا. هو رئيس الحكام هناك. عضو هناك. هو رئيس الحكام اللي عندنا هنا. عضو هناك. بقول لك ايه زي جدري بتاع القرود كده ولا ايه ابتدت الظاهره تنتشر. قال لك الفار لازم يكون في روح القانون. طيب عايز استعرض معاكم مشوار الوداد في دوري ابطال افريقيا. اول لقاء للوداد في البطوله كان لقاء الدور التمهيدي او اتغلب دور ال 32 اتغلب من فريق هارتس اوف اوك الغاني 1-0 لكن في لقاء العوده قدر يعمل ريمونتادا ويكسب بطل غانا 6-1 مع ساجرادا ودور المجموعات. المجموعه اللي كان فيها ساجرادا الانجولي وبيترو اتلتيكو الانجولي والزمالك. الوداد كسب اول مباراه على ساجرادا 3-0 تاني مباراه لما طلع انجولا اتغلب من بيترو اتلتيكو 2-1 بعد كده كسب الزمالك 3-1 في كازابلانكا بعد كده جه لعب الزمالك في القاهره كسب الزمالك 1-0 بعد كده كسب ساجرادا في انجولا 2-1 وفي الختام كسب بيترو اتلتيكو 5-1 في مباراه تحصيل حاصل وتصدر المجموعه بخمس انتصارات وخساره وحيده. في الدور الثمانيه الدور ربع النهائي النتائج بقى اختلفت تماما. قدر يكسب بوليسداد في الخارج في الجزائر 1-0 لكن على ارضه ما قدرش يكسب وخلصت المباراه 0-0 وكلنا فاكرين الدقيقه الاخيره اللي كانت ممكن تحتسب فيه ضربه جزاء على الوداد وكان ممكن الوداد يخرج من البطوله لو كان تم احتساب ركله جزاء لشباب بوليسداد. طيب وصلنا للسيمي فاينل. كسب بيترو اتلتيكو خارج ارضه وعلى ارضه واجه صعوبات عديده وكان متاخر بهدف مقابل لا شيء امام بيترو اتلتيكو وتعادل امام بيترو اتلتيكو وانتهت المباراه 1-1 وتاهل فريق الوداد. اذا الوداد في الدور ال 32 شيء، في دور المجموعات شيء ثاني، في الادوار النهائيه
فريق تاني خالص، ما بيعرفش يكسب على أرضه، ودايما بيبقى عنده ضغوطات بسبب الحضور الجماهيري، وكاد أن يخرج في الدور ربع النهائي. والمباراة الأخيرة لو بيترو أتلتيكو عنده أفضلية كان يقدر يكسب ويطلع الوداد. أو أي فريق بيهجم عليه هناك وبيضغط عليه بيعمله مشاكل كبيرة أوي. كل الماتشات اللي اتهجم عليه هناك والضغط عليه في مشاكل وفي أهداف، وخاصة في الاثنين اللي في العمق. مظبوط، عندهم مشاكل الاثنين مع بعض، زي بتكون ايه اول مره بيلعبوا مع بعض حاجه أكيد. زي كده. طيب قدامنا برضو، هو قدامكم على الشاشه واحنا متواصلين معاكم لحظه بلحظه. دي لقطات اهو، خلاص يمكن دخول اللاعبين للطياره وبيستعدوا خلاص، يمكن ان شاء الله باذن الله بعد اقل من تلت ساعه او نص ساعه الفريق ان شاء الله يبقى هيتحرك، والطائره ستقلع من مطار القاهره الدولي نحو مطار محمد الخامس في كازابلانكا. بإذن الله إن شاء الله تكون رحلة موفقة، وكل الدعوات ليكم إن شاء الله بإذن الله عشان تقدروا ترجعوا منصورين ومنتصرين. شايفين الفريق بالكامل هو علي معلول، الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، عدد من أفراد البعثة كمان هيكون فيه إن شاء الله كرو، وفي تواجد إعلامي لقناة الأهلي عشان يقوم بالتغطية إن شاء الله خلال سفر البعثة، كمان الدكتور عبد المجيد أخصائي العلاج الطبيعي، يعني كل افراد الجهاز الفني والطبي والاداري والجهاز الطبي، كمان الدكاتره العلاج الطبيعي، المعد البدني، يعني ان شاء الله باذن الله يعني يكون الفريق فيه اتم الجاهزيه. قدامنا كمان اليو ديانج، كريم فؤاد، بدر بنون. انا وجود بدر بنون في الرحله دي تحديدا انا شايفه يعني ليه عوامل ايجابيه كتيره، خاصه ان بدر ليه جماهيريه وليه شعبيه، جماهير الرجاء بتحب بدر بنون. يعني بدر بنون في اخر مباراه لما كان الاهلي في المغرب قدام الرجاء وراح لمدرج الدرجة الثالثة وادى باقة ورد لجمهور الرجاء، فوجود بدر في الرحلة دي أنا شايفه حاجة إيجابية كبيرة جدا، كناحية معنوية وكمساندة جماهيرية كمان من الجماهير المغربية اللي بتحب بدر بنون وبتشجع الأهلي. قدامنا كمان هو عدد من اللعيبة، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الفريق موفق. وخلاص إحنا بنتكلم دلوقتي الفريق في الطيارة، وإن شاء الله كمان هيكون معانا لقطات لتحرك الطيارة وقت الإقلاع كده من مطار القاهرة بإذن الله، وبعد خمس ساعات أو خمس ساعات ونصف إن شاء الله تكون البعثة في مطار محمد الخامس. محمد مجدي قفشة، ياسر إبراهيم، أنا شايف كمان في هدايا تذكارية أو في يعني يمكن دور مهم جدا من الشركة الوطنية. أنا شايف إنه شك في حمدي فتحي. الشركة الوطنية يعني لفتة حلوة، لفتة طيبة طبعا. أستاذ أمير أو كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، كمان الكابتن محمد شريف، كابتن حسين الشحات، الابتسامة والتفاؤل، كابتن أيمن أشرف، إن شاء الله بإذن الله تكون في خبرات كبيرة في المباراة، كابتن محمد هاني. وعجبني كمان إن في يعني في التزام بالإجراءات الاحترازية، يعني في التزام كبير جدا في مسألة الإجراءات الاحترازية قبل السفر. وعايز أقول لك كمان يا كابتن شريف، كابتن حشيش، الأهلي عمل مسحة البي سي آر رغم إن اللعيبة كلها عندها التطعيم ضد الكورونا واللقاح ضد الكورونا، بس يعني اجراء احترازي انك بتعمل برضو المسحه البي سي ار عشان تبقى كل اجراءات، مش حاجه تعطلك خالص، بيحصل تلكيك على حاجه وتعطيله لا، والبروتوكول الطبي كمان دلوقتي طبعا. الكاف عمل بروتوكول طبي، لو انت سافرت قبل الماتش بخمس ست ايام مش محتاج مسحه بي سي ار هناك، لو سافرت قبل الماتش بيومين بيعمل لك مسحه بس هناك. انت بتنفق في الزبادي يعني، بس انت بتخلص كل التفاصيل. الطيران دلوقتي ده بخلاف شركه الطيران لو حاجه ثانيه. بس انا بتكلم على بروتوكول الماتش، لو سافر بره ما حدش بيسالك على اي حاجه غير شهاده التطعيم اللي انت طعم. ده بقى العرف كله في العالم كله دلوقتي، انما بالنسبه للشركات الطيران محدش يقدر يسالك على حاجه. انت معاك باسبور دبلوماسي في اوروبا، دول متقدمه باسبور دبلوماسي احمر عموما يعني. ايوه بس خلاص باذن الله الحكايه دي تخلص بقى، خلصت بره الحمد لله، ماشي عادي ومفيش مشاكل. بس عندهم شكل احترازي، بس انك لما تخش مكان انت تبقى متطعم، ده لازم يشوفوا لك غير كده هيقول لك كل بره. شوف لك اي كشك بقى بره. طيب ارقام الوداد لما شفتوها كده وسمعتوها وشفتوا نتائجه في الادوار النهائيه مختلفه عن المجموعات والادوار ال 32، هي بتاكد الكلام اللي قلناه طبعا على ارض واضح الضغط الجماهيري، ودي حاجه احنا اكدنا عليها في كلامنا ان الضغط الجماهيري على فرقه الوداد في المباراه النهائيه هيبقى صعب جدا جدا. يعني ناس كتير بتقول ان من العناصر الاساسيه في اجاده الوداد وقوته هو الجمهور، بس في عنصر برضو سلبي اللي هو الضغط، الضغط بيبقى جامد جدا جدا. فان شاء الله ان شاء الله يا رب النادي الاهلي يستغله بهدف مبكر، صدقني هيلخبط الدنيا يعني. اكيد اكيد باذن الله. طيب كابتن شريف، يعني مع بلوزداد اتعادل في المغرب، مع بيترو اتلتيكو تعادل ايجابي برضو في المغرب 1-1،
هل النتائج دي، وعلى فكرة الماتشات دي وكانت قريبة مش من فترة بعيدة، يعني احنا بنتكلم في شهر ابريل وجزء منها اتلعب في شهر مايو، مباراة الاياب في الدور نصف النهائي وهي قريبة من ماتش الفاينل يوم 30 مايو، تدينا انطباع ايه بالنسبة للوداد في التوقيت ده؟ بص، الوداد عمل في التصفيات دي ماتشين كبار قوي. انه كسب الزمالك في مصر هنا، مظبوط، ده مباراة هي دي العلامة. وكسب الزمالك، في الزمالك فريق كبير جدا، انه يتغلب ثلاثة من اقوى الفرق في الحتة دي. مش هكلمك بقى على بيت الفرق. وشباب بلوزاد اللي كان يقدر يعدل النتيجة ويلعبوا ضربات جزاء، يعني مش صحيح. هما دول الثلاث مباريات اللي انا سيبك من 5-1 بتاعت بيترو، دي كانت مباراة تحصيل حاصل. لو كسبوا بيترو واضح ان حتى على في نصف النهائي باستغلال معرفش. باستغلال ثلاث كرات، منهم شوطة، منهم كرة الباك هو اللي حطها في نفسه بتاع يعني في بتبقى ظروف للمباريات احنا بنحدد عليها قوة المنافس. قوة المنافس لما بيلعب بره بيلعب بهدوء جدا ومش عارف ايه، مفيش حاجة عليه، وعايز يخرج بأبسط النتيجة عشان على أرضه يقدر يعوض ويبقى له شكل تاني بالجماهير اللي انت شفتوها. بس بالجماهير دي بتبقى عاملة حالة ضغط عليهم، أنا ما شفت لهمش مباراة على أرضهم يعني هما من أولها لآخرها، غير المباراة بتاعت 5-1 اللي هي مع بيترو أتلتيكو اللي كانت في نهاية دوري المجموعات. تمام. فهم مباراة الزمالك في مصر وفي الوداد خطفوا مباراة الزمالك هنا، وعندهم أداء كان جيد جدا على أرضهم، كانوا متأخرين بهدف على فكرة. بالظبط. يعني الزمالك أول كان متقدم هناك. ده في أول 5 دقايق كان بهدف. لولا الكورتين الثلاثة العرضيين اللي الزمالك عدم تركيز فيهم وكرات دخلت، هم كانوا نازلين أصل ماتش الزمالك كسبانين هنا في القاهرة فاعتبروا الماتش سهل. بالظبط كده. ولا العكس؟ العكس. العكس ها؟ العكس. كانت أول مباراة عندهم. الماتش الأولاني كان 3-1 هناك. تمام. بالظبط. كانت البداية هنا الأول بعد كده. بتنتهي بقى القصة بأتلتيكو اللي هو ضغط عليهم زي ما أنا قلت لك، أول ما بتضغط عليهم كانت البداية هناك الأول. لولا إن هم أتلتيكو كانوا بقوا في حالة رعب أكتر. لا وواضح لو الأهلي، وبعدين ما احترمنا الأهلي اللي كان بيلعبهم وضغط عليهم الضغط ده كله كانوا فكوا، مش هيعرفوا يمسكوا كورة. خلاص الحالة النفسية ما بتبقاش قادرة. بص كمان يا شيخ، واللعيب بيبقى عايز اللي جنبه يبقى أحسن منه، ما بيقدرش. مع احترامي يا محمد لجميع الفرق طبعا اللي قابلت الوداد، النادي الأهلي، النادي الأهلي غير إن شاء الله. المباراة كمان بتفرض صعوبتها، ده نهائي أفريقيا، فا يعني ماتش طبعا مختلف، ما نقدرش ناخد يعني الماتشات دي قرينه للماتش اللي جاي اللي هو النهائي يعني. وفرقه بتدعم يا حشيش طول الدوره. ايوه بتدعم. بالظبط. بيدعموا بطول من الحكام للكاف للبتاع. صحيح. فخلاص ان هم وصلوا لهذا الموقف، احنا ان شاء الله بيبقى لنا الروح اللي هي بتقضي على اي اشياء سامه داخل الملعب. طيب نسال في التوقعات، هل المباراه دي ممكن توصل لاكسترا تايم وركلات جزاء ولا تخلص في ال 90 دقيقه؟ قول انت. 3-1. 3-1 يعني؟ لا ما هو 3-1 ممكن في الاكسترا تايم. ممكن في الاكسترا تايم يعني 1-1 و2 هنجيب جولين في الاكسترا تايم زي ما تحصل يعني. انا شايف كابتن شريف عايز يودينا للقضيه. ايوه هو عنده احساس ان عايز يوصل للقضيه. انت اصلك اصل المباراه دي مش هتبقى سهله قوي وصعب عليك انك انت بعد اول 10 دقايق خلاص بقيت ان جيم. انت متفوق ولا متاخر ولا في، انت بيبقى لك سيناريو في كل مباراه بتخش، وكل مباراه كبيره. وانا اللي بطمنه ان لعيبتي بتلعب بره بتركيز احسن، خاصه ان انا عندي قد ايه دلوقتي من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان اخر ماتش لعبته امتى؟ بقى لي اسبوع دلوقتي مثلا يوم السبت. السبت في 4 ايام. سبت يعني حنقعد بقى لنا 8 ايام ما لعبناش كوره. فرقتك اول ما بتقعد اسبوع بس ما بتلعبش كوره نفس ظروف الفرقه بتلم اوراقها عشان كده بتلم نفسها وبتنزل بالفول باور بتاعها عشان كده. انا غير اللي انت قلته ان شاء الله المباراه دي تخلص في الاساسي في ال 90 دقيقه ولا في الاصلي؟ في الوقت الاصلي اقصد. 2-1 مش عارف ارقام بس ان شاء الله يعني النادي الاهلي يعني المباراه فيها اهداف كتير ولا شايف لا الماتش مش هيبقى فيه اهداف؟ لو فيها اهداف هيبقى فيها هتبقى فرق هدف، هتبقى 1-1 فرق هدف. يعني فرق هدف وفي في الوقت الاصلي يعني لازم ربنا بقى عايز ينصفنا جامد باذن الله. طيب على الجانب الناحيه البشريه والعدد اللعيبه المميزه، الاهلي عنده اكتر من حوالي 10 لعيبه في المنتخبات، ما بين لعيب بيلعب في تونس، في مالي اليو ديانج، بيرسيتاو جنوب افريقيا، طبعا بدي برون ميكيسوني مش هيلعبوا في الاجنده الجايه بسبب الاصابات وكده، لكن في كمان 6 إلى 8 لعيبه في منتخب مصر. تبص على الجانب فريق الوداد، النهارده تم اعلان قائمه منتخب المغرب، مفيش غير لعيب واحد بس من نادي الوداد اللي بيلعب في منتخب المغرب اللي هو يحيى عطية الله. ده الوحيد اللي موجود فيه. جبران يحيى عطية الله
عطيته مش بيلعب ورا. لعيب هو مميز جدا في الكرات الثابته والكرات العرضيه. ده يمكن، وعلى فكره هو مش حاجه مفاجاه، هو اصلا حتى المنتخب المغربي دايما بيعتمد على المحترفين. فلما بياخد لعيب من الدوري المحلي ده تبقى معجزه او انجاز. يعني فده لعيب بخلاف الاجانب اللي عنده بيلعبوا في منتخباتهم، منتخب الكونغو الديمقراطيه وكده، برده مش اساسيين. فلو عملت مقارنه ما بين المستوى الدولي والخبرات ما بين الفرقتين هتلاقي فرق شاسع. الكفه لصالح النادي الاهلي طبعا. ده مدى طبعاً. تاثيره ايه على المباراه النهائيه؟ المباراه النهائيه دي يعني اساسها او من العناصر الاساسيه اللي فيها هي خبرات اللعيبه. يعني المعيار ده جزء مهم طبعا، يعني خبرات اللعيبه اللي بتقدر يبقى عندها ثبات انفعالي وبتقدر تتصرف في الظروف الصعبه. لا قدر الله جه فيك هدف، جمهور مالي، مدرجات، كل دي بتبقى خبرات للعيب الدولي، بيبقى عنده خبرات بيبقى عنده خبرات لعب في الاجواء دي قبل كده، عنده ثبات انفعالي. فكل دي طبعا الكفه لصالح النادي الاهلي ان شاء الله طبعا باذن الله. كابتن شريف، كابتن شريف مركز جدا مع مع المطار، عايز يسافر المطار، عايز يسافر. قد ايه اللعيبه مركزه وهي قاعده، قد ايه اللعيب وهو بيتعرض عليه انه يتصور معاه بيتصور برده باسلوب محترم وراقي جدا، بيتولي راح يحكم. قد ايه كل التركيز اللي باين على اللعيبه دي، هو ده النادي الاهلي يا جماعه. هذا هو الاهلي. طيب عايز انوه كمان ان اتحاد الكره خلاص النهارده اعلن بشكل رسمي انه هيلعب مباراه وديه امام كوريا الجنوبيه يوم 14/6. وكان النهارده في جلسه للاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره مع القنصل العام لسفاره كوريا الجنوبيه في مصر للاتفاق على الخطوط العريضه بخصوص اقامه مباراه وديه مع كوريا الجنوبيه في القاهره ولا في، يعني هو لغايه دلوقتي الخبر اللي قدامي ان تم الاتفاق بين اتحاد الكره والقنصل العام لسفاره كوريا لعمل توأمه بين الاتحادين وتبادل الخبرات. كما طلب القنصل العام لسفاره كوريا اقامه معسكر لمنتخب بلاده في اكتوبر هنا في مصر استعدادا لكاس العالم. عارفين كوريا هتلعب كاس عالم طبعا. وفي ختام الجلسه الوديه الاستاذ جمال علام اهدى درع الاتحاد المصري للقنصل العام لسفاره كوريا، لكن ما حددوش المباراه هتتلعب فين بشكل رسمي. اول ماتش لينا افريقيا امتى؟ تصفيات ماتش مصر يوم 4/6 قريب مع غينيا هنا في القاهره. وقت ما فيش وقت على فكره. المباراه دي كانت 2/6 بس الكاف عشان هو الكاف عشان عمل كارثه ان الماتش يوم 30/5 وده بدايه الاجنده. عايز يلم لعيبه الاهلي قبل هو عايز يعمل ايه؟ انك تلعب الماتش بدون لعيبه الاهلي زي ما حصل في كاس عالم انديه. بصراحه يعني الواحد مش بيشوف حاجات مش طبيعيه. مش طبيعيه طبعا. فخلى ماتش مصر خلى ماتش مصر يوم 4/6 وبعد كده هتسافر تلعب اثيوبيا في ملاوي يوم 9/6. احسن بلاش لعب على الارض. اثيوبيا دي ما فيهاش اكسجين خالص. ما فيهاش نقطه اكسجين. تروح المشوار يا محمد ترجع عشان تاخد نفسك. افريقيا عشان اعلى من سطح البحر باكثر من 1800 كيلو. صعب جدا 1800 كيلو. 1800 بتروح سبرنت بترجع ما فيش نفس. لا وضع هيبقى صعب جدا. طيب خدوا بالكم لغايه برضه لغايه اللحظه دي لسه الاتحاد الافريقي ما حسمش. يعني مثلا يعني جه الاتحاد التونسي طالب استدعاء علي معلول من 30/5. طب جه 30/5 هيطلع من الماتش. هل علي يطلع قبل الماتش ولا بعد الماتش؟ افرض هم طالبينه صباح يوم 30. مفيش طيارات في المغرب يوم 30 صح. انا بقول كده برضه نلعب. بعت لي طياره خاصه. بعت لي طياره خاصه. ايوه بلم المغرب لتونس ساعه. مفيش اي تنسيق خالص خالص يعني للاسف. من المغرب لتونس ساعتين باين. الفيفا لما عرف ان الميعاد الماتش كده والاهلي كان بعت للفيفا بيتكلم على مساله الاجنده الدوليه عند لعيبه عندها اجنده دوليه وفي استدعاءات رسميه ليها وفي نفس الوقت الكاف حاطط النهائي في نفس الميعاد. محمد ده كلام اللي قلناه في اول. فالفيفا استفسر من الكاف هو ايه فين؟ ان مفيش اداره على مستوى عالي في الاتحاد الافريقي الفتره دي. دي مشكله كبيره جدا جدا لسه هتسبب ازمات بعد كده. مشكله أكتر كبيره فيها؟ طبعا. ما اصل انت واحد غير متخصص وغير فني ومفيش ناس فنيه بتعمل حسابات للكلام ده كله. يعني هي القصه مش حط بس موعد وخلاص. انت ازاي تربط بين المباريات كلها والبطولات اللجان كلها؟ اللجان يا كابتن شريف جوه الاتحاد الافريقي لو يعني في لجنه خدت قرار وفي حيثيات قرار والله العظيم الناس في المكتب التنفيذي عندنا لا تعرف عندنا مين من مصر في الكاف دي. في اتنين في لجنه المسابقات يعني في اتنين في قسم المسابقات وفي اللجان. يعني اللجان ما تم هو في لجان تم اعاده تشكيلها بس ما تمش الاعلان بشكل رسمي عن ان اللجان دي اشتغلت وموجوده ولا لا. يعني في اللجان تم اعاده تشكيلها واتحطت اسامي بس صحيح. لكن هل اللجان دي اجتمعت؟ لا. مين اللي بياخد قرارات؟ يعني مش المهندس هاني في المكتب التنفيذي في الفيفا وفي الكاف. في الفيفا وفي الكاف
المهندس احمد مجاهد برضه في الاتحاد الافريقي ومراقب مباريات يعني في تواجد. هو احمد مجاهد بس التواجد الثاني لا بس كبير. التواجد قل احمد مجاهد ايام ما كان ماسك الاتحاد بيبعت هو اللي بعت على فكره. أيوة. اخر بصوا يا جماعه عشان كوردي ولا بعت كابتن شريف دخل في حته مؤثره جدا. بعت كوردي ولا بعت مين؟ في العهد لفتره وجود اللجنه الثلاثيه وانا معايا الخطاب يعني الخطاب معايا وهيجي في وقت مناسب هطلعه لكل الساده المشاهدين بس تيجي بمناسبته يعني او نخلص الماتش وتيجي بمناسبته. وقتها الاتحاد الافريقي بعت لكل الاتحادات الاهليه قال لهم مين الشخصيات الرياضيه اللي انت تحب ترشحها للجان في الفتره اللي جايه. الكلام ده تم ايام عهد اللجنه الثلاثيه برئاسه المهندس احمد مجاهد وكان محطوط ديدلاين زي الديدلاين كده بتاع خطاب الارسال للاتحادات اللي عايزه تنظم بتاع التنظيم والخطاب كان محدد الديدلاين بتاعه بتاريخ محدد مش هذكر برضه تواريخ هسيبها لوقتها والاسامي ما اتبعتتش لازم يبقى ظهر جامد يا ما اتبعتتش كابتن حشيش انت عشان حد يحط هو كابتن شريف يعني لمس طبعا. في حته مهمه جدا طبعا. هل بعد كده الاسامي اتبعتت وتمت الموافقه عليها وتم اعاده تشكيل اللجان فانت كنت باعت 8-9 اسامي فتوافق لك على اسمين ثلاثه ولا بعت 8 مثلا وتوافق على الثمانيه والاسمين ثلاثه دول لعبوا كره قبل كده ولا ما لعبوش انا ما عنديش تفاصيل يعني انا اسمع الناس في الاتحادات والبتاع انا ما عنديش تفاصيل اصلا الاسامي اللي بعتها مين مسكت انديه وبتاع ما لعبوش كره ربع ساعه بص يا كابتن شريف اللي انا متاكد منه ان اتبعت خطاب للاتحاد في وقت وجود المهندس احمد مجاهد الاتحاد الافريقي بيطلب من الاتحاد الكوره ان هو يرشح اسماء للجان وكانت في اسماء موجوده في اللجان السابقه الديدلاين جه والاسماء ما اتبعتتش هل بعد كده حصل توافق مع فيرون ومع الناس في الاتحاد الافريقي واتبعتت اسماء فتم تسكين الاسماء زي ما هي في اللجان ده مش مؤكد هل الاسماء اللي كانت موجوده في اللجان السابقه تم تقليص العدد وبدل ما كان لينا 8 في اللجان بقوا 6 بقوا 5 بقوا 3 ده مش مؤكد بس هيجي الوقت اللي هنكشف فيه مساله ترشيحات اللجان وهل الاتحاد الحالي برئاسه الاستاذ جمال علام بعت للاتحاد الافريقي عايز يبعت بعض الكوادر اللي تكون موجوده في اللجان وتم رفض طلبه ولا لا بس في النهايه نقطه مهمه جدا بس في النهايه هو التواجد قل ده قل بنسبه 60-70% ده على الاقل مش لجان بس ده حتى في القطاعات الادارات طبعًا المختلفه طبعًا الاداره الماليه طبعا الاداره المسابقات المكتب الفني السكرتاري على فكره السكرتاري العام للاتحاد الافريقي من اوروبا مش من افريقيا يعني السكرتاري العام وبعدين اصل في اماكن يا محمد في اماكن حساسه وممكن يبقى في تواجد على نطاق مثلا المراقبات والمراقبه مش انما المكتب التنفيذي والمكتب الفني عارف كل دول عشان خاطر ايه كابتن حشيش كابتن شريف بس يا محمد اتفضل كل دول قاعدين على الكراسي دي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر البطوله اللي بتتلعب فاينل دي المنتج ده هو المنتج ده بالظبط هي دي المكنه اللي بتطلع الماتش الاخراني بشكل عام في النهايه طبعا يعني لا ده تم كمان لو النادي الاهلي مش موجود في الموضوع ده صدقني طيب قدامنا كمان اهو لقطات حصريه لوصول الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثه فريق النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي الى مطار القاهره الدولي وحاليا اهو استقلال الطائرة والكابتن محمود الخطيب موجود اهو في مطار القاهرة وان شاء الله باذن الله على بركة الله ودعوات المصريين ودعوات كل الاهلاوية باذن الله تكون رحلة موفقة ان شاء الله للنادي الاهلي يا رب في هذه وجوده بيفرق جامد جدا المباراة طبعا كابتن محمود الخطيب في كل الرحلات الخارجية لما كان رئيس بعثة انا الكلام ده سمعته من اللعيبة والله يا كابتن شريف طبعا بيلبس روح يعني غير عادية في الاجتماعات طب انا اقول لك على حاجة صغيرة يا محمد بص اللعيبة وهي داخلة واخد بالك جزء وشوف الكابتن الخطيب وهو داخل بقى الدنيا اتزحمت والدنيا والاهتمام الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الفرقه وتقدر تعمل نتيجه كبيره ان شاء الله الكابتن الخطيب موجود الاستاذ العمري فاروق المهندس خالد مرتجي دكتور محمد شاوي الاستاذ طارق انديل بالمناسبه كمان في دور لمنسق امن هيكون موجود مع البعثه في الرحله ديت في منسق امني موجود مع البعثه طالع من مصر هنا هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في الرحله ان انت دي جديده اعتقد هو موجود في الملف يعني ملف اي فريق بيشارك لازم يكون عنده منسق امني ومنسق اعلامي اول مره يبقى له تواجد بقى هو بيتواجد في الاحداث اللي هي المؤثره والمهمه يعني في الدور اللي فيها تحديات كده زي فيها تحديات وفيها اجتماعات اللي فيها اجتماعات الفتره الجايه انت طبعًا. اصل التنسيق مش في الملعب بس اكيد انت في الملعب ده جانب فني لكن في امور ثانيه طبعا الله دي صوره جماعيه لطاقم الطائره الرحلة الخاصة اللي هتكون مع بعثة الأهلي مع الكابتن محمود الخطيب وإن شاء الله زي ما انتم شايفين الفرحة والسعادة دي تكون إن شاء الله بإذن الله على وجوه الكل إن شاء الله فور عودة البعثة من المغرب حاجة تشرف بصراحة يعني زي ما انتم شايفين
لقطات يعني مهمة جدا وصورة جماعية لأفراد الطاقم الطائرة وللشركة الوطنية مع الكابتن محمود القطيب. يرجعوا يتصوروا بالكاس بإذن الله. يا رب بإذن الله. يا رب إن شاء الله. طيب زي ما انتم شايفين كمان اهو يمكن خلاص بيت سمسماني الجهاز الفني اهو قدامكم العميد علاء صلاح. العميد علاء هو قايم بدور المنسق الامني في الرحله. أيوه ان شاء الله. أيوه باذن الله. أيوه وده طبعا طبقا للملف انت بتقدم ملف لازم يكون فيه كل شخص مسؤول عن نقطه معينه في البعثه. زي ما انتم عارفين وزي ما انتم متابعين يمكن التغطيه الخاصه مستمره والتغطيه الحمد لله متواصله معاكم لحظه بلحظه والنهارده على مدار برامجنا المختلفه هتشوفوا كل اللقطات الحصريه من اول ما الفرقه استعدت للسفر من القاهره حتى الوصول إلى مطار محمد الخامس في كازابلانكا وكمان إن شاء الله فور الوصول ولقطات الوصول كمان لفندق الإقامة. وبعد قليل وبعد ختام هذه الفقرة وهذه الحلقة هيكون معاك وزميلي العزيز أحمد سمير عشان استكمال التغطية ومتابعة إن شاء الله سفر الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. أنا كنت عايز أقول مباراة الإياب الظروف كلها احنا رايحين لماتش إياب مش ماتش واحد أو ماتش في ملعب محايد لكن هي دي الظروف. وقبل ما اختم وقبل ما اتكلم في قصه اللجان بالمناسبه يعني من ضمن اللجان يا كابتن شريف احنا لجنه الحكام كان عندنا الكابتن عصام عبد المنعم كابتن عصام عبد الفتاح تم تقليص صلاحياته كمان وبقى مسؤول عن منطقه الشمال العربي والانجليزي لكن ده هيجي وقته وهنتكلم عليه. عربي وانجليزي؟ نعم. ايه بقى مسؤول عن ايه؟ منطقه شمال افريقيا بس للناطقين بالعربيه والانجليزيه لكن الفرنسيه مع الكابتن يحيى حدقه المغربي. كلمه اخيره كابتن شريف طبعا. هنتكلم عليه وقتها بس انا من ضمن اللي جاي والاسماء يعني يا جت على دي انا فتحت فتحه يا جت على دي فتحت فتحه كلمه اخيره كل التوفيق لاخواتنا ونادينا العظيم كل التدعيم. انتوا جاي مع وطونا رجاله في جميع الاوقات مفيش ضغط نفسي عليكم في اي حاجه تمام. احنا ان شاء الله هنقعد معاكم ونتفرج عليكم ونبارك لكم باذن الله والفرحه تبقى كبيره باذن الله. باذن الله. كابتن حشيش كل التوفيق للنادي الاهلي. انا شايف كل اطراف المنظومه من اول مجلس الاداره جهاز فني جهاز طبي لاعبين كل الناس عملت الدور بتاعها او بتعمل الدور بتاعها على اكمل وجه. جمهور ان شاء الله يبقى موجود. كل العناصر يعني تعبت خلال الفتره اللي فاتت ناقص بس توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله يكون بإذن مع النادي الاهلي ويرجع بالبطوله ان شاء الله. تمام. شكرا جزيلا كابتن شريف. شكرا جزيلا كابتن حشيش. شكراً. بعد قليل الزميل احمد سمير واستكمال التغطيه من خلال برنامج السادسه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.